وعليكم السلام الأخ عبد الحليم، أخ عمر، الأخ أخ مولاي. أودي وش دير؟ راني ديجا راني مزكوم، راني غرنا، فهمت؟ ضربني البرد. وعليكم السلام الأخ نتاع قلمة، أخ إسماعيل. المهم الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي لكم جميعا، الإخوة اللي راكم موجودين في الداخل والإخوة اللي موجودين في الخارج. لعلكم راكم تتبعوا واش راهو يجري في الجزائر، لا سيما هذه الأيام الأخيرة. مانيش نقرا في التعليقات، من بعد إن شاء الله نفتح لكم الخط، وماذا بيا على جال باش نسمع الآراء نتاعكم فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي عنونته بوش هي السيناريوهات المحتملة بعد الخروج نتاع هذه الحشود على مستوى الولايات وحتى في الخارج. إذن الإخوة والأخوات، مثل ما راكم تلاحظوا، حدث اليوم هو أنه توفى ولد رئيس الحكومة بن يوسف بن خضر ربي يرحمه، وكنت أنا قريت الخبر على الصفحة نتاع وليده اللي هو واحد من الدكاترة، ونشرت الخبر. كانوا فيه بعض البلطجية اللي هما منهم اللي هو مكلف بمهمة، كل ما انتشرت خبر والخبر هذاك يكون عنده تأثير على الرأي العام، خاصة لما يكون الخبر هذاك صادق، يحاولوا هو أنه يشوهوا هذاك الخبر، يشوهوه من خلال ابتعاث بعض البلطجية، ويردوا في نفس التعاليق، يجيبوا الناس هكذا يردوا في نفس التعاليق حتى باش هما يرسموا في الأذهان من أنه هذاك الخبر كاذب أو يدعو إلى نشر الفتنة إلى غير ذلك. وكاين بعض من الناس، مرات هو انك لما انت تكون ماكش متاكد من الخبر، يا اما هو انك انت تحذف هذاك الخبر، او اما هو انك انت تخليه، ولكن هذوك الناس راهم رايحين يصنعوا راي. لكن ان شاء الله الخبر هذا راهو راح ينشر في وسائل الاعلام لانه خبر صحيح. وهذا ولد يوسف بن خده كان متواجد في المسيرات، وراه كاين فيه صور. قبل ما نبدا هذا البث وصلتني صورة نتاعو وهو مرمي ثم في الأرض، ضربوه أعتقد قاسوه بنتاع الكريموجين، وتوفى ربي يرحمه ربي يرحمه ربي إن شاء الله يعزي العائلة نتاعو. المهم كاين فيه بعض البلطجية، هذه هي المهمة نتاعه. إذن الإخوة والأخوات، فيما يتعلق بهذا الموضوع نتاع اليوم اللي هو حول السيناريوهات المحتملة، السيناريوهات المحتملة هم الآن راهم قطعوا شوط. مثل ما قلت لكم كتابة يوم 31 ديسمبر 2018، بإمكانكم هو أن تراجعوا المقال اللي كتبته. قلت لكم باللي كاين فيه ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول هو أنه يعنوا الانتخابات وتجري في الأجل تاعها المحددة، ويبقاو هما يراهنوا الى اخر لحظه على جال باش هما يفوتوا بوتفليقه. هو في نفسه في شخصه هو راهو منتهي، والله لا على بالو لا شكون راهو يدور به ولا شكون راهو يمشي. اللي راهم درك هما يسيروا في القضيه
خاطر كاين بعض من الناس يقول لك مرات هكذا تقرا لبعض الناس، او مرات هو انك تسمع بعض الناس يقول لك ايه اخويا ما لوش كل اللي راهو يسير، اللي راه يسيره هي المصالح، مصالح انت الرئاسة هي اللي راه تسير، بالاضافة الى انه الجيش هو اللي راه قائم، وكاين هناك يعني توافق بيناتهم، على بالهم هما بيه قايد صالح، ما على بالوش باللي بوتفليقه راه مريض، على باله طرطق ما على بالوش باللي بوتفليقه راه مريض، ما على بالهم بيه، وهما راهم يسيروا في المرحله لانه راهم خايفين من الشيء اللي يعني ما اكثر، وما على بالهم باللي راه بوتفليقه، وهما يرونجيهم هو انه راهم يخدموا ومتهنيين، قال السيد هذا راه مريض خلاص. الان دركا فيه سيناريوهات محتمله بعد الحراك هذا اللي راهو الان جاري، كاين فيه يقدر تخلط هذا الكلام، ماشي الان راني نقول فيه، عاودوا ارجعوا للتسجيل تاعي اللي انه وجهت فيه تحذيرات للناس اللي عندهم توجه اسلامي وتحذيرات للشباب، راكم شفتوا ماذا حدث العشيه هذه، بعثوا جماعه من البلطجيه وراحوا قاموا بحرق نتاع واسمو مقر نتاع تعاونية اعتقد، والله المهم مقر هكذا في العاصمة، بالإضافة إلى أنه هجموا على مركز تجاري، وهذه الأمور يعني ما تستغربوهاش، هناك بلطجية ناس يشريوهم يعني بمبلغ هكذا زهيد من المال، والناس مشومرة، والناس مع الأسف الشديد ما على بالهاش بالأبعاد، وبالتالي هما يروحوا يقول له مرتزقة، ناس رؤوسهم فارغين، لا عندهم مثلا يعني قال مثلا فقه في السياسة ولا علم بالدين، المهم يشريهم، بالتالي هما دركا راهم يستعملوا في بعض الوسائل اللي يشريوا بها الذمم، ويقوموا هاد الناس بأفعال حتى باش هما يهيئوا الأرضية لاتخاذ قرارات. مهم الآن هما السيناريو الأول راهم مشاو فيه، راكم تشوفوا باللي فتحوا المجال للانتخابات، ورانا تحدثنا على الناس هذوك اللي يشريهم هما بالكسكروت، تحدثنا على هذوك الناس اللي هما المهرجين هذوك اللي سمحوا لهم على جلب باش هما يترشحوا للانتخابات الرئاسية، وتحدثنا على أمور كثيرة، تحدثنا على القضية نتاع الطلبة، تحدثنا على القضية نتاع الكفاءات في الانتخابات الرئاسية قبل ما تظهر هذه المسيرات هذه المدة الأخيرة. المهم هما السيناريو الأول إذن هما راهم مشاو فيه، مشاو فيه ومازال يمشوا فيه إلى آخر لحظة، راهم قادرين هما دركا يديروا يعني كما نقولوا صورة معاكسة، بحيث هو أنه يخرجوا الجماعة نتاعهم على مستوى الولايات، عندهم الأنصار نتاعهم نتاع النظام نتاع الدول العميقة هذه، قادرين هما يتحركوا في أي لحظة، المهم هما ما يطلقوش الحكم، هذا هو الهدف تاعهم، المهم هو ما يحصلش التغيير الحقيقي، لأنه التغيير الحقيقي هذا ما يخدمهمش هما، وما يخدمش هذه الدول التي لها أطماع في الجزائر، بالتالي درك هما يبقاو ماشيين في هذا الإطار. درك السيناريوهات اللي راها هي محتملة، درك لو كان مثلا ينسحب بوتفليقة، واش الشي اللي راه يحصل؟ ينسحب وخلاص، واش اللي راه يحصل؟ هو انه تجرى الانتخابات، ولما تجرى الانتخابات شكون هما المرشحين؟ هو بن فليس، وهو علي غديري، وهو مقري، وربما لويزا حنون، وما على باليش انا هذاك ورباعين والله، وخير نتايا يا هل ترى نتوما بهذه الطريقه راهو رايح يحصل تغيير في الجزائر؟ هاي قولوا لي يرحم والديكم، راه يحصل تغيير فيه سيناريو واحد اخر اللي هو ما ينسحبش، وراهو رايح هو يكمل في الطريق نتاعو، يعني الناس اللي راهم معاه يكملوا به، وبالتالي قادر يعني يزيد يحصل هو انه يحصل انفجار،
وفيما بعد هما قادرين يفرضوا الخيار هذاك، يفرضوه بالقوة، يعني يستعملوا السلاح وممكن حتى تصرف فيه اقتلاع، فيه ريسك. الخيار الأسلم أنا راني تحدثت عليه منذ أيام، إذا كان فيه شرفاء داخل الجزائر، الخيار الأسلم هو تأجيل الانتخابات، تأجيل تاع الانتخابات، لأنه حتى في يعني في ظل إجراء الانتخابات، أنا راني قلت باللي يديروا الانتخابات، راني كتبتها كتابة وتحدثت عليها بالصوت وبالصورة، قلت أنا يديروا الانتخابات في الأجل تاعها، أو يخليوا هاد الناس يعني يروحوا للانتخابات أو يفوتوا بوتفليقة بأي طريقة، النتيجة واحدة هو أنه الاستمرار نتاع هذا النظام، استمرار تاع العفن، استمرار تاع النهب، استمرار تاع السرقة، الاستمرار تاع الجهوية، استمرار تاع بني عميس، استمرار تاع الفساد بشتى أنواعه، واستمرار تاع الوضع القائم. حنا دوك إذا راكم تحوسوا على التغيير، تحوسوا على التغيير الحقيقي، المسيرات راني قلتها لكم عشرات ومئات المرات، المسيرات هي وسيلة تاع ضغط، خرجت الناس تعبر عن الآراء تاعها ومن حقها، خرجت الناس تعبر قالوا دي باسطة النظام هذا، خلاص سي بون النظام هذا يروح. ولكن كاين الناس اللي هما ماشي يأمنوا بتغيير النظام، راهم يحوسوا فقط هو انه قال العهدة الخامسة هذه ما كانش وخلاص. هل يعني ترى لما العهدة هذه الخامسة ما تكونش هذه راه يحصل التغيير؟ ما يحصلش التغيير، ولو كان يفوت هذا اللي غديري هذا، تأكدوا باللي التغيير هذا 50 سنة منه وجاي ما زيدوش تهضروا عليه. الآن أنا راني قلتها في وقت سابق، وراه الكلام تاعي موثق بالصوت وبالصورة، ولما راني نقول في هذا الكلام ما راني نزوخ ولا وسمو، فقط لأنه كاين فيه بعض الشباب هكذا اللي هما للأسف الشديد ما يعرفوكش، ما قراوش، ربما جاوهم هذوك الآن في ظل هذا التطور نتاع الانترنت، وفي ظل ما راهو يجري هذه الأيامات من حراك، وراهم يسمعوا في الوسائل تاع الإعلام مختلفة، قال القنوات ولا كذا، يجيو هما يبحثوا ياك عن طريق بالصدفة، أو ربما عنده الصديق نتاعو في الصفحة نتاعو ولا كذا، قال لقاه راهو داير لايف ولا هذيك، يلقاك عن طريق الصدفة. أنا راني قلتها بالصوت وبالصورة، قلت باللي حتى اذا كان درك هما فرضوا هذا الامر الواقع على الناس بتمرير بوتفليقه، وراهم رايحين يروحوا، هو راه منتهي وراهم رايحين يروحوا، وبالتالي التغيير هو دوك راهو فرض روحه، لا مسيرات ولا هم يحزنون، بلا مسيرات التغيير فرض روحه، هما دوك راهم وصلوا خلاص، وصلوا لواحد المستوى اللي خلاص واش راح يديروا البوتفليقه، راح يزيدوا يديروا العمر واحد اخر ولا خلاص انتهى بوتفليقه، وبالتالي درك هما التغيير فرض عليهم، درك هما الان راهم درك يا اما انه يديروا بديل اللي يارونجيهم هما ويطنهوا به الشعب ويزيدوا يستمروا مده من الزمن، وبالتالي الخاسر الوحيد هو الشعب، والله يبقى هذا الوضع الى غايه الانفجار. حنا درك انا راني عندي مده وانا النادي في الشرفاء داخل الجزائر باللي يا الجزائريين سارعوا، راها اذا انفجرت الاوضاع راه واحد ما يحكم فيها، راها فيه ايادي راها تخلط سواء في الداخل ولا في الخارج، كاين الناس اللي راهم في الداخل درك هما راهم يخلطوا، لانه راني قلتها لكم باللي هاد الناس هما ما تخدمهمش الانتخابات، ما يخدمهمش الامن والامان، ما يخدمهمش الاستقرار، ما تخدمهمش الاخوه، هاد الناس والغين في الدم والغين في الفساد، وبالتالي هما الطريقه اللي تخدمهم هي القوه، هي الفوضى، على جد باش هما يبقاو مستمرين في حلب نتاع الشعب. وفيه ناس راهم هما يستغلوا في الوضع،
والان الوضع راه مواتي باش هما يفرضوا ايضا امر واقع للشعب. دركا لما نقولوا احنا بلي راه كاينه اخطار تواجهها الجزائر، هذا مش تخويف للناس، هذا راه واقع كاين فيه اطماع. بالتالي على جال باش حنا نمروا عليهم هذه العاصفه ونقطعوا الطريق امامهم، نقطعوا الطريق امامهم بالوحده. لازم الجزائريين يتوحدوا وندعيوا الشرفاء على جال باش هما ياجلوا هذه الانتخابات، ياجلوا الانتخابات، ولكن مش تاجيل من اجل التاجيل ولا من اجل ربح الوقت، وانما تاجيل من اجل ايجاد مخرج حقيقي للجزائر اللي ماشي بعد عام ولا عامين نعاودوا نرجعوا لنفس السيناريو. مخرج حقيقي ومخرج نهائي، بحيث هو انه قلت انا باللي لابد من مؤتمر في الداخل وفي الخارج، يكون فيه مؤتمر وتشارك فيه الناس كل دون اقصاء، وتوضع لبنات ومعالم المشروع نتاع مجتمع جديد، وفي الخارج تفتح المجالات للكفاءات هذه اللي راها موجوده في الخارج على جل باش هي تساهم في النهضه نتاع البلاد، والا راكم تتحملوا المسؤوليه تاعكم امام التاريخ، سواء الناس اللي راكم في السلطه او الناس هذو اللي راهم يهلوا وراهم يعتقدوا من انه الحركه هذا راهو راح يدير تغيير. راني قلت لكم باللي هذه المسيرات هي قد تبدا بالورود قبل ما يقولها لكم او يحيى، راني قلتها لكم وراها مسجله بالصوت وبالصوره، قلت لكم باللي راها قادره تبدا بالورود وفيما بعد راها قادره تتطور وقادره تاخذ منعرجات واحده اخرى. دوك دبر راسكم، راه فيه عده سيناريوهات محتملة، قادرين درك هما يعني الانسحاب تاعو وبالتالي يخلي الأمور وفيما بعد ما يحصل له تغيير لا والو، قادر هو فيما بعد درك هاد الجماعة يعقبوه رغم أن في الشعب ولو بالقوة وبطبيعة الحال يعني بضمانات من طرف الدول العظمى من بينها فرنسا ومن بينها الأمريكان، لأنهم راهم خايفين هو أنه الإسلاميين يحكموا الحكم، هذا هو الشيء اللي راهم خايفين منه، وبالتالي هما ما يخليوش الجزائر. وفيه سيناريوهات واحدة أخرى هو أنه يديروكم بوتفليقة بيز، ربما يبدوك أنت هكذا ولكن مع مرور الوقت تضرب معاه أنت 5 سنين الأولى راح تزيد له 5 سنين الثانية ومن بعد حوس، أو ربما يطلع لك الدكتاتور واحد آخر اللي هو ينسيك في بوتفليقة واللي تقول انت على الأقل بوتفليقة كان يعرف يهضر. المهم إذا كان راكم تحوسوا على مخرج نهائي وحل نهائي للأزمة الجزائرية، الحل راهو يبدأ بالحوار يا جماعة. هذه المسيرات هي راها ضغط، معليش هو أنه يكون هذا الحراك يعني يحقق بعض الأهداف، ولكن في النهاية الحل راهو كما قلتها لكم في تسجيلات سابقة في الصندوق. تدير المسيرة إلى بغات تقعد 4000 سنة وانت تدير في المسيرات ما تقدرش تحل الإشكال تاع السلطة، لأن هذا الإشكال هذا ما يتحلش في الشارع، في الصندوق. الصندوق هو اللي يجيب لك الشرعية. تدير عصيان مدني نفس الشيء، رايح فيما بعد ترجع للصندوق، او دير نتايا انقلاب رايح تعاود ترجع للصندوق. بالتالي كل الخيارات نتاع التغيير، ثوره مسلحه، انتفاضه، دير واش حبيت، ترجع رغم انفك للصندوق، لان الصندوق هو اللي حل المساله هذه نتاع الشرعيه ونتاع التمثيل، ماشي في الشارع. الشارع تخرج راها دوك الناس اي كلها راها تستفاد، هاو بنت فليس راهو في الشارع، هاو مقري راهو في الشارع، هاو وش اسمه ربراب هاو في الشارع، هاو زيطوط هاو في الشارع، هاو فرحة مهني هاو في الشارع، نشكر راهو في الشارع. لكن فيما بعد الصندوق هو اللي يتكلم.
المهم معذرة الإخوة، راني شوية مزكم. نحاول هو أنه نفتح المجال للإخوة لربما كش ما يديروا مداخلات. نبدأ مع الأخت هذه فاطمة أعتقد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا، أنا حبيت نقول زوج كلمات. ما فيش مشكلة، مرحبا. المسيرة إلا كانت سلمية راح تنجح بإذن الله. راح نتفائلوا الخير، ما نتفائلوش دايما الشر. الرسول سبق لك تفائلوا الخير تجدوه. علاش نعم. راكو تخلعوا في الغاشي وتقولوا بلي هكا وهكا؟ معليش، مرجعنا للصندوق، هو يتنازل من رئاسه، يعطونا مترشحين حنا نفوتيو عليهم، ما يترافقوناش اللعبة، ما كان لنا ناكلو الكاشير من الاخر. على كنت تخلعوا في الغاشي ولا كنت ديروا في الفيلمات ولا نورمال؟ مسيرة سلمية ما نجحتش المسيرة، نزيدو نديرو عفسة واحدة اخرى، كل حاجة باحترام وبتنظيم، باسكو وحدة الا كسرنا نكسرو لينا، ما حش نكسرو للدولة. حنا بهذه بلادنا حنا نحافظو عليها. اصبري الاخت الكريمه، اصبري هاني منين سمعت راك تكلمي فينا برك قبل باش متزايد نفريو هذا مساس النقل. اوكي، من القبة. انت ذكرتي الكلمه هذه نتاع الكاشير، واش تقصدي بالكاشير؟ انا احسبيني انا ما نفهمش، واش تقصدي بالكاشير؟ هاك تعرف المقولة لا 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 الجزائرية لا، ما الكاشير؟ نعرفش ما نعرفش. لا لا، تعرفها تعرفها. تتكلمي انت دوك على شوفوا، الكاشير، واش تقصدي بالكاشير؟ حنا دوكاتك، انا انت ديريات جنتية وانت جنتية وراء الريدو تكلميني ايه؟ انت، انا اللي عندي 18 سنة وانا لاجئ، جيت تكلميني انت على الكاشير، تتكلميني على انت التغيير. راك لاجئ، انت ما راكش عايش في الجزائر، راك لاجئ، راك عايش في الجزائر، ها يبقى لك كي راك لاجئ ما تعرفش الكاشير. شكون يعرفوا انت غير اللي الجزائريين تكلميني على غير اللي التغيير؟ عاشوا. كيفاش تتكلميني ما انت على يكملكش؟ التغيير؟ علاش ما يكلمكش على التغيير؟ انت راك عايش في الجزائر، راك تشوف واش كاين في الجزائر، ماكش كيفاش تشوف. مانيش نشوف؟ انا عايش في كيفاش الجزائر، عايش فيها اكثر منك، فهمت؟ راني بعيد عن الجزائر، الناس راهم يعرفوني درك منذ سنوات، وانا اشتغل ليلا ونهارا، يعني الان في وقتي علاش متاخر من الجزائر الليل. هادي جنتية سرقة؟ شاركتي في مسيرة، شاركتي في ماشي مسيرة، انا خلاص ماشي لا شاركت توت. في مسيرة، لا لا، انا كي كنت صغيره انا عشت 20 سوده هذيك، مات بابا قدامي، فهمت؟ انا ملي كنت صغيره وانا نتعذب، فهمت؟ زدت كبرت زدت اني نتعذب، وشنو حبيتني دوك هذيك كي شاركت في مسيره؟ لا لا، ماشي كي شاركت في المسيره، راك غلط. انا شغل ضربتني الدنيا، شبعتني كفوف الجزائر هذه، ما كاش حق في الجزائر، تقولوا بلي كاي ما كان حتى حق في الجزائر. الجزائر هذه كل حاجه معرفه، كل حاجه كاشير، ونعاودها لك هذه الكلمه، الجزائر كل حاجه كاشير، تاكل الكاشير، تمد الكاشير، تمشي فيه كلش، ما تمتش هاك قاعد. وهاديك لكن الجزائر، الأخت الكريمة اسمعي، تي الظلم نتاعك انتيا، فهمت؟ حنا دوك رانا في زوج مظلومين، انت راكي مظلومة وانا راني مظلوم، رانا في زوج مظلومين. حنا ما لازمناش نوليو نظلموا في بعضنا على جال باش ماناش نخدموا هذا نظلموا في النظام. بعضنا، ايه، حنا ماناش حابين نهضروا انا راني دراعي. نتكلم، انا حابه اسمعي. ندخل هكا اللايف تاعك نشوف كلام شباب، قال يا جماعه تفائلوا الخير، خلونا راح يديروا، خليهم يديروا، تفائلوا لنا الخير، حنا انا حابين الخير لبلادنا، انا حابين نخدموا بلادنا، راح وعلاه نحبوا رانا نحوسوا نحوا لها على كلش. الشر ولا؟ ما اماناش حابين شغل الهضره اللي تعينا رسانا، باسكو عيينا كبرنا غير بالهضره العيانه. واش هي الهضره؟ واش الكلام اللي قلتي؟ انا اعطيني واسمه حاجه اللي انت تفنديه. قلت انا جيت مثلا بافكار اللي راهم درك هما يضروا المجتمع الجزائري، اعطي الافكار انت الرئيسيه اللي انت راكي راح تخدمي بهم المجتمع الجزائري، وارمي الافكار تاعينا دي ارميها للواد. جيبي انت افكار اللي هي تناقض الشيء اللي كنت نقول فيها انا، تفضلي. هاي جيبي، انا دوك راني عطيت السيناريوهات المحتمله، انت راكي تحوسي من خلال الكلام نتاعك لا انت، لا، انت قلت باللي انت راكي مع المسيرة ما الانتخابات. ايه، انت راكي مع الانتخابات، راهو باين لك مرشح والله هذيك، تحوسي هو انه ينسحب بوتفليقه ويخليو لكم الساحه على جال باش انتم تروحوا لا لا، للانتخابات باينة ديروا حكاية تاع المرشح اللي تحوسوا عليه.
شوفوا شوفوا شوفوا، بوتفليقة ما ميلان ساحب راح يخلينا وليد عمو وخوه، بينا الحكاية دوك ماناش راح نغطوا الشمس بالغربة. لا لا فعلا شغل تقعد لاصقة فينا، هذيك تقعد لاصقة فينا بينا الحكاية، محسوبة حنا حنايا نفوطيو على واحد وراح يخرج هو باي من بكري والغاشي، الفوط تاعنا مترافيكي وبين الحكاية دوك هاتيك ها ما هو كان الحل، نغطو. هو الحل. ما اعتقد راح ترقدي وحكم الكوزينة، الحل ابقى لي نروح نرقد ونحكم الكوزينة وهينيكم لا البنات كي تلقاو لها الحل قولونا. لا 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 لا، هذا هروب، هذا انا شهرب، انا جامي نهرب، انا حياتي هذا كامل وانا هروب. نكافح ونقعد أعطينا الحل، نكافح. أعطينا الحل. ما هو الحل؟ احنا دوك رانا أمام أمر واقع، بوتفليقة راه الناس كاملة على بالها به باللي مريض، لا لا اليوم حتى هما، اليوم حتى خرج، الناس اللي راهم درك هما يعني راهم في السلطة، راهم صاروا يتحدثوا واسمه يحيى، ولا الناس اللي راهم في السلطة راهم هما يقرون من أنه يعني بوتفليقة راهو انا كي مريض. تقول لي على او يحيى كان انا منه نتنازل نتنازل نتنازل، يخرج يخرج غير يتنازل يروح يجيب روحه بعيد وخلاص، باسكو خلاص انا باش نشوف على مسيرة من؟ لا على بكامل. واسمه يا انت يا جبت لي الأخت او يحيى، الكريمة، يا الأخت الكريمة اسمعي، اني مغلق على شوفي بالي نقول لك، تخرجت اسمعي مني كنت. درك انتي، احنا دوك رانا متفاهمين، انا رانا نحوزوا للتغيير. المشكلة وين؟ هو انه في الطريقة ما راناش متفاهمين. احنا رانا دوك في القضية، انتي راكي تطمحي للتغيير وانا راني نطمح للتغيير، انتي راكي مظلومة وانا راني مظلومة، انا راني مظلوم. شكون اللي ماهوش متفاهم؟ الشعب الجزائري ليش ومتفاهم نهضر بالك الدول. الشعب؟ احنا دوك رانا، احنا اللي نتكلموا، راهم كاين اخوة راهم يسمعوا فينا، ها احنا دوك احنا اللي رانا نتكلموا. دوك انتي وكيفاش تشوفي انتي الحل راه رايح يكون؟ اعطينا الحل اللي انتي راكي تشوفي فيه من انه هذا الحل، ولازم نقنعوا بعضانا. اعطيني الحل اللي راكي تشوفي فيه انتي. انا راني قلت من انه تأجيل الانتخابات، كي نقول تأجيل الانتخابات معناتها باللي بوتفليقة خلاص، بوتفليقة انتهى. تأجيل أها. الانتخابات بمعنى أنها لا تجري في 18 أبريل، لأنه لو كان تجري معناتها أنه راهم رايحين يفرضوا علينا الأسماء هذو، وهذو تسمى ما راهمش هما مرشحين تاع الشعب، رشحوا رواحهم، واحد حزب رشح نتاعو ولا مجموعة رشحوا شخص. احنا نحوسه هو أنه تجري الانتخابات في ظروف واحدة أخرى، بمعنى يا كي أنه نعودوا تلتقي الناس. للحقيقة من المترشحين واحد ما يقنع فيهم، لأنهم راهم مترشحين واحد ما راهو يقنع، ايش ده كيفاش؟ ها رانا في نفس رانا في نفس الكلام. واحد ما يقنع. شغل تلمو تشوف 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 تولي واحد ما راهو يقنع من الآخر. هذا واش ايه نقدر نقول حنا واش المسيرة. نحوسوا؟ ماشي قضية مسيرة تخليه تكمل على روحها، خليه تكمل على روحها، انا ولكن ماشي، ها راني نقول انا ضد تكمل، باسكو بالك نعود بالك الى تنازل، جو سي با، بالك الى تنازل نحبسوا المسيره تاعنا ونكملوا. الورقه تبان كما يقول لك نهار الفوت يبان كلش، الى ما خرجت وش حاب فهمت. الشاب ما كما فهمتش كان. انا التناقضات هذه اللي راكي فيها، ينسحب ونهار الفوت، ما انت باللي راكي مع مرشح، ما انت باللي راهو عندك مرشح، راكي تحوسي على مرشح انه يفوت. حنا رانا ولا نحوسوا وش على مخرج حابك حاب البلاد. كيفاش نخلي منا نخلو البلاد هكا بكرسي مسخش بينا، نزيدو نأجلو نزيدو نقعدو فهمت. خلاص عيينا. يا تؤجل الانتخابات ولا من اجل ايجاد مخرج؟ لا لا، خرجتي ما يقدروش حتى يوسموا يقنعوك ومن بعد. المهم اعذروني الإخوة والأخوات، راني شوية همزكم. ماذا بيا أنا لما يناقشني واحد، ماذا بيا باش يقنعني؟ فهمت الأخت اللي كانت تتكلم داخلة في التناقضات. أخ مختار هكذا ولا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله الأستاذ، مرحبا بك الأخ. يسلمك أستاذ.
من اللي بيتكلم فينا الأخ مختار؟ من الجانب الكبير عن صالح. مرحبا بك الأخ مختار. المتشكرين شعب. واش تقولنا الأخ مختار في الموضوع تاع اليوم؟ الموضوع تاع اليوم أستاذ والله لا الحالة مخلطة شوية راهي. بين فرض عين عمامرة ما ظنيتش ها ظنيتش هذاك هو منذ أيام، يعني منذ أيام قال لك باللي هو عينه ومستشار تاعو، منذ أيام راهم هضروها، راهو قال لك باللي هو كان عينه في إفريقيا مستشار تاعو عندها قبل ما تبدأ هذه المسيرات. ممكن هذاك ممكن يكلفوه بإدارة تاع لجنة حوار، ولا ممكن صح استاذ ما عندوش الحق باش يديروا الخليفه نتاعو، خاطر كان في الامم المتحده، كان عضو، وكان في هنا وتالي عينه في زامبيا، في موزمبيق، ولا ما على بالي كيما نكاز ومهدي غاني، ما عندوش الحق باش يترشح. اسمع في يوسف راني نسمع فيك، ممكن هو يكون يشوف إيه؟ هو عنده مدة هو يستقبل في الأخضر الإبراهيمي، بالك لا عذرك شايف ايوه فيه. عنده راني مدة هو نشبع ايه يستقبل في الأخضر الإبراهيمي، ممكن جدا هو أنه ايوه بالك يلجؤوا للأخضر الإبراهيمي هذاك شما يدير مرحلة، هذا ممكن بالك يدير حوار، ولا ممكن بالك ما على باليش يعينوه ثم قال مثلا اداره نتاع مدير ديوان، والله يعطيه له هكذا ان بوست هكذا. بصح الان هو درك الان من خلال هذه بصح باش الحركه، يديروه رئيس وزراء ولا رئيس حكومة ما شكيتش. لا هو عينه مستشار، لا هم ما يعرفوش اهميته بلصهم لليوم. ودي اذا راهو النظام، شوف نقول لك والله اذا راهو النظام راهو ما يقدر عليه غير ربي. شوف سبحان النظام ما يقدر عليه غير ربي، والشعب تاعنا ما يقدر عليه غير ربي، سبحان في زوج، كي النظام كي الشعب، فهمت؟ رغم انه كاين ناس هكذا يحبوا يلطفوا ويحبوا يستعملوا الدبلوماسيه، انا نحب نروح مباشره، ما نحبش اللف والدوران. النظام ما يقدر عليه غير ربي، والشعب تاعنا ما يقدر عليه غير ربي، سبحان هذا هو. والحل استاذ درك واش؟ والله الحل انا عندي مده وانا مقتنع به، فهمت؟ حل انا مقتنع به من 99، من اول عهده نتاع بوتفليقه، هو انه الحل لازم يكون حل جماعي دون اقصاء، هذا من 99 وانا مقتنع بهذه القضيه. درك الناس، كاين الناس اللي راهم درك هما مش من صالحهم الكلام هذا، لانه هو راه يؤيد في مرشح معين، يحوس هو انه قال دوك اش بدروح كبوتفليقه وخلاص باش تخلي لهم هما الساحه. يا خويا انا مانيش حوس هكذا، انا نحوس على مخرج البلاد. تروح نجيب لك دوك، انا واش خير انت يا دوك بين بن فليس ومقري ولويزه حنون وعلي غديري، ويزيدوا معاهم واحد ولا زوج، خير انت يا. خير ما كان شي واحد فيهم استاذ، شي واحد فيهم ما كان فهمت، قاع مع النظام، هادو راهم غير قادر معارض يديرها نتاع خوه، قادر يديرها خوه والله العظيم، لو كان ما يشوفش للمصلحة نتاع البلاد غير قادر يديرها، فهمت؟ ويديرها مكره، قال واش هذا خوه اللي راهو عنده 20 سنة وهو راهو كذا وكذا، النهار اللي كان صحيح وكان يجري وتلاقوه في الطرق وتهزوا له الورد ومنه وتزرني وتضرب في البندير وكذا، دوكا كي طاحت به دوكا واسمه هاي كيما دوك صافي 20 سنه انتم ما عرفتش، عاش بوتفليقه المروكي كذا، اخبط جدهم في الحيط ويخرج ويخلي عليه، ولا غير قادر يديرها. حنا نحوسوا على مخرج البلاد، لانه الانسحاب وترك المجال لهذا الناس، راهو هذا المجموعه هما راهم خذوا ضربات، مجموعه نتاع الدول العميقه، هذو هما اللي راهم يخدموا هكذا، فهمت؟ هذا الحراك راهم هما مخترقينه، وراهم يحوسوا يفرضوا هذه سياسة الأمر الواقع، يا إما بالقوة نتاع الترهيب، وإما هو أنه بطريقة نتاع الدسائس نتاع المؤامرات، راهم يطلعوا لك واحد من توهم، خير اللي تخيروا تلقاه نتاعهم، اللي تخيروا تلقاه نتاعهم،
ومن بعد بوتفليقة روح اكتب في الحيط بوتفليقة راه هو اسمه، ومن بعد تبقى الجزائر تتمرمد من جيل لجيل. احنا نحوسوا على جال، جات فرصة راه دوك الان سنوات والناس راه تخدم سواء بالكتابة او بالتصريحات او بالنشاطات المختلفة، راه لحقت الناس الان لواحد الوضع يا خويا نحوسوا نديروا تغيير حقيقي، مش انت تغيير وهمي. والفرصة فرصة على جال باش تلتقي الناس، باش ما تزيدش تتخدع، وما لازمش الواحد يبيع الاوهام للناس. هذه انت مبروك عليك ايها الشعب ومانيش عارف واش واش، من مبروك عليك يا رجل، واش من مبروك عليك؟ خرجت الناس خرجت، ومن بعد ما خرجتش الناس في التسعينات ولا كانت تصلي في الطرقات وقبيل يشوفوا في الناس واحد المسيره قاعد يشوف فيهم امشوا شوف ما شاء الله راهم الناس يصليوا في الطرقات. انت ما شفت والو، ما شفت والو. انت الناس النهار شفت انت المسيرات وشفت التجمعات نتاع السينك جويي وتاع البرومي نوفمبر وانت كذا وانت كذا، وكنت شفت مال المسيرات هذه، وين راحت الحشود هذه؟ وين راحت؟ وين راحت؟ حنا نحوسوا على جات فرصه لازم الناس تبتعد عن الاقصاء، تبتعد عن التهميش، ولازم الناس تفكر باللي الجزائر نتاعنا كل. هذا اللي انت يروح يشارك لك في مسيره يدير لك سيلفي من ثم ومن بعد يجي يتكسل عليك، هذا انت غدوه واش راها، واش راح تنتظر منه؟ ما ننتظر منه والو. هذا انت اللي درك انت السيد مات ولد رئيس حكومه ضربوه ثم في مسيره ويجي يقول لك انت تاكل في الكاشير، هذا مش تقول ندخل في جده نريب له فمه. السيد قتلوه، هو راه يقول لك بلي شغل انت تنشر في الفتنه، لان بليس يا رجل رانا نهضروا معاك بالحقيقه، ماناش نظلوا فيك. روح تبع 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 الناس اللي راهم يبيعوك في الاوهام. الجماعه درك هما درك وينسحبوا بوتفليقه او يديروا كشما قضيه، ومن بعد روح كمل انت في الطريق. بعد 5 سنين 10 سنين تعاود ترجع للهضره نتاعي. هاني واش كنت نقول لك؟ لانه حنا التكوينه ماناش حابينكم تتكواو. انت هذا وين شميت ريحه الكريموجان؟ حنا شميناه من قبل، شميناه في التسعينات وشبعنا منه. الناس راها شبعت سجون، شبعت معتقلات، ناس ماتت، ناس تعذبت، الناس مازالت الى اليوم مازالت مهجره. يجيك واحد يلا هكذا يتقي عليك باسمه غراتويتمون. اخي والله يا استاذ انا ما نمشيش في هذه القضيه، ما نمشيش والله، ولو كان نقعد وحدي والله ما على بالي في احد، قسما بالله لو كان ينوض الشعب كامل والله ما تحرك لي شعره. نحوس على تغيير حقيقي، فهمت؟ مليح هو انه راهو كاين حراك الحمد لله منذ سنوات، وحنا رانا نسعوا على جال باش تتحرك الناس. يا خويا ما شاء الله الناس وعات الحمد لله، تكسر هذا الحاجز الناس واعية، تكسر الحاجز نتاع الخوف، وبدات الناس تخرج سيدي تعبر على روحها. لكن ماناش حابين هو انه يتسرق هذا الحراك، ماناش حابينه يتحرف. انت هو انك انت جات فرصه عوض هو انك انت تقبض عليها، وتحاول هو انك كيما نقولوا تحافظ على هذاك الحراك الشعبي وتديه في الاتجاه الصحيح، تخليه يفلت من يدك ويستغلوه ناس ويروح لطريق واحد اخر. يا اخي انا ما نمشيش فيه هذا مكان. استاذ المرحله الانطلاقيه ديالي شحال تكون هكا؟ 6 شهور 3 شهور شحال؟ يا مش مشكله، فهمت؟ ما لازمش الواحد يربط روحه بالوقت، مش مشكله. حنا درك قال مثلا درك هو راه مريض، راه كاينه عده خيارات. كاين خيار هو انه الان يدخل الجيش، ومن بعد هما يجي يديروا مجموعه من الناس. هذا بوتفليقه خلاص انتهى اخويا، روح بالسلامه بالعافيه، راك مريض بالسلامه بالعافيه، روح جي في بوتفليقه. بوتفليقه انتهى عام 2012 من الصيف، انتهى النهار قال لك طب جناني خلاص من ذاك النهار. فهمتني؟ بن بيتور ما يصلحش استاذ احمد بن بيتور، ماهوش مش احنا مازلنا ما نبداوش نهضروا على الاشخاص، احنا دوك نحوسوا على الحل. الحل احنا ماذا بينا هاد الجماعه يديروا دوك مثلا مجموعه من الناس من شخصيات، فليكون معاهم بن بيتور، ما عنديش مشكله انا في اطار مجموعه،
في طار مجموعه. ماذا بينا احنا جماعه نزهه نزهه مجموعه ونضاف قال شويه مثلا بعد قال ايه حم باش روش بن بيتور احمد طالب معاهم احمد بن محمد هذاك والله وزيد معاهم ما على باليش انا مراه والله زوج والله مجلس احمد طالب ابراهيمي استاذ كبير استاذ انسان يا يعني ما يقدرش مجلس يدخل استشاره انت تاخذ رايه لانه معليش انسان راكح فهمت انسان راكح وانسان عنده تجربه سياسيه احنا ماناش في وضع عادي فهمت ماناش في وضع عادي حتى لو كان جيت راك في وضع عادي ما تحتاج لا هذا بن بيتور ولا احمد طالب ولا حمروش ولا تروح تجي اجيال واحد اخرى 30 و40 سنه فهمت ولكن احنا الان رانا في وضع خطير انا جدا باغي نعم الجيل تاع الشباب باش يحكم درك استاذ موحد لازم جيل مخضرم ايه جيل الناس مخضرم تاع 50 55 مخضرم ما حق بهاد الجهه وهاد الجهه كما يقول هذه هي الناس ناس تخدم مع إيه بعضها عاشت العشريه السوداء ونبينا مش جامعيين واش نقول ويكلفوا لك والله العظيم فهمت ايه يكلفوا اسمه مجموعة يحصل فيه نقاش ومن بعد قال تكون فيه لجنة للمستوى الوطني لتحضير المؤتمر لجنة يديرها واحد يكون إنسان سياسي وإنسان يعني يدير الجلسات هذيك مليح يعني يسمع للناس كله وكذا وتمشي الناس واحدة واحدة نحو مؤتمر ومن بعد قال مثلا المؤتمر يجرى في جويي والله والانتخابات تجرى في مثلا في نوفمبر مثلا وتروح أكمل يا تمشي تمشي واحدة واحدة وجويين عاودوا نرجعوا لجوي الاستقلال نرجعوا له بناء تاع أيوة صح فهمت ده صحيح 5 جويلية الجزائريين يذوقوا الطعم تاع الاستقلال قال هاو بمناسبة تاع جوي يكون فيه مؤتمر جامع وتمشي الناس واحدة واحدة 2000 نوفمبر قال تكون فيه انتخابات فهمت تحضر الناس روحها يا خويا ويلي عندك وعطاك الشعب وفق مشروع تتفق عليه الناس في جويي قال هاو المشروع هاي الخطوط العريضه نتاعو اللي طلع يكمل في المشروع هذاك تمشي قال الميثاق اللي تحرك يتخبط الحيط خطوط حمراء للجميع اللي تحرك يتخبط راسه في الحيط وتمشي الناس واحده واحده اما هو انك تروح انت يا دوكا قال نحي بوتفليقه ومن بعد يجيبوك بوتفليقه بيس ما ظنيتش ان نخرجوا من هذه الازمه وقضيه هذه نتاع الحراك الشعبي رايح فيما بعد مهما كان الامر رايحين تعاود الناس ترجع للانتخابات دير انقلاب ولا دير انتفاضه ولا دير مسيرات ولا دير اسيان مدني كل الطرق تؤدي بك للنقطه ذيك هي الانتخابات بالتالي انت ابدا روح للانتخابات مباشره على راك الدور واش دروات هذه هي أستاذ بغيت نسقسيك الآخر دوك من لي 3 مارس الأجل صافي كما تقدم آخر أجل صافي خلاص إيه هما لي 3 دركا مارس شوف يعني آخر أجل 12 هما اللي دايرين كما كنت نقول قبيل أنا قضية نتاع الوسم نتاع الزيار الشرعية الخناقة اللي نضرب بقات عندهم بقى عندهم والو بقى غير السبت لحد خلاص ايه عندهم هما سيناريوهات عندهم هما راهم كانوا زعما معولين يديروا مسيرات غدوه انا نشبع فيك انا كاين وكاين دو كاين تراني نشبع فيك ونشبع في الفيديوهات نتاعك وشفت عندي كانوا شحال عندي معولين معاك زعما يديروا مسيرات غدوه وهذيك المسيرات اللي كانوا رايحين يديروها غدوه تطالب بالعهده الخامسه دركا راهم اجلوها ما يقدروش والله يخرجوا الغا دوك ما يقدروش يخرجوا ولا غير قادرين هذو موالات ما يقدروش الشعب دوك استاذ راه فايق وراهم متحضر ماذا بينا ومن بعد هما قال روح دي الشرعيه نتاعك في الصندوق فهمت درك شوف نقول لك درك الكره تفرج واش تراب داير ما تفرجش اليوم الكره شوف نقول لك الكره درك هذا الجماعه هذا بن فليس وهذه واسمه الوزح حنون ومقري وإذا وهذا حنا كبيري نطلعوها قبيله خلينا هذو اللي راهم يحاولوا يترشحوا راهم قادرين هما يجمعوا التوقيعات ولا راهم جمعوهم هاد الناس اللي راهم جمعوا التوقيعات وراهم هما يحوسوا يحطوا الملف تاعهم هذو اللي هما المفترض الان يعلنوا موقف رجولي ما يبقاوش ينتظروا في بوتفليقه ديروا انسحاب جماعي
فهمت؟ اجتمعوا ديروا انسحاب جماعي، خليهم هما فيما بعد، حطهم امام الامر الواقع. دي مرشحين النظام استاذ هذاك راهم باينين، راه خلاص كيما الويزه، كيما ابن خليل، كيما كاع راهم مالا خلاص مالا مالا، الله يسهل عليهم، مالا راهم يتحملوا المسؤوليات نتاعهم امام الله وامام التاريخ. فهمت؟ هذه هي الجماعه. تقلق راهي تقلقت الجماعه خويا، فرصه اخرى استاذ. اخويا ربي يبارك فيك، يرحم والديك، شكرا، تصبح بخير اخويا، الله يعاونك. شكرا، ربي يعيشك، شكرا. الاخ هذاك اللي ترمز الاسم نتاعك محمد محمود، راني بعث لك رساله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ. مرحبا بك، ربي يعيشك. وعليكم السلام، مرحبا بك. كيف من الحال؟ تكلم فينا الاخ؟ منين؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. مبروك علينا الحراك، بدينا نتحركوا وكذا، الشعب بدا يفيق. يا خويا مبروك مبروك عليكم. علينا كل. انا قلت لكم مبروك يا سيدي، مبروك عليكم. مبروك علينا كل، مش علينا احنا برك. الشعب الجزائري يا كل. خويا انا عندي وقت وانا نتحرك، انا ما بديتش غير اليوم نتحرك. لا مبروك لا، على على الناس اللي بالنا لو تحركوا. كنا نتحركوا بنيتنا ما نقدروش نتحركوا هكاك برك، كنا بالقلوب. بعد لقينا فرصة باش نتحركوا تحركنا. المهم، معليش يا سيدي، واش تقول لك؟ ما هي السيناريوهات المحتملة نعم بعد مظاهرات 1 مارس؟ هكا نعم نعم انا نظن انهم يعاودوا نفس السيناريو اللي داروه قبل بتاع الاستقلال، كي جات هتستقل الجزائر الحركة جاو في مع صف مجاهدين وداوها هما كيما هاك، بداو يتحركوا وداوها سما يجيو اللي راهم في صف الافلان دوك، كيما لويزا حنون مثال، تخرج تجي مع الشعب بعد يديوها هما ويبقاو. السيناريو الثاني المحتمل انهم ينحيو، خطرش دوكا في المسيرات نشوفو فيهم يطالبوا بالعهدة الخامسة برك، انها ما تكونش، يجيبوا البديل، وحنا على بالنا باللي هذه مؤامرة، مش الهدف انه العهدة الخامسة ولا لا، الهدف انه الافلان يروح. الاخ خالد بن سالم، اصبرني شويه، ها دوك يكمل الاخ ان شاء الله ونطلعك، ولكن لازمك تكون تتكلم بالهاتف النقاله. خالد بن سالم، لازمك تكون تتكلم بالهاتف النقال ماشي بالكمبيوتر. تفضل الاخ، ذكرني بالاسم نتاعك، يزيد فضلك. كيفاش الاسم نتاعك؟ رشاد، رشاد منين راك غشام تكلم فينا الاخ؟ من منين بسكرة الاخ أستاذ، غشام؟ منين؟ من من بسكرة. بسكرة، ما شاء الله. كيفاش قلت لي؟ ما لا قلت لي باللي هاد الناس رايحين يديروا سيناريو نتاع سما سرقة. تقريبا مش سرقة، ايه، السرقة نتاع المجهود نتاع الشعب، مع انت باللي رايحين يسرقوه ويحوروه. هي تقريبا. وش رايك؟ وانت وش شوف، رايك في هما الكلام؟ كاين عدة سيناريوهات راني تحدثت عليهم انا في بداية المداخلة نتاعي، وما راهم يبقاو يناوروا الى اخر لحظة، سواء بهذا الناس او بناس اخرين، يبقاو يناوروا. احنا نحوسوا على تغيير حقيقي، ولازم الناس يكون عندها وعي. هذه قضية نتاع العهدة الخامسة نساوها، لازم الناس تفكر في تغيير النظام، لازم تغيير نغيروا النمط النظام. نتاع النظام هذا. فهمت؟ خطر ايه المشكلة ما راهيش غا في شخص، المشكلة راها موجودة في الخطوط الجوية الجزائرية، راها موجودة في السوناطراك، راها موجودة في النقل، راها موجودة في الجامعات، مؤسسات الدولة راها كل. موجودة في الصحة، راها موجودة في التربية، راها موجودة في المسجد، راها موجودة في الرياضة، راها موجودة في كل مجالات. احنا نحوسوا على تغيير حقيقي. التغيير الحقيقي هذا لا يأتي بين عشية وضحاها، وما يجيش بمجموعة من الناس مهما كان الإخلاص تاعهم. التغيير لازم يشارك فيه الشعب، والشعب باه يشارك
لازم تكون إرادة حقيقية، فهمت؟ لازم تكون إرادة حقيقية نابعة من الشعب. ما كانش حتى واحد إرادة اللي راه وحدة. يقول باللي أنا راني ممثل الشعب إلا الإنسان اللي راهو يعطى له الصندوق. صندوق راه انتخبت عليه الناس بحرية وشفافية على مستوى 48 ولاية، هذاك من حقه على جال باش يتحدث يقول باللي أنا راني ممثل الشعب، راهو الشعب عطاني. من غير الإنسان هذا ما كان حتى واحد، مهما كانت التجمعات نتاعو والمسيرات نتاعو، الصندوق هو اللي يهضر. لأنه الصندوق لما تروح انت للصندوق اللي انتخب عليك، هذاك اللي راهو جا حضر لك في التجمع، تقدر تروح. انا قال راهو قال تجمع حزب شيوعي، يعني انا قاعد معاه ثم، يا هل ترى معنى انت انه راني شيوعي؟ لا، راني حاضر ثم قاعد نشوف انا السينما وخلاص. الصندوق هو اللي ايه فيما بعد راح يعطيك الشرعية. بصح كفاه نديرو حنا الصندوق وما ميكانش فرصة اصلا باش تدير، ما هذه يمدو لكش الفرصة، فرصة، جات الفرصة، امبوسيبل. راها جات الفرصة، ما لازمش تخليها تضيع من يدك. هاي جات الفرصة تاع هذا الحراك الشعبي، هو أنه يتأطر تأطير صحيح ويمشي المؤتمر اللي هو فيما بعد يقودنا الحكومة نتاع وحدة وطنية، واللي يقودنا فيما بعد الانتخابات الرئاسية حقيقية اللي تمثل الشعب أحسن تمثيل. ما لازمش تخلي هذا الحراك يروح من يديك، لأنه هذا الناس إذا كان استطاعوا هو أنه يفرضوا هذا الأمر الواقع من خلال الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية هذه، ولو نحاو بوتفليقة ويخليوها هما فيما بعد، رايح يخرج لك واحد آخر. قادر يخرج لك واحد كيما السبسي نتاع تونس، قادر يخرج لك واحد كيما السيسي نتاع مصر، ايه قادرين يديروك بوتفليقة بيز، ولكن التغيير ما تديروش. حنا نحوسوا هذا الشباب، راها الفرصة نتاعكم على جال باش انتم تفرضوا واقع، تفرضوه من خلال الوعي نتاعكم. ما لازمش تجيو الناس هكذا يلعبوا بكم ويديوكم. بصح الشباب وحده، الشباب وحده ما يقدرش يمشي في تيار معين، كل واحد وين يروح، كل واحد لازم واحد من الفوق نتبعه احنا، فهمتني، رئيس ولا حاجة مثلا، كيما انت استاذ مثلا، نتبعوك في رايك، نتبعوك الكل، نمشيو على فرد تيار مثلا عربي زيطوط، فهمتني، نتبعو نمشيو في فرد تيار باش ينظم لنا معلوماتنا كل احنا الشباب، ونمشيو في فرد تيار يوعينا. وهذا لن يتم إلا بالنقاش والحوار، فهمت؟ النقاش والحوار هو أنه شنو حنا رانا نقولون، نحوسو هو أنه الناس تلتقي. لما تلتقي الناس حول أهداف معينة وتمشي وحدة وحدة بدون لقاء، بدون تنظيم، بدون تأطير، كل واحد راهو يجبد في جبدته. صح، وفيما بعد المستفيد هو أن هاد الناس اللي راهم في السلطة، فهمت؟ أنا نعطيك مثال برك، هذه يحكيها لي أن الوالد نتاعي ربي يرحمه، ربي يرحمه ان شاء الله. وتسمى القصة هذه قصة من الواقع. قال لي واحد المرة نسر، يا قاعد يحكي هو وصاحبه، قال له باللي راهم جماعة راهم معاولين باش ياكلوك. قال له شكون هما؟ قال له جماعة من هذوك نقولوا غربة ولا حوايج هكذا من الطيور. قال له اوكي، قال له اصبر تشوف، روح نضرب ترى الدورة عندهم وشوفوا ترى القصة كيف. راح هبط عند واحد، قال له وحبيت نحكي معاك، شكون الزعيم نتاعكم؟ قال له انا هو. قال له داكور. راح مشى الاخر، قال له شكون الزعيم نتاعكم؟ قال له انا هو. زاد دار بهم كامل، اللي هضر معاه يقول له انا هو الزعيم. راح عيط لصحابه وجاو قضوا عليهم ضربة واحدة بالسلامة بالعافية. الزعماء وكل واحد زعيم نفسه. هذه هي اللي احنا رانا فيها، المشيخة والزعامة. احنا النهار اللي الناس تبتعد من هذه العقلية نتاع المشيخة ونتاع الزعامة، تلتقي الناس حول المصلحة نتاع البلاد. صح، اخويا انا نشوف الرأي السديد اللي يخدم البلاد نتبعه،
ما نتبعش انا زيد ولا عمر، ما نشوفش انا واحد قال راه عنده مليون في الصفحه نتاعو او واحد ما على باليش انا كذا، نشوف للراي السديد اسكو هذاك الا براه بغا وحده، شوف انا اسكو الراي هذاك يخدم البلاد ولا لا، ونشوفه نمشي معاه. صح، بارك الله فيك استاذ، الله يبارك فيك، شكرا ربي الاخ، يبارك حر من المعلومات، ربي ربي يبارك فيك، يحفظك ان شاء شكرا الله شكرا لك. وبالتوفيق. وراه الاخ هذا خالد بن سالم، هذا شوف ترى هذا الاخ خالد بن سالم ما راكش موجود في خالد بن سالم اكتب لي تعليق. خالد بن سالم وراك يا صاحبي، وراك يا خالد اخويا، اكتب لي تعليق من فضلك على جال باش اصبرني، كان واحد الاخ هذا ومن بعد تجي لكم بالواحد. وراه هذا خالد، هذا المهم خالد ما راكش موجود في ال هاي. اوكي شوفوا بعد نجيو لكم الاخوه صامدي كلكو شوز هذا من بعد. المهم ان شاء الله نطلعكم بالواحد ان شاء الله، نشوفوا ترى نزيدو نستفادو من بعضنا البعض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك الأخ خالد. شكرا أخ نور الدين ل من راك تكلم فينا الأخ خالد؟ منين؟ من ولاية عنابة. مرحبا بك الأخ خالد وبناس عنابة. أنا أستاذ، نعم، طالب جامعي في كلية الحقوق. ما شاء الله، تفضل الأخ خالد، واش تقولنا في الموضوع تاع اليوم؟ بارك الله فيك. إذا أستاذ، بخصوص موضوع الندوة الوطنية اللي كنت نادي به من مدة طويلة جدا، أنا والله نأيد فيك 100%. أول شيء أن المظاهرات، أنا صح يعني هي فخر كبير للجزائر وكل شو نقولوا، يعني شعب واعي وعبالو باللي كاين جماعة تسرق وعبالو باللي نقولوا الشعب هوش راقد، عبالو بمصالحه. ولكن يا أستاذ، الناس اللي أنا ديما نادي بها يعني من أصدقائي وروح، حاجة الناس مش حابة تفهمها، إنه نظام فايت 60 سنة راه عندك اسمه الضعف في الخط وكاين تقطع الأخ. راه مواصل عندك الأستاذ، تقطع الأخ خالد، راه عندك لو نظر تقطع في الخط تاعك. شبكة الجيل الثالثة أستاذ. ربي يكون معك إن شاء الله. إن شاء الله معليش ربي يحفظك. كمل كمل إن شاء الله. قلت لك إذا المسيرة ولو كانت مليونية، مستحيل مستحيل إنه النظام راح يرضخ وراح يسمع ولو كانت مليونية. نعم، المهم راهو كاين تقطع الأخ خالد، الصوت تاعك راه خلاص. ألو ألو. المهم في انتظار هو أنه يعاود يرجع لنا الأخ. اسمع، نعم، ما كانش الكلام تاعك، ما كانش خلاص، راهو كلمة تجي وأخرى تروح. تسمع فيا حاليا؟ راني نسمع فيك درك.
موافق. حاولوا انه تقرب، ربما راك داير الويفي، حاولوا انك تكون قدام الويفي وقدام الاخر. قلت لك نعم، يا قلت لك الله يا أستاذ، كريم، قلت لك أستاذ أنه مستحيل قدام البلطة اسمه هذاك تنجح، اللايف بوكس اللي مستحيل. راك أنا داير، عندي والله شوف قربان قناعاتي على أنه الدرجة. مستحيل المسيرة تنجح. اسمع فيا أستاذ، تفضل. إذن الحل الوحيد هو ندوة وطنية. طيب، لأنه فشل في المهم الأخ لأنه فشل في 20 سنة، مستحيل ينجح في إنجاح ندوة وطنية يعني. لا، هو شوف نقول لك الأخ خالد، مسألة اللي لازمنا نتفاهموا عليها، بوتفليقة ماهوش هو اللي راهو يحكم، هذه اللي الناس لازم تكون كلها على بالها بها، وراهم حتى الأطفال على بالهم بهم، ولكن هذه هي القضية. دوك حنا باش يجي يقول لك باللي راه عنده نية ولا راه عنده، لو كان جات عنده نية لو كان دارها في العهدة الرابعة. هذه المسألة نتاع المؤتمر هذه اللي راهم هما حرفوه، قالوا باللي الندوة نتاع الندوة الوطنية، ولا كاين الناس اللي راهم قال لك ندوة الوفاق، هذا العمل اللي حنا منذ سنوات ونحن نعمل له. درك هما يا خويا انت راك حكمت لمدة 20 سنة ما حققتش هذا الشيء، خلاص روح بالسلامة بالعافية. لو كان دوك نقولوا مثلا راهو أكيد صحيح أكيد وقال، راهو قال مثلا صحيح وراهو يمشي ويتكلم ويهدر مع الناس، والله قال يا سيدي معليش راهو قال المرة هذه راح يدير ندوة وطنية، زدنا نعطيه له فرصة، ولكن ماهوش هو اللي يحكم خلاص. بالتالي درك يا خويا راها قال دوك الناس هذه راكم تشوفوا انتم دوك مثلا في هذه الندوة الوطنية هي المخرج، يا خويا يديروها ناس آخرين. طيب علاش يا أستاذ، لكن من سيفوضهم هؤلاء الأناس؟ يا المشكلة هو هنا، الان الشعب، شكون راح الشعب يسمح؟ درك شكون راح يسمح؟ الشعب، شوف نقول لك، شوف الشعب الان احنا درك ما دام رانا نحكيو على هذا الموضوع نتاع هذا المؤتمر الوطني، تشكل لجان في كل ولايه يا سيدي. انت راك في عنابه، شوف مجموعه من الناس، 4 ولا 5 من الناس تعرفهم معرفه شخصيه، قال طلبة تعرفوا معرفة شخصية، والناس اللي راهم يسمعوا فينا والناس سطوحنا مع بعضنا باش حنا نفرضوا هذا الواقع، نسقوا مع بعضنا على المستوى الوطني. مجموعات جميل. قال مثلا في غردايه، في عنابه، في قالمه، في قسنطينه، في سطيف، في البرج، في تيزي وزو، في بجايه، في البويره، في بومرداس، في العاصمه، في الشلف، في وهرن، فهمتني، في تلمسان، كل تشكل لجان، قال 5 6 من بعد يكون فيه نقاش على المستوى الوطني، وايضا الناس اللي راهم موجودين في الخارج يعني ويكونوا ننشئ الناس هيئة حل عقد، حل وعقد. ما نستناهمش. احنا علاش نستناهم؟ احنا نستناهم انت باش يدير لك هو ويعيط لك، ما يعيطلكش على بالوش بيك، مستحيل هو انت راه مستحيل. عندك فكره يهزها لك يخطفها لك ويروح يحرف لها الاسم نتاعها ويروح. احنا وأستاذ، نحوسوا أنا على جنب معك باش هذا الناس. انا في فكرة المترشحين، يعني آه. جميع المترشحين بغض النظر عنهم أكفاء أو لا، لكن فكرة فقط أن كل مترشح يحاول يعني فرض هيمنته وفرض عقليته على الآخرين، هذا لن ينجح، مستحيل ينجح. لأنه علاش؟ لأنه أصلا الشعب تاعنا ماهوش متفق على مترشح واحد، يعني باين قال علي غديري أو حتى رشيد نكاز، أنا أظن أنه منافه لن يقبل هو مثل يعني غني مهدي، لأنه المادة 87 من الدستور تقول صراحة لم يتجنس بجنسية أخرى، المادة واضحة، أو إقامة ل10 سنوات قبل إيداع ملف الترشح، يعني المادة واضحة، لن يقبل، خصوصا بعد يعني ال... بعد ال... بعد كل ال... يعني المساندة الشعبية اللي يحظوا بها، مستحيل يسمحوا النظام الحالي أنه رشيد نكاز أو غني مهدي يكونوا مترشحين، لأنهم أكيد راح يديوها، راح يكونوا مصدر قلق وخوف للسلطة الحالية أكيد. طيب، علي غديري أنا صراحة لا أثق فيه، علي غديري، أما باقي المترشحين فهم مجرد أرانب. لذلك فموضوع الندوة الوطنية هو مهم جدا 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 لبناء الجمهورية الثانية وإحداث يعني قطيعة مع النظام الحالي. وكما قلت أستاذ، أنا موافقك 100%، لازم النخبة
من كل 5، من كل ولاية 5 6 أشخاص، يعني نخبة، دكاترة، ناس مثقفين، لما لا كبار في السن لتقديم الاستشارات. ويعني نخرج براي يفيد الجزائريين الكل، يفيد الجزائري كله نحو التطور والازدهار، ولما لا نولي في مثال سنغافورة وتركيا وغيرهم من البلاد ايوا علاش المتقدمة. لا يعني لا، ماهمش ماشيين علينا، فهمت؟ عندنا الامكانيات على جال باش نفوتوهم. قضية نتاع فقط إرادة أستاذ، أنا صادقة. سيناريو مخوف منه، سامحني قطعتك. نعم في حال يعني ترشح، في حال مواصلة يعني استصغار الشعب، يعني صراحة استخفاف بالشعب، لو يترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة 5، صدقني راح تكون خطر كبير على الجزائر، وكلنا نعرفوا شي هذا خطر كبير ومخاطرة كبيرة من هما، النظام أنه يرشح عبد العزيز بوتفليقة. شوفهم نقول لك، هما ما حتى يرشحوه، هو انتهى، ما حتى يرشحوه، وحتى ونقولوا مثلا يفوتوا بالقوة، رايحين قادرين يقتلوا، مستعدين ربما حتى يقتلوا ناس هكذا، والله يمروه بالقوة بالجيش. الندوة هذه اللي راهم رايحين يديروها ما راهيش رايحة تنجح، حتى لانه ما راني انا تكلمت عليها يعني في وقت سابق هكذا في التعليق تاعي حول السيناريوهات المحتمله. قلت من انه ممكن يمر السيناريو نتاع انه يديروا هذا الندوه، ولكن هذا لن يتم الا بالحراك الشعبي. هما باش هو وقع كما قلتها، كما راه وقع الان الحراك هذا الشعبي، دوك هما يحرفوه على الحقيقه نتاعو، ما يخليوش كما نقولوا يجيبوا ناس ممثلين حقيقيين تاع الشعب، يروحوا يجيبوا الاحزاب، يجيبوا الاحزاب يعيطوا لهم ندوه نتاع اسمه، قالوا ودي نعطيكم مزيد من الحريات ونديروا كذا، ويخليهم ربما يديروا انتخابات برلمانيه يكونوا فيها ممثلين، قال مثلا ما على باليش انا حمز، قال مثلا في وقت سابق داو 35 مره واحده اخرى يزيدوا يديو، قال مثلا 70، فهمت؟ يقسموا لهم شويه كذا شويه منا ويكملوا. ولكن التغيير الحقيقي والندوة الحقيقية اللي تحقق النهضة الشاملة في ظل هذا النظام مستحيل هو أنه تقوم. التغيير لازم يكون في نظام واحد آخر. أستاذ عندي سؤال برضه. هذه هي. نعم. في رأيك أستاذ، راح يترشح بوتفليقة ولا لا؟ ما نقدرش ما نقدرش لأني المشكل وين أستاذ؟ نلزملك، فهمت؟ ما نقدرش نلزم لك، لانك لما نقول لك انا راح يترشح، انا مانيش قاعد معاهم باش نقول لك انا الكلام، انا راني نمد في تحليلات حسب تحليل بناء الوضع على يعني. المعطيات، فهمت؟ بناء على حسب المعطيات. تحليل الوضع الراهن. هما الان من خلال المعطيات هو انه راهم داروا الانتخابات يوم 18 افريل، المعطيات اللي راه موجوده، راهو اعلن علنوا ترشح نتاعو في رسالة راه منشورة في الصحافة، والأحزاب راها تنادي ب اسمه الترشيح نتاعو، وراهم قطعوا خطوة. دوك الآن راهو كاين حراك، راهو موجود على أرض الواقع، لازمك تاخذه أنت ضمن المعطيات. دوك أكيد، هل هذا هل الناس، يسمع الشعب ولا لا؟ هل هذا الناس اللي راهم دوك هما راهم في هذه الاحزاب راهم يسمعوا لهذا الوسمو، راه بقاو يومين بعد غدوه. دوك الان اذا راهم هذه الجماعه يحوسوا على الخير للبلاد، راهم يتخذوا قرار في خلال 24 ساعه، لازم يتخذوا قرار تاع تاجيل الانتخابات. اذا وهو مشوها المطلوب. معناتها، اذا مشوها معناتها انهم مش سامعين لراي الشعب، وراهم مستعدين يرحيوه، فهمت؟ هتكون مخاطرة كبيرة. هذه وراه دوك بقات 24 ساعة، ماشي 24 ساعة، بقى السبت ولحد تربح، نهار الحد آخر أجل تاع تسليم الملف. أستاذ، أنا منذ قليل يعني كنت نشوف منذ قليل في قناة الشروق، والله يعني قناة الشروق وقناة البلاد على ما أظن جابوا قيادي، وقناة الجزائرية وان جابوا قياديين في حزب الأفلان وبعض المعارضين، والله إنهم يبررون هذا الحراك بأنه يعني عادي وديمقراطي والوقاحة، يقولوا باللي لا
أغلبية الشعب راهي قابلة العهدة الخامسة، هذه مجرد فئات برك فقط اللي خرجت، يعني ماهيش تمثل الشعب الجزائري كامل. أيوة قاحة شوف، كبيرة أستاذ، يعني كل استخفوا بالشعب. القنوات، كل القنوات بدون استثناء كلها راه عندها الإشهار، كلها تمشي في نفس الاتجاه، كل واحد كيفاش راه يخرج سيتو، تالي كلهم راهم يمشيوا في نفس الاتجاه. راح تنتظر انت دوك من حداد والقنوات تاعو على جال باش هو يقفلك ضد بوتفليقة، راهم كلهم يمشيوا مستحيل. في نفس الاتجاه. المهم شكرا للأخ خالد، ربي ورانا إن شاء يشفيك الله أستاذ، نبقاو على تواصل. ربي بارك يحفظك، الله فيك. الله يعيشك، شكرا. بارك. معذرة الإخوة، راني مسكوم. نشوف ترى الأخ هذا بشير، الأخ بشير مرحبا بك. مساء الخير، بونسوار. أخ بشير نعم وي مرحبا بك. نعم الله يسلمك. مساء الخير. مساء النور، من راك تكلم فينا الأخ بشير؟ الجزائر في دالجي. مرحبا بك، تفضل الأخ بشير. بون مصباح راني نسمع، بون ديرت هكذا مصباح راني نسمع السوجي تاعكم. حبيت برك نهضروا شويه، ما على باليش استاذ دي كال بوزيسيون تاع واش راك تقول استاذ. فوزيت كونترا تاع اسمه المسيره. راهو الصوت تاعك مقطع الأخ بشير، نعم راهو الصوت تاعك راك مقطع. تسمع، راك تسمع فيا؟ الآن راني نسمع فيك. نعم قلت لك مصباح درت هكذا لقيتك، ومن بعد حبيت انا نهضر شويه، ومن بعد انا ما فهمتش، حكمت عليك راك فوزات كونترا تاع المسيرات. نو مانيش كونطرا انا. شوف نقول لك، كاين بعض من الناس اللي ما مش فاهمين الكلام اللي راني نقول فيه. انايا هذه المسيرة ولا الانتفاضة ولا اسمه، المسيرة راها تعتبر وسيلة من وسائل نتاع الضغط. درك انت نعم الوسيلة هذيك نتاع الضغط، اما انك انت تستعملها في الوقت المناسب والضغط هذاك راهو رايح يجيب نتيجة، وإما هو أنك تستعملها في وقت غير مناسب، وبالتالي أنت هذاك الضغط راك راح تفشه. فهمتني؟ نعم فرق بين هو أنك أنت تستعمل هذا الحراك الشعبي. تخيل درك مثلا هذا الحراك الشعبي اللي أنت الآن راك تشوف فيه على مستوى الولايات، تستعمله مثلا يوم الانتخابات، تكون أنت محضر مجموعة من الأشخاص وتخدم الناس مع بعضها البعض. راك شفت انت تقول مثلا دوك راه قال مثلا هذا بن فليس وهذا مقري وهذا الاخر وتوع الاف اف اس وتوع الار سي دي، الناس كامل تشارك تجنيد وتعبئه على مستوى 48 ولايه. ويوم الانتخاب لما تخرج الناس ما تعاودش ترجع للديور تاعها الا اذا احترمت الاراده الشعبيه، حتى الناس اللي راهم داخل الجيش. فهمت؟ يعني ضغط تستعمله ضغط حقيقي من اجل فرض السياده نتاع الشعب. هذا هو انا الحراك اللي معاه. اسمح لي نقول حاجه، سوي ان بوليتيك، ما راني سياسي ولا حاجه، سي لا بريمير فوا اللي هضرت هكذا، سي تادي لو بوان دو في تاعي هكذا. نعم تادي سي ان بونسي كوليكتيف دو لا سوسيتي. هاي وا دو مامون مي لا سوليسي وين راهي؟ دو كال مانيير وين راهي لا سوليسيون دو كال مانيير؟ راني قلت لك باللي المسيرة تسمى وسيلة من وسائل الضغط. الحل مي لا بريسيون، لا بريسيون اسمح لي، الحل انا اللي راني نحوس عليه،
هو بناء جمهورية جديدة، وهذه الجمهورية الجديدة تشارك فيها الناس كامل، كل إنسان اللي عنده توجه إسلامي، كل إنسان اللي عنده توجه علماني، وهذا الشرائح نتاع المجتمع اللي ما عندهاش انتماءات أصلا، هذه الناس تشارك في هذا المؤتمر. كاينة خطوط عريضة اللي تبدأ بها الناس، اسمح لي معك. فيما بعد لما يوصل هذا الرئيس نتاع الجمهورية المنتخب وهذا البرلمان المنتخب، فيما بعد المشروع هذاك يتوسع وتشارك فيه شرائح نتاع المجتمع. C'est-à-dire, toute la société, toutes les catégories, il dit que je ne suis pas là pour changer le système, il change tout. Mais qui fait? La solution qui fait? De quelle manière? ما فهمتش واش حبيت تقول. سادة تقول المجتمع كاع كاع خرجوا الناس المظاهرة هذو خرجوا كاع 48 ولاية خرجوا لي زيتيديون لي جورناليست كاع كاع الناس خرجوا كاع مي كيفاش باش كيفاش؟ كيفاش باش يلحق الميساج الدولة كيفاش؟ يا شفت كيفاش راك عاود رجعت للهضره تاعي، لخاطر هذ الناس كيفاش دركا، فهمني؟ هذ الناس هما ما راهمش مأطرين، خرجوا. شكون اللي أطر هذا الحراك؟ الله اعلم. اللي تروح تحكي معاه هذوك انت راهو مشارك بصح ما على بالوش، راه قال اش ما والله على ما بالوش؟ كيفاش. ايه جوستومون، احنا نحوسوا هذا الحراك يؤطر في الاتجاه الصحيح، يمشي في الاتجاه الصحيح، لانه درك انت لما ما تمشيش في الاتجاه الصحيح راهم رايحين يدوه الناس الحراك هذاك، شكون هذو الناس؟ الناس اللي راهم هما مجذرين داخل المؤسسات، اللي هما الجهاز تاع المخابرات، هما اللي رايحين يمشيوه، فهمت؟ الجهاز تاع المخابرات هو اللي راهو رايح فيما بعد يستغل هذا الحراك، ورايح اما انه يوسمو يمشي عن طريق الانتخابات يدعمه بطبيعة الحال. ولا راني نتكلم انا من وسمو، مانيش نتكلم هكذاك. خذ غير كمثال هذا التسجيل هذا اللي راهم نشروه، هذا نتاع وسمو نتاع سلال وحداد، شكون اللي خرج؟ جهاز تاع المخابرات هو اللي خرجوا، جهاز تاع المخابرات هو اللي راه متغلغل على مستوى 48 ولاية ومتغلغل في الخارج، هو اللي عنده الوسائل تاع الدعاية، عندهم هما وسائل تاع الإعلام، عندهم أرباب المال، عندهم علاقات، هما اللي يتحركوا، ومن بعد عندهم حتى رؤساء أحزاب وجمعيات وكذا. لما هما مثلا قال مثلا يدعيوا المسيرة، قال مثلا هذه مسيرة، كاين الناس اللي راهم هما دوك يشاركوا بالطيبة نتاعهم، يشاركوا، ولكن كاين الناس اللي ما على بالوش، وكاين الناس ليش ما اللي على راهم دوك بالوش؟ هما على بالهم وراهم، اسمح لي كاين اللي ما على شوف. بالوش. انت دوك راهو قال مثلا لقى جماعة راهم غدوة رايحين يخرجوا. راه الصوت تاعك يتقطع الأخ. الكش إخوة آخرين، راه الصوت تاعك يتقطع. الحمد لله رب العالمين. شوفوا ترى هذا الأخ عبد القادر.
يا ودي راهم عندهم هما عدة المهم الأخ عبد القادر يبدو هو أن الخط نتاعك راهو مش مليح. شوفوا ترى الأخ هذا عمر أخ عمر مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. عمر بن الشاري، مرحبا بك الأخ عمر. كيفكم؟ والله لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. واش تقول لنا الأخ عمر في الموضوع تاع اليوم؟ الموضوع تاع اليوم عيد مشى كما ينبغي. نعم؟ الموضوع تاع اليوم عيد مشى كما ينبغي. هاو تفضل. بغيتنا نسألك على سيدهم سعيد ها والشي اللي راه داير في الجزائر، واش تقول فيه؟ هذا آخر، هذا يروح مع المجموعة هذو، فهمت؟ هذا هذا شي يروح مع يمثل العمال. المجموعة هذو، المجموعة هذو دوك يروح معاهم لما يتغير الرأس نتاع النظام، الجماعة اللي كانوا معاه كامل يروحوا. راه ضد العمال الجزائريين. ايه عنده، هو راه عنده مصلحة، المصلحة نتاعو فوق المصلحة نتاع العمال. وكاين العمال اللي هذا مساندينه. ايه، كاين الناس اللي راهم يساندو عندهم مصالح راهم يقضيو فيها نفس الشيء. احنا رانا عايشين في المؤسسات مضرورين. ايه ربي يكون معاكم ان شاء الله. ويرحم والديك الشيخ، الله يوفقك. الله يبارك فيك يا اخويا، ربي يبارك فيك ليلة الاخ مبروكة. عمر، يرحم والديك، ليلة مبروكة. ربي وراني يعيشك. متوفق. شكرا شكرا للاخ عمر. نشوفوا ترى الاخ هذا ياسين. شوفوا هذا الاخ علاء الدين. أخ علاء الدين السلام مرحبا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ، وش راك؟ الله يبارك فيك، من راك تكلم فينا الأخ علاء الدين؟ الحمد لله، راني نكلم فيك من ورشة بترولية في الصحراء الجزائرية. ما شاء الله، كش ما جبت لنا معك، كش ما جبت لنا معك كاس بترول ولا ولو. والله ما نشوفوه يتباع ديركت للقوري، يخرج ديركت لبرا. أيه يا رب يروح يكون معك ان ديريكت. شاء الله، الله رب يكون يسلمك. معك ان شاء الله. بون الاستاذ، انا سمعت الموضوع تاعك، حبيت ندير المداخله هذه. بريميرمون، مرحبا. انا ما عندي حتى مسانده لاي شخص ولا لاي مرشح، باه نكونوا كلار مع بعضنا ونحكوا. نعتذر على الصوره باسكو راني في ظروف العمل ما تسمحش اني معليش نوري معليش، ربي يكون مكان معك ان شاء الله. العمل والامور هذيك. دوزيامون، حبيت نقول لك استاذ باللي السياسه راهي نضال، والنضال هذه راه دوام ماهوش مناسبات برك. كاين نعم ناس تحكي في السياسه شغل كي قلتها مناسبه تاع مظاهرات وكذا، ونحترموا رايهم على كل حال. نعم وكي تناضل، تناضل بزاف، تعود عندك قراءات سياسيه، والقراءات السياسيه هذه لما تكون صحيحه الشعب ما يحبهاش، ما يشتيهاش، ما تعجبش الناس. هذه دوزيامون. تروزيامون، قدموا ساعة تحية للشعب الجزائري اليوم اللي خرج وعبر على آرائه بكل تحضر. كانت مظاهرة سلمية وعجبتنا، ونعتذروا منهم إنه ما حضرناش معاهم. ظروف العمل ما تسمحش، لا غالب رانا في الصحراء الجزائرية في الربع الخالي، رانا بعاد ما قدرناش نخرجوا معاكم، اسمحوا لنا، ماناش مشنا وطنيين ولا حاجه. نرجع الان لموضوع الحلقه تاعك. الموضوع الحلقه تاعك عجبني، سيناريوهات المرتقبه، سي لا بريميير فوا اون تو كان نشوفك، وعجبني الموضوع، سي بور صاحبي الله ندخل. يبارك فيك. هو بريميرمون باش نبدا الموضوع تاعنا استاذ. الشعب واش راهو يدوموندي، كاين فرق كبير، وكاين فرق بين تغيير النظام وتغيير الوجوه الحاكمه.
تغيير النظام راه شيء صعيب، راه حاجة صعيبة، لأن النظام هذا يمثل دولة، دولة بحدودها الجغرافية وبعدها السياسي الخارجي والداخلي، وراي مجموعة مؤسسات، ما تقدرش تجي تقول الدولة إذا النظام هذا اخرج، ما تقدرش. وكي نحطوا السيناريو هذا تاع انه الدولة راح تتبدل، راح نغيروا النظام، انا تبالي ما ينجحش، وماناش مستعدين له الان الوقت الحاضر، ماناش مستعدين ان نغيروا النظام، مع كل العلم اني مانيش مع النظام ومانيش مع الدولة ومانيش حتى مع مترشح، باه نكونوا كلير. نعم. قلت لك درك باش كي نغيروا النظام راه صعيبه، باسكو نجيبوا اكس ولا ايكغ ولا زد، نجيبوا غديري، نجيبوا نكاز، نجيبوا غني مهدي، ما نهضروش نهضروا دي زيكزومبل برك، ما نهضروش فلان يتقبلوا الدوسي وما يتقبلوش الدوسي، انا نهضروا اون جينيرال. نجيبوا واحد نحطوه في وسط النظام هذا ويحوس يغير النظام، راه ما يمشيش بالبلاد، ما يمشيش بالبلاد ويتبلوكا، كيما صرا البوضياف قعد مام با 4 شهور قتلوه، 145 يوم قتلوه، كيما صرا الزروال، زروال وبشهام زروال وسيادة زروال ما قدرش يخدم مع عصابة كيما هكا، جاي حاب يغير النظام ما قدرش، خلاها وراح. ما نكونوش نكذبوا على بعضنا وما نكذبوش على بعضنا، خلاص. بقت انه تغيير الوجوه الحاكمة، هذه تغيير الوجوه الحاكمة فيها شوية هضرة، تقدر تفتي فيها الموضوع هذه. انا السيناريوهات اللي نشوف فيها قادر تحدث، السيناريو الاول انه عبد العزيز بوتفليقه ما ينسحبش، هذا 35%، 35% انه ما ينسحبش وتكمل به المجموعه الحاكمه هذه، ويستعدين، راه مستعدين لعام فوضى، مستعدين لعام فوضى وتصرى فوضى ويمشوا عبد العزيز بوتفليقه. هذه 35%. كاين سيناريو واحد اخر انه النظام ما يتبدلش، بصح النظام راح يتدخل فيه الطرف الثاني في الجيش اللي هو المخابرات، وراح يستغل الحركه الشعبيه هذه اللي راهي كاينه، وراح يعلن، راح يبدل الوجوه ويجيب وجه اخر مع التضحيه ببعض الوجوه الحاليه، يجيب لك واحد من الوجوه الحاليه سواء من رجال المال الفاسد او من رجال السياسه الفاسده هذه، يضحي به ويمشي لك شكون يحب هو. وانا واحد من الناس اني في الطرح هذا. علاه درك نقول لك علاه استاذ ومن بعد عاقبني كيما تحب. انا في طرح انه النظام يحافظ ويعطينا وجه واحد اخر، باسكو جاء الجزائر الان ماناش مستعدين ان نغيروا النظام، ماناش مستعدين تماما. ترى بالك راك عايش في الخارج ومانيش نقزم فيك نقول لك عايش في الخارج، باسكو راك مواطن جزائري وذو خبره عليا ونحترمك، ماهوش تقزيم. مي الوضع الحالي في الجزائر ما تسمحش انه يتغير النظام، باسكو اي واحد راح يجي راح يتبلوكا في وسط الجماعه هذوم، راهي النظام هذا راهم زرعين جذورهم في المؤسسات، في الادارات، في اي مكان عندهم جماعتهم. كون يحطوه، كون يجيبوا واحد جديد ويحوس يغير النظام، ورقه زياده ما يقدرش يخدمها، اكد نيسونس في لابيسي ما يقدرش يخدمها، ما بالك انه راح يسير دوله، ورا انه راح يدير، ما على باليش انا واش راح يدير. انا مع سيناريو انه انا يبان لي سيناريو راح يحدث انه المخابرات راح تتدخل، تعلن حاله وفاه لرئيس الجمهوريه، ولا تعلن حاله عجز تام لوفاه لرئيس الجمهوريه، تعلن بالك تكون شغور في منصب رئيس الجمهوريه، ويأجلوا الانتخابات، اجلوا الانتخابات لوقت يبريبارو فيها واحد، باسكو دركا كون يجيبوا الناس يتهضر على العمامره، الناس تهضر على معروفين هذ الناس هذو، هما دائما هما راهم يحوسوا على حاجه ويرميوا حاجه للناس باش تهضر، عرفوا هذ الامور هذه، يهضروا على العمامره، يهضروا على واش كان اللي كان حاكم البرلمان، واش اسمه كان لابيان بوحجه،
اللي كان حاكم لابيان اللي سكروا عليه بكادنا شكون؟ ايه بو حجه. بو حجه، بو حجه. يهضروا على بو حجه وهذا سيناريو بعيد باسكو الا داروه راح يحرقوا رواحهم من النظام. لانه الشخص هذا راح يترشح في ليله وضحاها يلم 60,000 توقيع ولا يلم التوقيعات اللازمه. عادي عادي يلموها في ربع ساعه. في انتخابات. في ربع ساعه يلموها. على بالي على خطر عليها درك هما عندهم عندهم وسمو عندهم درك على بالي انه شوف اسمح لي اسمح لي المرشحين في لابيا المنتخبين الاخ الكريم شوف فيما يتعلق بهذا تاع التوقيعات التوقيعات هذه هما عندهم نتوع لابيان عندهم نتوع البلديات وبالتالي هما درك مانيش عارف قدارهم دايرين لهم التوقيع وقيله 500 والله ماشي 60,000 60,000 تكلم لما تروح انت للشعب لكن عندهم هما الامضاء تاع 500 يلموها في ربع ساعه هما اصلا النهار اللي درك هما راهم يلموا التوقيعات هذه درك راهم تاع بوتفليقه راهم عندهم لي زافيش عمر وكاشي في ربع ساعه يديروها لما يحبوا يفوتوا واحد يفوتوه غيركم كاني لكن درك هما اللي جمعوا على بالي انه ما يرضاوش بهذه الاهانه هما اللي راه تسمى لهم اهانه تا كيفاش الشخص راه داروا عليه كاطنا ومن بعد يطلعوه رئيس ما كاينش بيان سور خلاص اللي راه تسمى لهم بيان سور شوف هما راهم كاين عده سيناريو شوف كاين هذا تاع المثقف الشعب اللي مثقف انه كفر الشخص هذا شوف شوف اسمع هو شوف الشعب المثقف راه كفر بو حجه باسكو بو حجه سكروا عليه برلمان وش ايه سكروا عليه البرلمان ويحاولوا يروحوا للمرابيه فوالا برلمان ما قدرلوش هما السيناريوهات هذه راهي حاجه صعيبه هذه حاجه صعيبه السيناريوهات المحتمله شوف يستخدموا هذه الماده نتاع الدستور وهذا امر راهو راه يسمح لهم بوقت ولكن هذا هذه راه تعتبر اهانه اهانه ليه اهانه ليه ولونتوراج تاعو وهذه شكون راح يديرها 90% انا شكون راح يديرها يديرها المجلس الدستوري والمجلس الدستوري هو اللي عينه كيفاش هو عينه هو يستخدم له الماده نتاع الدستور ما كاينش منها ما يستخدموهاش هو شوف يقول لك اما انه يروحوا يقدموه ويفوتوه كيما يحبوا وبالتالي راهم رايحين يدخلوا في مغامره واما هو انه السيناريو المحتمل هو نتاع تاجيل الانتخابات وفق شروط بحيث هو انه يلقاو له كيما نقولوا مخرج يعني اللي ماهوش تاع اهانه يا يعني المخرج اللي هو نتاع هذا نتاع الندوه لكن ما يخليوهاش تمشي في الاطار تاعها الصحيح ربما يديروا لها حدود اما هذه القضيه هذه نتاع تغيير النظام وهذه نتاع تغيير الاشخاص تغيير الاشخاص لن يقودنا لشيء تغيير النظام احنا اللي رانا نحكيو عليه مش تغيير المؤسسات مؤسسات تبقى تغير انت النمط اللي راه تسير به المؤسسات قال مثلا دوك انت البرلمان هذم راح يديروها لنا هذم راح يديروها لنا بطريقه غير مباشره يا استاذ هذم الى حبت الى حبوا يمشوا مع اراده الشعب ويمشوا مع اراده الشارع راهم راح يديروا الشيء هذا اللي راك تهضر فيه انت ويغيروا النظام بطريقه غير مباشره غيروا السيستم اللي يمشوا به بطريقه غير مباشره درك هما راهم النظام هذا راه صعيب انا نحكي لك اكسبيريونس ما كنتش حاب نحكيها استاذ مي حبيت نحكيها لك كي راني تحورت معك كيما هاك حبيت نحكيها لك وخلي الخاوه اللي راهم يسمعوا فينا يعرفوا شويه من النظام انا في 2014 تسمع فيا استاذ لا في 2014 عيط لي كنت عضو في المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشبيبه الجزائريه اليونجيا كنت في مكتب الطلبه عيط لي عمي عباس ميخاليف كان الوقت هذاك في بدايه الحمله الانتخابيه تاع علي بن فليس وقال لي حكينا قال لي على والفول الفول بوفوار يرجع للشرق ومع احترامي لجماعة الغربة
مع احترامي لجماعه الغرب مانيش نقيس فيهم، ولازم يرجع للشاويه والفوا شونجمون خلاص، والبلاد كبرت وخلاص، ولا تا 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 وك الهضره هذيك كامل. العب لي العب لي شويه على مخي. رجعت انا للطلبه حكيت معاهم تحورت معاهم في الموضوع، ولازم شونجمون نمشوا مع بنفليس وكذا وكذا وكذا. ميم با 4 جور عيط لي كوميسار برينسيبال تاع اليرجي في الولايه هذيك، قال لي واش راك دير؟ قلت له لا لا سي بون سي الفو ان شونجمون ما باليش كيفاه وصاي وكرهنا قال لي ما تمشيش كونتر السيستم، تمشيش كونتر كورون، تمشي كونتر كورون راك راك طير. بالكلمه هذه إيه كانوا إيه معايا جماعه وشهود. قال لي قلت له كيفاه ولازم شونجمون؟ قال لي شوف نجيك من الاخر، علي بن فليس هذا كون يترشح وحده في قائمه غير هو في قائمه، قال لي ماهوش راح يدي الانتخابات، النظام راه كونترو من الاخر. ايا مشينا من بعد مده عيطوا لنا النظام، قال لك مرشحنا للنظام عبد العزيز بوتفليقه اون 2014. مشينا مع عبد العزيز بوتفليقه، وما مشيناش مع عبد العزيز بوتفليقه كشخص، مشينا مع النظام، مشينا مع النظام. مانيش الناس اللي راح يقولوا هذا شيات وهذا ضرب الكاشير قبل وكلاه الكاشير قبل، ما كليتش الكاشير قبل ضربت الشيط قبل. ثم مشينا مع الدوله مع استمراريه، ومشينا مع استمراريه المؤسسات. الان راني كونتر العهده الخامسه، راني كونتر عبد العزيز بوتفليقه، لانه لعنه على ترشح عبد العزيز بوتفليقه ماهوش عبد العزيز بوتفليقه، راهي ناس تستغل في اسمه باش كيتكمل مصالحه. امر مفروغ منه، وماهوش عيب انه انسان غلط قبل الوقت هذا ومشينا مع عبد العزيز بوتفليقه، مشينا مع السيستم اون 2014، وماهوش عيب انه انسان يغلط. بالصح صح انه الانسان يتعلم من اخطائه، الى غلطنا في 2014 نصحوها في 2019، وما يبقاش ما يبقاش عاره عاره على حياتنا كامل. نعم برك العار انه نسكتوا على الشيء هذا في 2019. انت قبيله استاذ تكلمت على على الناس اللي رم اللي رم في الفيسبوك ينتقدوا فيك ويبلوكوا فيك والامور هذيك، وقلت كاين ناس كارينهم، ما همش ناس كارينهم. انا واحد من الناس اون 2000 راه الصوت تاعك يتقطع. راك تسمع فيا استاذ دركا؟ نعم راك تسمع فيا مليح الان؟ هاني نسمع فيك قبيل كان الصوت تاعك متقطع، وقلت لي باللي كنت مع ناس هكذا ومن بعد راح تقطعت الكلمه. قلت لك انا خدمت معاهم في الكومونيكاسيون اون 2014 في الحمله الوطنيه المترشح عبد العزيز بوتفليقه. كان عندنا ان سنتر دابيل اسمه بيكا كول سنتر، بيكا كول سنتر هذا كنت جبد عليه تلقاه تاع السيد كونيناف. السيد كونيناف راه معروف في الساحه السياسيه. كان عندنا سون بوست في البريمير ايطاج، وسون بوست في الدوزيام ايطاج، ما شاء الله سون بوست بيرو بي سي بيرو. عندي تسمى سون جون في البريمير ايطاج، بريمير ايطاج وسون في الدوزيام، تسمى عندي 200 اون تو. ايوا تبعث لهم ميساج يدخلوا مع بعضهم كامل. لا لا ستار سونتر دابيل اورغانيزاسيون تمشي. شوف اسمح لي درك نعطيك كيفاه رانا كيفاه كنا نخدموا كيفاه راهم يخدموا لك كيفاش راهم يخدموا لحد الان. كان عندنا 200 يخدموا من 8 تاع الصباح للربعة تاع العشيه، و 200 يخدموا من الربعة تاع العشيه ل 12 تاع الليل. شاكان يكري 3 بروفيل، 2 فو بروفيل، والبروفيل تاعو الاوريجينال اللي يخدم به البروفيل تاعو صحيح الرسمي. انا 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 هو الجيرون تاع انا هو الجيرون تاع سونتر دابيل، انا اللي حكمت لوبيراسيون هذه وسي ما بروبوزيسيون.
يكريو دو فو بروفيل، دو فو بروفيل باه يعطوا مصداقيه للشعب، ما يكتبوش. يعني نقرا في اسامي لهنا في لي كومونتير، كيكي مامي وزازي فيف و نحن نكريو دي بروفيل، نكريو دو فو دي بروفيل، نكريو دي بروفيل بشير سعيداني فلان بالاسم، اسمه اللقب. فو بروفيل واحد بور بور ان في، واحد بور ان غارسون، ونبعثوا الماكسيموم تاع لي زانفيتاسيون، نجوتوا الماكسيموم تاع تاع الناس بالثلاث بروفيل. تسمى المينيموم راه عندك في من 8 ل 4 600 بروفيل. 600 بروفيل هذيك عندي منهم، عندي منهم 12 هاكر، 12 هاكر هذم يبيراتو لي كونت تاع الناس، بيراتو لي زيميل تاع الاخرين اللي راهم مترشحين، بن فليس وعبد العزيز بالعيد واللي كانوا مترشحين. وكاين عندي اربعه يخدموا الصحافه، يكتبوا ان ارتيكل على بوتفليقه ويحطوه دي جورناليست، يحطوه يحطوه هذاك، هذاك يحطوه لي هاكر هذوكم، جوست يتحط الببليكاسيون هذيك يتعمل عليها سميل جام. باسكو في الفيسبوك كي تشوف لي نومبر دو فان، كي تشوف لي نومبر دو جام ولي نومبر تاع لي بارطاج في الـ في الـ في الببليكاسيون هذيك، اوتوماتيكمون الناس راح يقروه. دونك الناس هذوم نهار اللي ما يعجبوناش كلامكم كيفكم انتوما كيما هاك، عندنا 6000 عندنا 1200 بروفيل يسينيالوك عند الاداره تاع الفيسبوك مع لي هاكر بالخبره تاعهم تاع تاع القرصنه، يحبسوا لك البروفيل تاعك وما تحكيش، ضرب راسك على الحيط، ضرب راسك على الحيط ما تحكيش وما تقولش، فهمت؟ هذا من النظام، نهار اللي يحبوا يخرجوا واحد راهم يجندولو، راهي اموال طائله تتصرف، راهي دراهم كباره قاعده تتصرف. ايه هضرنا هنا على الامور هذه، الا يجي عليه غديري ولا يجي كلكا ما باليش انا، ويحوس يداها بال يداها بال بالتايره وما يديهاش. جماعه راهي تسلك، جماعه راهي تدي في دراهم طائله، اموال طائله، ما هي اموال طائله، كي نقول لك اموال طائله، اموال طائله. ورجال الاعمال وارباب العمل راهم ماهمش يعيطوا لهم باه يجيبوا الشكاره، راهم يديروا لاشين باه يحطوا الشكاره، يديروا لاشين باه يحطوا الشكاره. شكون يرضى عليهم؟ هذا من العائله الحاكمه هذه. على بالي هذه باه نكونوا واضحين، على بالي كي نخرجوا من الميدان. احنا رانا هضرنا عليها، حابش نهضروا، باش نهضروا واحد النقطه واحده اخرى على الميدان برك. الشعب الى حب يغير، انا ننصحهم بحاجه في المسيرات هذه تاعهم اللي راهم خارجين فيها، يخرجوا يطالبوا بتغيير النظام، يطالبوا بلال العهده الخامسه، يطالبوا بالامور هذيك من حقهم. بصح انا حبيت ننصحهم، الى حبيت ديروا حاجه اخرجوا طالبوا الاداره المحليه، اداره الكفاه يعيطوا لها في البلديه مراقبه مش مراقبه الانتخابات، هذيك اللي تخدم القائمه باش كيفاش اسمها في البلديه، باش يعطيهم القائمه، يعملوا قائمه التسجيل، يروحوا يسجلوا، يروحوا يسجلوا في قائمه الانتخابات ويروح يفوتي، ما يخليش الناس تفوتي في بلاستو. الناس راهي تبصم في بلاستيك، والناس راهي انا خدمت الانتخابات، انا خدمتها خدمتها، وعلى بالي كيفاش نبصم في الريجستر، وعلى بالي كيفاش نحط لي زونفلوب، وعلى بالي كيفاش ندير كلش. وراو كاين تزوير كبير، ماهوش تزوير انهم يبدلوا الصندوق، تزوير انهم يحط انه يبصم في بلاستيك، ما تروحش تفوتي محشيت لك، ما تروحش تفوتي خدموا حطوه في بلاستيك، حطوه في بلاستيك. اذا انت من خلال الكلام اللي راك تقول فيه باب الراي، وين رايحين؟ باب الراي، الدوله باه تسبل، راي ما تسبلش، راي الدوله عندها انها تنوض فوضى، الناس اللي حاكمه هذه تنوض فوضى في البلاد وما يعطيلكش البوفوار، هذه باه نكونوا فيها كلار، فهمت؟ الى الشعب يحب يغير صح يغير في الصندوق، يروح يدير لي كارد فوت تاعو، راح يخدم لي كارت فوت صندوق، صندوق مزير، وراه ما عندهم الوسائل تاع لا 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 لا. شوف استاذ، شوف استاذ، انا على خبره نحكي لك على خبره. ما شوف يروحوا الشعب يفوتي ما عنده حتى وسيله للتغيير، ما عندهم حتى وسيله للتزوير، يبقى لهم وسيله وحيده برك
وسيله وحيده يتحكموا فيها اللي هو الصندوق تاع الميليتير العسكر، الصندوق اللي عند العسكر هذا كيجي اوردر من الفوق يخرج صافي. بصح الصندوق تاع الشعب، الشعب الى راح فوطا والى خرج، الى خرج وراح فوطا وقف على السنادق ما كانش راح، ماهوش راح يكون تزوير. فهمت؟ الفيس، الفيس في التسعينات كيفاش دول، كيفاش دول دول الاكثريه ولا كيف يسموها في لا ماجوريتير في 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 لابيان، وقفوا على السنادق راحوا فوتوا وقفوا على السنادق. الشعب درك يحب يغير يروح يفوتي، يروح يفوتي، هذا حلهم الوحيد. الدوله راهي ما تمرر لهمش، عبد العزيز بوتفليقه تمرر ليهم واحد، نعودوا نرحموا على عبد العزيز بوتفليقه. نعم شكرا لك الاخ الكريم، عبد العزيز بوتفليقه خير. شكرا الاخ علاء الدين، ربي يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا. شوفوا ترى حمدان اخو عمر اصبر شويه. حمود السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك يا استاذ؟ لاباس والله. واش صح؟ الحمد لله. ربي يحفظك يا استاذ. الله يبارك فيك. ساير اياك. الحمد لله يا رب لك الحمد. والله الا هذه كلمه الفوطة صاحبنا اللي ضحكتني يا استاذ، مع احتراماتي ليه. كي اللي بحال هو راه مع الملائكة يا سمعتو يا السور. يتلد فوطي وتعس الصندوق والبيفي يتبدل، قول له البيفي نروحو يتبدل. واخبط راسك على حيط، اخبط راسك على حيط، ندد وروح ديبوزي الركن تاعك عند المجلس الدستوري. هو بدل البيفي، يقول القاضي هو اللي يحكم. الا انتم ما تامنوش بالعداله الجزائريه تولي انت خاين للدوله كاع. الا قلت له القاضي كذب وزور البيفي، كيف لا تزوروا؟ ربي يهدينا يا ودي. وحدهم وحدهم يزوروا، وحدهم وحدهم يزوروا، ما عندهم لا مراقب لا والو، وحدهم يزوروا. ربي يا استاذ بغيت نطرح عليك سؤال برك يا تجاوبني عليه. كانش واحد كيما التجديد النصفي نتاع نتاع السينا وزوروها؟ قد زورت يا استاذ، زور على روحه يكون كاع شيء تتوعك اللي طراح للسينا، كاع شيء تتوعك والله غير زوروها يا استاذ. والله المكتب تاع اليزير لا تبدل، لابيوي تاع اليزير غير صرا فيها تزوير. والله الا اللي رابح اللي نعرفه اون بيرسون، اون بيرسون مش عادي عادي. والله الف والتزوير ما يقدروش يمشيو بدونه. يا رحم والدي. وزيد كاينه حاجه يا استاذ، انت قلت سيناريوهات، في هذا السياق نتاع السيناريوهات كان سيناريو واحد جماعه راه مش دايرته في بالها، يمكن يعني ما مش منتبه له، نتاع السيسي نتاع مصر، نتاع نقمعك ونردك ارهابي. انا نبعد جماعه الجبل ونقمعك وتبلع فمك ونقتل والناس والدول الغربيه عندها مصالح في الجزائر ما تتكلمش، كيما مصالح اسرائيل في مصر. سكتت على الاخر، على السيسي راح قتل، الله قوه قتلها في رابعه وزاد قتل، وراه يقتل يوميا تقريبا، يقبضك يدخلك للحبس ويقتلك ويقتلك في الساحات العموميه ويقول لك ارهابي، يدور لك الراي تاعك تولي تاع ارهابي. ما كانش يا استاذ قد الراي هذا اللي راك الطرح هذا اللي راك قايله واللي هضرت عليه. لا هما ما يروحوش الوسم هذاك، هما شوف نقول لك عندهم خوف، وما سوا يمشيو في الخيارات تاعهم مع بوتفليقه، هو في شخصه منتهي، واما هو انه يمروا للبلون بي. عندهم ناس هذو دوك مثلا هما يجيوك عن طريق بنفليس او عن طريق شخص واحد اخر يديروك بوتفليقه بيز، فهمت؟ ويفوتوا بيز كيما قلت، فهمت؟ ويفوتوا. هو كاين اذا كان فيه فعلا اراده حقيقيه داخل الجيش، هذه هي الفرصه. فرصة هو أن الناس تروح المؤتمر، وحتى هو يخرج خروج اللي موش تاع إهانة، فهمت؟ خاطر دوك هما لما يستخدموا له المادة هذه نتاع الدستور أو يعلن الانسحاب تاعو، معناتها ما حتى يهضروا الجرائد والله خلاص الناس راه ولات تعيط يا بوتفليقة يا المروكي ديجاج يا فلان ديجاج، خلاص الناس لحقت على المستوى سيفيني، الناس تسمى خمجت الامور.
دوك هما من وزيد بعد هما الحاجة جاوك اللي بطريقة واحدة أخرى، قال واش قال لها هو بن فليس وراه مؤمن بهذا الضربة نتاع الحوار وتاع الندوة، ويعقبوه ومن بعد روح زيد ايوه حقق خمس معاكم سنين قال واجي الله يرحمك يا بن فليس يخرج لك واحد آخر، وتبقى الناس ترولي في الفيد، يولدوه يولد هذا هو ده المشكل. تبقى الناس وزيد ترولي في كاينه الفيد. حاجه بوتفليقه، هذا الجماعه مش قانعه باللي بوتفليقه كمل، بوتفليقه كمل خلاص الجماعه دارت عليه. الا كان شفت انا قرار النهار اللي كانت تشيت، وكما يقولوا ولي نعمته هذا، يعني صراحه ماني ولي نعمته هو يا ودي هذا بوتفليقه والله ما ندير ولا عليه، السعيد بوتفليقه، والله ما ندير عليه، ولا مش انت داروا عمرو عليه اديب داروا والله عليه وخر. ما شفتش انت عمرو اديب واش كان شفتوا يهضر على واسمه على شفتوا شفتوا واش كان يهضر على واسمه على حسني مبارك، ومن بعد طلع السيسي على حسني مبارك، يا ودي هذو شوف نقول لك ومن هذو بعد راهم طلع السيسي. تيتاتا فهمت، يلقاو الحشيش يخضروا يلقاو الذهب يا يوليو رحمه الله يصفاروا يتلون فهمت، يتلون ايه على حساب يتلونوا على كيما حساب الوضع تاتا اللي راه هذو الناس الناس يتبدل كما قلت، على حساب ناس هما ناس جماعه راه تتموقع دروكا يتسمى تاع نسبه اي غدوه شوف شوف وخصوصا نقول لك البلاصه اسمع انا على بالي بلي وغدوه. راهم يسمعوا فيا، شوف هذاك عامر الدراجي هذاك مهم هكذا ايه شفتو انا ما كنتش نعرفه ما كنتش نسمع بيه هكذا، دار واحد لا فيديو هكذا في 2014 قبل ما كنتش نعرفه قبل ما يبدا هو يخدم هذا في التلفزيون والنهار دار فيديو هكذا في اليوتيوب هكذا وما كانش معروف ما كان حتى واحد يعرفه، المهم استاذي دردشت انا وياه هكذا شويه من بين الكلام اللي قاله لي على بن فليس ايه دل على الحركه الصهيونيه ومنا طلعوا هبطوا منا اللي بن فليس هذا لو كان يترشح انا اول واحد نوقف معه انا نوقف ضده ايوه ايام من بعد مش بالخبر نلقى السيد داير غنايه غنايه على بن فليس، واش هذا قال لك راهو التحق بن فليس هذا راهو في اللجنه تاع بن فليس شفته ايه، ومن بعد راحوا دخل في الوسمو في القناه هذيك تاع بور تي في، بور تي في هذيك هي راس نيغوش ني دروات اي تاعهم نيغوش ني اي دروات، شونطاج من بعد كي كان شاف دير شونطاج الوسمو التوفيق خرج فهمت كمل خرجوه توفيق راح عاود راح للجماعه نتاع الكلون تاع بوتفليقه درك الان راح هاو عاود بالمهار خرج هاو خرج شاف باللي درك شي نورمال الجماعه نتاع موقع بوتفليقه ممكن يلا بداو هذا قلت لك كيتاتا ما تنتظر يا منهم رحم والله والديك يتبدل لي. هذوك هذا المشكل. كيتاتا شوف استاذ كاينه، شوف استاذ الى تعقل الضربه نتاع الفيس نتاع ال91 من راه الحكومه تحمر واستقالت وداروا لنا الندوه الوطنيه زقاو، كان شدها سيدي احمد غزالي وزقاو الحنون وزقاو ها الاجتماعي شفرا شي يعاودوا يديروا نفسها مش فعلها يعني. يديروها نفس بندوة الفيلم الوفاق بيز نفس الفيلم فهمت، هذا هو نفس الفيلم باقي يجيبوا جماعة جماعه. شوف استاذ ياك جماعه ممكن راه تمني يشاركوا جماعة نتاعو على الفيس وقال باللي نتاع اللي بالحاج ما تجيش جيبوا ناس آخرين ايه يهضروا ما عليكم عجبك منا وقال نشاركوكم منا ودخل عادي عادي هذا النظام قادر يدير كلش عادي يدير كلش. وزيد كاينه حاجه قلت لك استاذ، جماعة الشعب هذا الشباب الشعب تاعنا عاطفي ياسر عاطفي، واغلبه راه ما حضرش الحقبه هذيك تاع التسعينات تاع نتاع 88 حتى ال 91 نتاع الاحزاب هذيك الثوره هذيك، الشباب كان عاطفي ذاك الوقت. وراك شفت انت الفيس ولا كوميدي اللي كانت صارية اللي بالهاج لابس كومبا وطالع يحكي معاك كذا ويسب في في النظام، وجماعه عجبها الحال وماهيش فاهمه الفيلم كاين تاع بعض الفشل من كيفاش، الناس وهو الامور راه لما انت تجبد لهم هكذا يقول لك باللي يا ودي هذاك وقته راح ودوك الان رانا في الانترنت، واش من الانترنت هاهم قدامك نفس مصر الفيلم هاهم قدامك مصر وراهم جماعه الاخوان المسلمين اللي كانوا جايين في رابعه والشعب كل برا مصر كل برا ومات ها هو راه وقتلوهم ايه كملوهم. والله غير مهما كانت السلميه نتاعك والله انا راني قلتها قلت لك قسما بالله لو كان ما ينحازش الجيش ينحاز للشعب والله التغيير ما يحصل، طب نحلف ما لك على يصرفش المصحف كما قلت بالوسمو والله يا لو كان ما ينحازش الجيش للشعب والله التغيير ما يحصل الله
ما يصرى شيء لازم يكونوا شرفاء صح. والجيش باش ينحاز لازم الاشراك تاعو، ما تقدرش انت بدون اشراك الجيش دير التغيير، مستحيل مستحيل مستحيل، لازم يكون طرف في الحوار وطرف في النزاع. اخ ابراهيم اصبر شويه ذكرنا الجماعه هذه كيما حنون ركبت الموجه البارح، قاعد تقريبا ركبوا الموجه باش غدوة يعودوا يفرضوا الوصايا على الشعب في الندوة الوطنية اللي راح يديروها، قالوا ما والإصلاحات اللي راح تجي، قال يحضروهم اليوم حنون حاوزوها هي والخرد هذا تاع التواتي. شفتهم حشاك هادون خرد خرد والله ما حشموا العرب، والله ما حشموا العرب. يعني على بالك ديك الليلة كي شفت حنون دارت واحد لافيديو وبيبلياتها في الفيسبوك، قلت انا هاد الناس ما تحشمش العرب ياك. قبل لو 22 كنت ضد تقولوا خلونا البلاد في حالها، ومن بعد ولات مباركه ولا مبروك علينا، والشعب الجزائري الشعب الجزائري يكون قيمتوه، الشعب الجزائري يكون عطيتوه قيمته، يكون عطيتوه بلاصته. ولا انت كنت واقفه مع بوتفليقه تترشحي وتايدي لبوتفليقه كيما سي بن حمو قال لهم، انا هذه قال لي ظالمو، قال لهم هذه مازال ما لحقتكمش يا ناس، اللي ظالمو قال لهم مازال ما لحقتكمش هذه الدراسه، سنه مترشح ويأيد دير فيه البرد هذا، دير فيه رايو رب يجيب الشفاء ان شاء الله. سمعت استاذ الجماعه هذون باغيين يفرضوا وصايتهم على هذا الحراك، باغيين يفرضوا الوصايه تاعهم. ملا والشباب هذا عاطفي يتبع في نكاز ويتبع في مهدي هذا غاني هذاك فين يا دوس او زوالي ذاك اللي راهم دايرين خلاص 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 وقت التوقيع كان الانتخابات. قول له روح دوك ليم التوقيعات يا رحم والديك، قول له روح ليم التوقيعات كملت هي صاي خلاص درك سيرك صاي ما لحقش فهمت هذاك السيد سيرك هذه ولا دوك هذاك اللي كانوا طالقين له الخيط، فهمت كانوا طالقين له الخيط، قلتها باللي راهم هما يستعملوا فيهم من اجل تهيئه الاوضاع لما راهو قادم. الان درك هما ما يقدروش يعاودوا يخليوه عاود يروح يدير السيرك هذاك، دوك يتحرك يهزوه ماشي كيما بكري عرفتوه ايه صاي عرفتوه شنو خدموا به وقت معين دوك صاي دوك هما الشعب خلاص خرجوه سكروا عليه الشعب راهو خرجوه راه برا، دوك هما راهم رايحين يمشيو في الخطه تاعهم اللي راهم يحوسوا عليها. هذه حنا دوك مناش حابين هو انه حنا هذه الجهود نتاع الناس جهود الصادقه مناش حابينها هو انها تروح في اتجاه خاطئ، هذا هو الشيء اللي احنا رانا نحوسوا عليه. المهم شكرا اخي احمد، نمر للاخوه الاخرين ونختم ان شاء الله اللقاء. ربي يبارك فيك اخي احمد، ورا هذاك الاخ عيساوي هذاك والله الاخ ابراهيم هذاك اخ عيساوي ما كانش صاحبي ماكش موجود في القائمه نشوف فيه كي اخ عيساوي راه عندك بلوكاج في الخط تاعك. شوفوا ترى هذا الاخ ابراهيم السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام مرحبا بك الاخ ابراهيم. راك لاباس بخير راك مليح استاذ الله يخليك. اسمح لي حاجه دابا باش تطلع عباد عندك لهنا في الكاست ويحكوا معاك، ما دابا يطلعوا هكا اون فاس بس كادو الله يبارك راه رجال ماشي نستا باش يحجبوا ولا يخبوا وجههم باش الشعب اللي يتبع فيه الهوية كل واحد وكل واحد هاد الناس شكون الانسان يضرب الشخص تاعو ما يهضرش كيما نقول مخبي مور ليكرون فاهم، بس حنا ماشي نستا حنا رجال الواحد اللي قابل ليسونسيال. استاذ انت وما كنت تحكوا دوكا ديك سمعتك تحكي بواحد الكوتي تاع الجهويه، حنا في الجزائر حنا نمو حنا جمهوريه جزائريه ديمقراطيه شعبيه راك فاهمني، ما كاش الجهويه في الرئاسه في الحكم تاع البلاد نورمالمون، ما كاش الجهويه الشاوي قبايلي عربي من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال، كل مواطن جزائري في عمره 45 سنه ويملك الجنسيه الجزائريه المفايده من حقه باش يترشح للرئاسيات هكذايا. دونك انت راك تحكي على شخص وليد النظام، راك تحكي على بن فليس، انا على حسب ما سمعتك تحكي منه سمعتك تحكي على بن فليس. بن فليس هذا وليد النظام، بن فليس ما خدمش البلاد ما عطى والو للبلاد وما قدر يعطي والو للبلاد كي كان فلامينيستير كي كان في وسط النظام، كيفاش حبيت انت بن فليس يجي من الاخر باش يمد البلاد
ما يقدرش يمد البلاد. البلاد اخبرني لازم تخرج، اصبرني اسمح اصبرني لي اسمح لي، اصبرني باش البلاد لازم ما تخرج من تروحش حكم المرأة. ما خليني تمشيش نكمل في لك طريق هضرتي، خاطئ يا ودي، احبس معلش نصحح لك نكمل لك القضية، تفضل صحح لك القضية وتكلم على تفضل. روحك. انت انا يا ويت ترى كارتي بوبيلار، ما ما تفضل مش لا، مشكلة، مش مشكلة انا حي ترى الشعبي وليد الحي الشعبي، يا المستوى ودي، بس الدراسي صبر تاعي برك، محدود بالضبط، ما بغيت نحكي عليش معك ما ماشي. عليش ما عليش راح ندخل لك انا في اتفضل. التفاصيل تاعك. انت راك تعتقد من انه انا راني نمشي مع بفليس ولا؟ لا لا، دوك كنت سمعتكم تهضروا، دوك هذاك الاخ اللي كان قبل عندك، قبل عندك لهنا كان يقول لك الشاويه ما الشاويه. يا الاخ، البلاد باش ما تتبدل فهمتش البلاد الكلام تاعه، لازم ما فهمتش تخرج، الكلام اسمح تاعه. لي، البلاد لازم تخرج من الحكم العسكري، البلاد لازم تكون في مرحله انتقاليه، راك فاهمني، ويكون حكم مدني، تكون في العرب، يكون حكم مدني ماشي حكم عسكري. وشكون اللي يريب البلدان؟ الحكم العسكري هو اللي يريب البلدان، راك فاهمني، الحكم العسكري هو اللي يريب البلدان. بوتفليقه هذا النهار الاول تاعه في 99 كي جا خطا، نورمالمون بوتفليقه ما يجيش. بوتفليقه هذا وهذا من احزاب المعارضه، خليني احكي معاك شيخ، احزاب انت المعارضه راك ماشي تاع تعاود فيها الوالد، هذاك انت هضرتي، راك تعاود فيها اسمح لي. هضرتي وتتهم فيا انا، انت راك تمشي في طريق خاطئ. مانيش نتهم فيك انت، لا لا ما نتهمكش انت شيخ استاذ، انا مانيش نتهم فيك، انا نتناقش معك وانا نتحاور معك. احزاب المعارضه نورمالمون تراك انسان واعي وكبير وسياسي ومثقف، وتعرف بالاحزاب المعارضه من صنع النظام، كي يكون النظام متسلط ومتجبر وعنده مده طويله كما نقولوا في الحكم، احزاب المعارضه هو اللي يصنعهم، هو اللي يخير لي بارتي اللي يمد لهم لاغريمون باش يكونوا معارضين له، راك فاهمني، باش يمانيبيليهم كما يحبوا هو. هذا النظام هذا سي بون، حكم الجزائر 20 سنه ما قدر يدير والو، اعجز في كل المجالات، هذا النظام اعجز في كل المجالات. يا يرحم بابك، حنا في 94 كانت الذبيحه وكانت القتيله، الشعب ما كانش يروح يرمي روحه في البحر، لي جان لا جوناس تاعنا مساكن ما كانوش يروحوا يرموا روحهم في البحر، نعم فهمني، في 2019 و 2020 الشعب ولا يهجر بالنساء بالرجال في لي بوطي ويحرقوا مساكن ويروحوا للبحر ومنه ويقطعوا البحور ومنه ويموتوا مساكن يضحيوا بحالهم. وصلنا لمرحله كارثيه، راك فهمني، انا وليت كي نسمع ميسيو ويحيى يهضر ولا يخطب نحس باللي حنا انا ضياف عنده، نحس باللي هذا ويحيى او داير فينا مزيه، راك فهمني العزيز، سي بون خلاص. هذا النظام لازم يفهم باللي هذا الشعب ما راهوش قابل لعيش تحت السلطه تاع هذا النظام، هذا نظام فاشل. ويحيى شوف، بوتفليقه، بوتفليقه هو بروحه عنده باسي ما يشرفش، صح كان مجاهد بكري وفي الناحيه الغربيه ويعطيه الصحه معليش، بصح لو فات دار ايفازيون من البلاد ودار ديتورنمون من البلاد ما يحقلوش باش يكون رئيس. هو كي جا في 99 جا خاطئ، هذا بوتفليقه هذا كومبليتمون، راك فاهمني، إبراهيم وراني نحكي معاك انا باسمي وبلقبي يا واسمي واضح، انا وفيكتيم دو يا تيروريست، انا تانيك ومواطن جزائري أخ إبراهيم، وشنو بزاف، صاي صاي أخ خلاص إبراهيم، بزاف. الحل وش هو؟ الحل وش هو؟ أنت راك دوك انا نقول تتكلم لك في شنو كلام، هو اسمع الحل، اسمع، أنت راك الحل تتكلم في لازم كلام يروحوا 40 تايه، شخص ماشي اسمعني 40 اسمع أخ مليون. إبراهيم، وي أسكم مولف تسمع اتفضل، الكلام تاعي ولا ماكش مولف تسمعه؟ نستمعك نستمعك استاذ ومتبعك والحمد لله. شحال عندك من اللي بديت تسمع الكلام تاعي؟ ما عنديش مدة كبيرة ما نكذبش عليك، عندي يا شفت ربي كيفاش؟ واحد تراك تحكي فيه كلام، شوف نقول لك، الكلام هذا اللي راك تهضر فيه رانا هضرناه عنده 10 سنين وحنا نهضروا فيه. حنا دوك نحوسوا على حل، والحل هذا لازم يكون حل عاجل. دوك نمد لك حل البلاد عاجل، دوك نمد البلاد لك واحد الحل، ايوه تفضل اسمح لي، دوك نمد لك واحد الحل نورمالمون يكون حل ان شاء الله، راك فاهمني، تفضل. وانت سي كيفاش هاد اي والله يزيد فضلك. الحل هاد البلاد ماشي تاع ماشي تاع حراك شعبي، راك فاهمني، مع هاد النظام، راك فاهمني، هاد النظام ماذا به يستغل هاد الحراك الشعبي هذا باش ينوض فوضى، باش تكون فوضى عارمة في البلاد، راك فاهمني. هاد النظام يمشي بالخطى تاع الفرنساويين، يمشي بالخطى تاع الاستعمار، هاد النظام لازم له اضراب عام في كل المؤسسات، راك فاهمني، ويكون اضراب مفتوح، ما عندوش مدة صلاة كيما نقولوا مدة تاع نهاية باش ينتهي هذا الاضراب، ما تحددلوش كيما نقولوا موعد 10 ايام ولا 5 جور ولا دي جور، ما تحددلوش الشهر، لازم يكون اضراب عام، شل كاع الحركات المروريه وشل الشركات وشل المؤسسات الوطنيه، راك فاهمني، باش هذا النظام هذا يعرف باللي سي بون في المازق او في الحضيض، باش انت تخرج دير حراك شعبي برا ودير مسيرات، وهذا النظام يستفزك وعنده كما نقولوا الوسائل باش يستفزك باش يعاود يقلب الفوضى والحريق كما السيا واليوماتيك في المراديه. دوك نفهمك، بولفار دي مارتين وين كاين اوتيل سان جورج، راك فهمني، تما امبوسيبل يجي واحد شعبي في هذا الحراك هذا يشعل النار في بونكا ولا في فرع تاع بونكا، تما كاين راك فاهم الامن الحضاري التاسع النافيام،
لا بريغاد هذه تاع النافيه هذه هو عارف بزاف من فوق واش كاين؟ كاين قصر المواضيع، كاين قصر الجمهوريه تاع الرئيس، تاع فخامه الرئيس الجولفي، راك فاهمني؟ تما السيرك بي هذا فيرمي، سيرك بي مغلوق، باش يجي واحد في لا مارش يمشي ويجيب ليسونس ويحرق بونكا ولا يحرق بومبا ليسونس ولا يحرق سياره، هذا الامر خطر بزاف، هم مخططين له من قبل هذا الامر هذا باش يصرى، راك فاهمني؟ سما دير في راسك حاجه باش يخرج الشعب، يخرج 40 مليون مواطن ولا 30 مليون ولا 20 مليون باش في حراك شعبي ضد الرئيس بوتفليقه ولا ضد هذا الكور هذا النظام هذايا، هذه خطأ، هذه حاجة غلطة بزاف وخطيرة بزاف، لازم يكون عصيان مدني، لازم تكون كاين جراف جينيرال باش هذا النظام يا الاخ تطردو، ابراهيم، ماشي الاخ ده ابراهيم عصيان حب ما يقول رناش في كسر الفلوس مو. انت بروحك انت راك حبيت قلت حل. المستوى نتاعك محدود، اصبرني اصبرني، لا راك بروحك تفضل، قلت باللي راه المستوى نتاعك محدود، هذا دونك مستوى كاين ما انا نجبره انت بروحك قلتها على روحك، مانيش انا اللي يا قلتها، محدود. انا صح، معلش تبغي معليش تعرف زعما. اسمع معليش اسمع نقول لك حاجه، اصبرني انا هاد الرئيس اصبرني عندي بلوك عليك يا بلان اسمع لي مينيستير ومن لا، انا ما يقنعونيش باللي هادو ما انا نعرفهم، بصح معليني اسمع نقول لك حاجه، اخ ابراهيم انا ما اصبرني راك تسمع يقنعونيش، انا فيه ماشي انا تسلفت، اسمعني انا تسلفت شويه، انا ادرخل من سلال، انا يا ما معليش ادرخل من اخويا بنوريطه، انا يا يا الاخ هاد العلمانيين وهاد الملحدين ولا في الوزاره وهاد العلمانيين وهاد المسيحيين، انا ما يعنوليش لا شيء صاحبي، راك فاهمني شويه، اخ انا ابراهيم تقلقت في هاد راني البلاد كنت نسمع فيك، اسمعني شويه، انت دركا انت دركا راك قلت لك انا احنا رانا نحوسوا على الحل، قلت لي باللي انت الاضراب هذا تحوس يكون هناك اضراب مفتوح، هذا الاضراب مفتوح انت تعتقد فيه باللي حله؟ سي نورمال حل الاضراب ما راك في هوش فرنسا، حل، حنا جدود، حنا جدودنا بالاضراب راك في الاضراب ما فرنسا، هوش حل، الاضراب راك هو تضرب وسيله. تضرب كلش بالصح هكا، تضربهم هما، تضرب يا النظام، راجل تضرب العنب الكور، ليس انت تضرب راك تتكلم الاقتصاد، في تضرب كلام ما كل شيء، يعجبكش بيه، كيفاش الاضراب ما ما نبانش هوش بيه؟ حل، الاضراب وشنو هو الحل؟ راهو وسيله، فهمت؟ الاضراب هو وسيله، وسيله من ها اجل الضغط على النظام، ماهوش هو الحل، ايوه احنا نحوسوا على الحلول، اعطيني الحلول، الاضراب واش ماهوش من حل. حل نعطيك؟ نعطيك حل، انا نقول لك نحي بوتفليقه ونديرو مرحله انتقاليه ونديرو انتخابات شرعيه ونزيهه ونخيرو بها رئيس تاعنا اللي يمشي لنا هذه كيفاه البلاد ويساعدنا كيفاه ونساعدوه. اي كيفاه كيفاش ما كيكون النظام، كيكون النظام متسلط ويكون النظام كيما هذا النظام اللي حاكمنا دوك حنايا، اللي حاسب بلي هذه البلاد تاعو وحنا الشعب تاعو، ماشي حاسب بلي دوك انا ويحيى، ويحيى ما يشوفش بلي البلاد هذه هو الشعب مواطن فيها، راك فاهمني؟ ولا وليك خدام يخدم في الشعب تاعو ولا يخدم في الشعب اللي هو نورمالمون خدام عندنا، راك فاهمني؟ يشوف روحه باللي هو حنا تاعو، راك فاهمني؟ ويملك جزء كبير من هذه البلاد، وحنا يسال فينا هو ويمشينا كيما نحب، ولازم يفرض علينا القوانين تاعو هو ويفرض علينا واش يساعدو راك هو، راك تكلم واحد فاهمني؟ الكلام، واحد الكلام لا ماهوش انا كيما نتكلم لك مرتب. في الصح، انا نهضر لك في رياليتي شيخ، انا مانيش شغل، نهضر لك انا في رياليتي ونهضر لك بوجهي وفيار يا ودي الحراك ما الشعبي وكلام اللي راه اللي ماكش كيصرى. متكلم في كلام مسؤول، شوف راك دوك تقول نتنبأ فينا لك، دوك بروتوكولار. انا نتنبأ لك، دوك اصبرني انا نتنبأ لك يا بواحد انت النابة صغير، مازال برك ماكش فاهم، اسمعني ماكش فاهم الوسم اسمعني والاضراب اشرح وش لك هو، حاجة يا وتقول شيخ، لي انت تتنبأ، وليت انت تتنبأ، اصبر اسمعني شوية فاهم استاذ، اصبر اسمعني فاهم استاذ، اسمعني اسمعني، كنت راني كنت تفضل. اسمع فيك، اسمعني انت، الاضراب شوف نقول لك، اضراب هذا راهو وسيله نتاع ضغط ماهوش حل، نعطي لك امثله، امثله من الواقع، في وقت من الاوقات في القريه وان كنت مسكن انا، قبل ما يظهر الفيس، قبل ما تظهر التعدديه الحزبيه، درنا اضراب في القريه نتاعنا اعتقد في سنه 82 ولا 83، في هذاك الوقت، في الوقت هذاك حنا في القريه نتاعنا ما كانش عندنا الكهرباء، ما عندناش تريسيتي، قررنا على دي باش نديروا اضراب عام مفتوح في القريه، نعطيك كامثله من الواقع، باسكو دوك هذا اللي راهو يتكلم على اضراب ما على بالوش به واش راه يدير، فتحنا احنا اضراب، لا واحد يروح يقرا، لا واحد يروح يقري، لا واحد يروح يخدم، قريه دايره اضراب، الاهداف نتاعنا قال احنا نحوسوا على طريق، نحوسوا على مدرسه، نحوسوا على الكهرباء، مطالب اجتماعيه، اوكي عندنا دائره ثم، هذه الدائره تاع برج الغدير، القريه هذه نسكن فيها بعيده حوالي 3 خيار الناس، كيلومتر، 3 نعرفها كيلومتر نعرفها خيار الناس. شوف، وكنا نستعملوا مره على مره، نستعملوا حرب النفسيه،
قال راه مجمعاها مهبطين ثم البرج الغدي، راه رايحين يحرقوا البلديه، حرب نفسيه استعملوا فيها كذا 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 كذا. قعدنا مده نتاع اعتقد 10 ايام. دوك انت كي تكون تراك داير اضراب تاكل ولا ما تاكلش؟ الداوي ولا ماشي دير غراف دو فام؟ مانيش نقول لك انا اضراب نتاع الطعام باش ما ماشي تاكلش. غراف دو فام، لا ماشي لا لا غراف دو، ياه راه وراه لي غراف دو فام. ايه غراف شنو دير انت اضراب؟ اضراب ما تخدمش. شكون اللي وكلك؟ نو شكون اللي وكلك؟ اش انت لازم تاكل؟ الشر ما يقتلش يا شيخ، الشر ما يقتلش. بكري كم يوسف يروحوا للحج ما ياكلوش بالشهر 3 شهور نورمال عادي. دير الماء الرويدة، الماء الماء والسكر، دير الماء الرويدة. والسكر. داكش كاع تضحك، راك تستهزأ، راك تضحك في امر، راك يا تضحك انت ودي سمعت اسمع، تضحك نتاع الاضراب، يا ودي شوف اضراب قاسم بالله يا الاخ راك ابراهيم، ربي اسمع تقول اسمع نهضر معاك تقول لي انت اضراب قاسم ماشي حل. بالله سم قاسم الحل نتاع اسمع عندك الحريق والقتيله والدم، هذا هو هذا هو الحل، يا الاخ هذا هو ابراهيم الحل نتاع عندك. دير في راسك حاجه، دير في راسك حاجه باللي الزوج جمعتي عليهم فاتت، الجمعة تاع اليوم هي فاتت بخير وعلى خير الحمد لله. الجمعة الجاية، الجمعة الجاية شت هذا النظام هذايا يدخل عباد، يدخل جهات معينة وجهات مخدمة هو في وسط المتظاهرين، ويديروا الفتنة ويشعلوا النار ويسرقوا ويحرقوا، وهذه المظاهرات من شوف سلمية ترجع إلى تخريبية، شوف وعمدا ترجع إلى من شوف لو سلمية إلى كان تخريبية. النظام هذا، فهمني؟ شوف نقول لك لو كان اشفاوا النظام عليها يطفي خوفي، الانترنت، اشفاوا طفي عليها. الانترنت برك، شوف لو ها كان يطفي ها الانترنت ها والله العظيم، شوف نحلف لك على المصحف الشريف غير كاينين الناس اللي هما ها ينتحروا لو كان يطفي الانترنت برك. يعني فهمت يا شيخ، وين يا انا غدوة نقول لو لك كان اللي يطفيوا لو كان الكهرباء؟ وين يا غدوة لو كان تتقطع الطريق؟ وين يا غدوة لو كان يحبس السميد ويحبس السكر انت راك تحكي على اضراب هكذا نظريا؟ دير اضراب، اسكو انت عندك البديل هذا المواطن، اسكو انت هذا المواطن اللي انت راك علاش تروح التزاكي؟ تراهن ماشي الا ما عليه؟ كانش البديل سي نورمال يا كاين الاخ البديل، اسمع علاش عم بالك انت الكلام، اسمع العالم الكلام، اسمع رجال زاير. الافكار، وحاول هو انك ترد على الافكار. راني نسمع، راني نسمع، انت درك هذا راني نسمع، المواطن انا انت محمش اللي واحد راك بك تراهن يظلمني. عليه، المواطن هذا اللي راك راه تراهن عليه، يا هل ترى هذا المواطن هو راهو مستعد على جال باش يتحمل؟ دوك انت مثلا في وقت من الاوقات مثلا في الثوره كان المواطن الجزائري هو انه يجوع، كان المواطن الجزائري يتحفى، كان المواطن الجزائري يتعرى وصابر ومتحمل، كان اللي حتى يعذبوه 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 وما يقرش ويموت تحت التعذيب. يا هل ترى هذا المواطن اللي الان راهم يشريوه بكسكروت هذا انت تنتظر ما منه عنده انك انت الشخصية ترى هذا. ورك ما رايح؟ تحكيليش، ما تحكيليش على فئة، اسمع اسمع ليش معلي شيخ، الجزائر فيها الرجال، ما تحكيليش على فئة معينة اللي تشراو بكاسكوت كيما راك تحكي انت، وتحكي لي على ناس ما عندهمش الشخصية. راك فاهمني؟ راك تحكي لي انت على ناس هذا النظام، هذا النظام وسام يمانيبيلي فيهم بالتيليكوموند، راك فاهمني؟ يمانيبيلي فيهم بالنهار بالشروق. يا شيخ صلي على النبي محمد، صلي على النبي محمد، نهضروا كلمه شابه باش نهبط نخلي الناس تطلع تتهضر من رايها، راك فاهمني؟ يعني طولت شويه عندك. شوف الحراك الشعبي اللي راه كاين هذا تاع بلدان ديمقراطيه ماشي تاع بلدان ديكتاتوريه والعالم الثالث، راك فاهمني؟ باش اتفقت يخرج معك. الشعب يدير مانيفيستاسيون، اسمح لي، باش يخرج الشعب يدير مانيفيستاسيون لازم، وظاهر مانيفيستاسيون سلميه، لازم يكون عايش في بلد ديمقراطي صح، ماشي يدعي الديمقراطية، راك فاهمني؟ هو ديكتاتوري، لا لا، يكون كيما في فرنسا، كيما بزاف كاين بلا بلجيك، كاين بلايص بزاف ناض فيهم حراك بصح تغم بالخف، راك فاهمني؟ لازم يكون سلمي، بصح مع نظام كيما هذا، يعني نظام اللي ما يخافش من ربي سبحانه، راك فاهمني؟ ما راش يخاف ربي فيك انت ولا فيا انا ولا في، مانيش عارف انا، نظام اللي يقدر يحول حزب من حزب سياسي الى حزب ارهابي، هذا ما يعنيش انا عندي نظام واللي عندك انت نظام، راك فاهمني؟ هذا النظام لازم له طريقه باش يتغير صح، ماشي باش نتمسخروا ببعضنا، خرج ولاد الناس زج بيهم كما نقول اعمال الشاغب، وخرجهم زج بيهم مانيش عارف انا في الموت ومانيش عارف وين زج بيهم، اما تجي تقول لي راني ندير في مانيفيستاسيون باش نغير النظام. كاين طرق بزاف سلميين تغير بهم النظام، ومنهم كما قلت لك انا الاضراب، اي اضراب يكون اضراب عام واضراب مفتوح في جميع المؤسسات، وحشل حركه المرور وشل كل حاجه، البلد تحبسها نورمال، ايه نموت معليش عادي يا اخي، راك حاب تغير، راك حاب تبدل النظام، باش تقول لي انت لازم يتدخل العسكر ويتدخل الجيش، هذا ماشي حل، عاوليك يولي اضراب فيها انقلاب، اضراب تم والانقلاب ماشي تسليته. معترف به دوليا. كي يتدخل الجيش، كي يتدخل الجيش باش يعزل الرئيس،
ويطبق المادة 102 ومنها ويعزل ويخرج للجيش وسيبون البلاد تولي فيها حكم عسكري ماشي حكم دستوري راك فاهم. وباش دا مرحلة انتقالية يحب لك يا شيخ. انا شوف انا ما نعرفش السياسة مليح بس راني نفهم لها راك فاهمني. انا السياسة ما نعرفهاش مليح. وين انت راك تشتغل وتخدم كما نقولوا لصالح جهات معينة ولا جهات اخرى مانيش عارف انا بروجيكتيف تاعك حتى وينك حاب توصل راك فاهمني. هذيك حاجة واحدة اخرى تقول اي حاجه تجيك في راسك تقولها هكذاك راكش تقرا الكلام تاعك. انا راني نقول لك في الصح راني نقول لك واش كاين شيخ شنو الصح راني قلت انت راك مأيد. شوف تخيل اي حاجه تجيك في راسك. لا 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 انت راك مأيد الشعب كي يخرج ويدير حراك شعبي راك فهمني باش يقدر هذا النظام هذاك الحراك الشعبي اللي يكون سلمي يولي ماشي سلمي يولي دموي راك فهمني. وما راكش معايا فكره تاع الاضراب ما راك شوف انت راك معايا تحك وحدك تحاجي وتفسر وحدك وكيفاش نحاجي ونفسر حتى بني استاذ هذا بقول انتك حاب تغلطني هم ليك الناس يسمعوا شهادي راني غلط. سمعتني انا واش قلت؟ قلت لي راك قلت لك راك تتهم فيها شغل نواسي فيك انا شغل راني إيه. حاجي إيه راك تتهم فيا باش نهضر راك تتهم لا فيه. لا شيخ مانيش نتهم فيك راني تعرف تقرا انت تعرف تقرا اتفضل اتفضل تعرف تقرا ولا ما تعرفش؟ واش راك حاب تحكي نسمعك نجاوبك السؤال تعرف جوة. تقرا ولا ما تعرفش تقرا؟ نعرف نقرا تعرف تقرا روح اقرا كتاب المصالحه اللي راني كاتبه وروح شوف اذا كان انا راني مع هالكلام اللي انت راك تقول فيه روح اقراه شوف افكار واحده من ورا خوتها اقرا خيار التغيير اقرا الخيار تاع التغيير عن طريق الانتفاضه اقرا الخيار تاع التغيير عن طريق الانقلاب اقرا الخيار تاع التغيير عن طريق الانتخابات وشوف الافكار تاعي وحده زائد وحده شوف ترى وين الكلام اللي راك تقول فيه انت وشوف الكلام اللي راني نقول فيه انا شوف شكون اللي راهو عنده منهجيه راه يمشي بها وعنده منطق راهو يتكلم به وراهو يتكلم بموضوعيه وشكون اللي راهو يتكلم في كلام ما على بالوش به مامبا ما على بالوش حتى واش راه يقول ماشي مشكل شيخ انا واش حباني انا باش نهبط نخلي الناس بعدا كامل كديرونجاو مني فاهم. لا الاضراب الاضراب الشعب الاضراب العام هو الحل ما هذا النظام باش تقدر ديرو في الليطو فهمني. هاد الحراك وهاد المسيرات يقدروا يزجوا بك في فوضى ويدوك الفوضى عارمه وتكون هاد الفوضى هادي كيما نقولوا لصالح النظام. هذا ما كنت حبيت نقول لك انا استاذ واسمح لنا شكرا للاخ ابراهيم نشوفوك فرصه اخرى ان شاء الله ان شاء الله على ربي وسلم الله يبارك فيك شكرا. نشوف ترى الاخ هذا هشام اخ هشام بوسعيد هشام بوسعيد عندك كان بلوكاج في الهاتف نتاعك الاخ هشام. نشوف ترى هذا العيسى نفس الشيء راه عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك شوفوا ترى هذا الأخ باسم خياطي أخ محمد بلال صبر شوية دوك نطلعك صبر شوية أخ محمد عون للأسف الشديد هذا الأخ اللي دخلته يبدو هو أنه عنده محمد بلال شوفوا ترى اخ محمد بلال عندك كان بلوكاج في الهاتف تاعك شكون هذا شوف هذا سفيان عبد السلام اصبر شوية الأخ عبد السلام مزالي اصبر شوية اصبر الأخ محمد شوية دوك شوفوا ترى مع هذا نفس الشيء الأخر اللي طلعتك هو كنت اللي رفضته شوفوا ترى هذا الأخ عبد السلام مزالي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام مرحبا بك الأخ عبد السلام. كيف حالك أستاذ؟ والله الحمد لله من راك تكلم فينا الأخ عبد السلام بومرداس بومرداس أستاذ
ما شاء الله، مرحبا بك، تفضل. أستاذ، كاين حل واحد واللي هو الشعب يبقى متضامن، ولازم التغيير يكون في الصندوق والرقابة تكون شديدة. هذه هي الكلمة اللي راني حاب نحضرها. ولكن كيفاش الأخ عبد السلام؟ معك الشعب معك هو الشعب. أنه الشعب يتضامن، يتضامن مع بعضه، معك اتفق معك، كلام منطقي وكلام سليم. هو أنه يروح للصندوق، معك كلام منطقي وسليم، ولكن كيفاش؟ كيفاش أستاذ؟ مثلا لا فعلا عندهم أعضاء يراقبوا ويخدموا خدمتهم، هكذا أستاذ. الأحزاب الأخرين اللي راهم حابين يطلعوا وراهم حابين يديروا النظام تاعهم يراقبوهم ثاني ويخدموا خدمتهم بمعنى الكلمة. تما العباد لازم ما يتشراوش أستاذ. معاك، ولكن دوك انت تراك تحوس على التغيير. نعم، التغيير هذا لازم له مشروع. اولا التغيير هذا ما يجيش وحده، التغيير لازم له مشروع. ما تقدرش دوك انت تبني مع الباليش هنا جسر. نعطيك نعم. مثال، جسر تاع قسنطينه تاع قنطره الحبال. نعم. هذاك نعم. الانسان هذاك اللي راهو بنى الجسر راهو فكر، دار مخطط في راسه، وراه فيما بعد جسده، جسد المخطط نتاعو، هذاك لقى رجال، لقى اموال، ومن بعد جسد هو المشروع. انت نفس الشيء، تارك تحوس تدير التغيير لازم لك مشروع. ما تقدرش انت تدير التغيير بلا مشروع، ولازم لك اشياء اللي انت تجسد بها. درك انت كي لما انت تروح تجرب تجربه، والتجربة هذيك انت راك لحقت النتيجة هذيك خطأ، فهمت؟ انت لما راك راح تتعاود نفس التجربة راك راح تلحق نفس النتيجة، فهمتني؟ نعم استاذ. نعم، دوك انت اذا كان راك تحوس على التغيير، احزاب هذه راك تشوف فيها راها تمرمد. الدليل انت خروج درك راها جحافل من شعب خرجت للشارع ب مهماز ولا بكذا، المهم راها 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 جحافل من الشباب راها برا. راك تشوف انت درك في لويزا حنون كيفاش قابلوها، شفت انت موسى تواتي كيفاش قابلوه. بالتالي درك انت واش راح تنتظر من هذا موسى تواتي ولا لويزا حنون؟ واش راح تنتظر؟ ما راح ننتظر منهم حتى حاجه. اخلاص، دوك هذا الناس اللي راه خرجت البوتفليقه تقول له روح، واش راح تنتظر؟ حنا دوك نحوسوا على جيل. دوك انت لما تجيب لي ديناميكيه جديده، تجيب لي مشروع جديد، تجيب لي اشخاص جدد، هنا نقول لك صح، نقول لك راك تمشي في الاطار الصحيح. الكلام اللي انت قلت لي فيه دوك انت انه الشعب يتلحم مع بعضه، معاك. الشعب هو انه يؤمن بالصناديق ويعس عليها ولازم يحرص عليها، معاك. ولكن الناس هادو بالاحزاب هادو ما تنتظر والو، راك راح تعاود نفس التجارب، لانه هاد الناس مسهم الفساد، فهمت؟ ضربهم الفساد، ضربهم في الجذور. معناها سامحني استاذ نقطعك، معناها تما ما راحش تكون انتخابات نزيهه. اكيد، حتى وتكون نزيهه ما راك راح تخسر والو، اما راك راح تحقق حتى نتيجه، فهمت؟ ما راك راح تحقق حتى نتيجه حتى تكون نزيهة. الإجراء نتاع الانتخابات في الوقت الحالي، في الوقت الحالي بنفس نعم. الأشخاص ولا بالأشخاص هذو اللي راهم موجودين، مهما كانت النزاهة نتاع الانتخابات راها راح تأدي نفس النتيجة اللي هي استمرار هذا النظام. تديرها ببوتفليقة ولا تديرها بنفليس ولا تديرها بغديري، كل النتائج واحدة، فهمت؟ كل النتائج ما دام راهو في نقطة واحدة. باش تغير لازمك تغير النمط تاع الحكم، لازمك تغير المفاهيم، لازمك تغير العقليات، لازمك تغير انت الاستراتيجية نتاعك تاع الحكم. اما هو انك انت تغير الاشخاص بنفس الوجوه، تذوق مثلا عندك انت خزانة
فهمت؟ نعم أنا معك أستاذ. عندك خزانة تحطها في الصالون، من بعد ها قال دي والله كرهت انا من الصالون، على نهز الخزانة هذيك ديرها في شمبرة واحدة أخرى، من بعد نو كرهت انا ديها للكوزينة. وش اللي ها غيرت؟ ما غيرت والو، رجعت الفور الخزانة في نفس تبقى هي الحلقة خزانة. المفرغة نفسهم. تاذك اذا كنت حوس على التغيير، النمط تاع الحكم هذا يروح وتجي اجيال واحدة اخرى، اجيال اللي هي متشبعة بالقيم، متشبعة بالاخلاق، ودارسة في المدرسة الوطنية، ومش ماسها الفساد. وهذه باش تلحق ليها لازمك تخدم لها. في البداية هو انه لازم تكون مرحلة اللي انت تفوت، فهمت؟ تفوت بمرحلة. تذكر مثلا الطبيب لما هو يروح يداوي واحد، يداوي يخي يدير له لي زاناليز ولا، من بعد يشوف المرض تاعو اسكو المرض هذاك يحتاج أدوية او يحتاج عملية جراحية. لما يشوف هو باللي راهو يحتاج عملية جراحية يدير له العملية الجراحية، وفيما بعد راهو قال مثلا يحتاج إلى مرحلة نتاع نقاهة، فهمت؟ يدير له كونفاليسونس والله. ومن بعد قال راهو يحتاج إلى مرحلة تاع ريدوكاسيون تاع تأهيل، ومن بعد يبدأ يخدم بالشوية، ومن بعد يبدأ يمشي. نفس الشيء فيما يتعلق بتغيير النظام. تذوق لما انت راك راح تغير النظام، مع انت راك راح تدير عملية جراحية تغير نعم النظام نعم هذا، ولازم لك مرحلة تمر بها تاع 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين، تمر بمرحلة تبدأ فيما بعد انت تدير العملية هذه نتاع النقاهة ونتاع لا ريديوكاسيون، تعاود انت تخرج أجيال واحدة أخرى وتجي طالع بها. باش انت تلحق للتغيير الحقيقي لازم لك عمل تاع 10 15 سنة 20 سنة، باش انت تنشئ دولة جديدة اللي هي تواكب العصر. أما باش أنت تمشي بهذا نفس الوجوه المقصدرة، ما تنتظر والو، حاجة ما تتغير في البلاد. تسمى أستاذ هكذا المفهوم تاعي باللي مام إذا كانت زعما إن شاء الله يكون تغيير صافي دار راح نبقاو في نفس المرحلة، ما راحش يكون تغيير زعما. تسمى مام إذا ها هو بداها شوف، مترشح ها واحد هو آخر. شوف نعطيها لك، شوف نعطيها لك. هو راح بومدين، بومدين ديكتاتور الله كما يرحمه قالوا، الله بومدين اسمه، يرحمه. ربي يرحم. جا الشاذلي، واش هي النتيجة اللي وصلنا لها؟ راح الشاذلي، جا زروال، جابوا بوضياف، واش هي النتيجة اللي الله وصلنا لها؟ يرحمه. وجابوا زروال، واش هي النتيجة اللي وصلنا لها؟ وجابوا بوتفليقة، وقال بوتفليقة هذا خلاص راهو بوتفليقة 5 سنين الأولى راحت، 5 سنين الثانية راحت، 5 سنين ثلاثة راحت، والرابعة راحت، والآن ذكرها الناس تحوس على مرحلة واحدة أخرى. حاجة ما تتغير. لماذا؟ لأنك أنت مهما جبت شخص، ما دام راها كاينة هذه الدولة راها متغلغلة داخل دولة، راها داخل دولة ما تبانش، وراها متغلغلة هي، أي شخص تجيبه رايحين يركعوه. اي شخص تجيبه رايحين يركعوه. ايه انت تما باش تغير هكذا يا لازم استاذ هذه الدوله، الدوله العميقه لازم هذه لازم تروح. سامحني استاذي، تما لازم تغيير جذري. بيان سور، تغيير جذري على مراحل. تقدرش انت تغير ضربه واحده. قال دوك مثلا تدريجيا هالبيش يعني، ما انا في تقدرش النهار، من لازمك المحاضر على تغير ضربة مراحل، واحدة. أرى على مراحل تبدأ. قال مثلا في السلك القضائي تبدأ تنقي فيه، قال مثلا هذا القضاة نتاع الرشوة ولا ذيك تخلق لهم، قال روح من القضاء خليه مكان واحد آخر، تخدم السلك نتاع القضاء، قال مثلا دير فيه إدارة صحيحة، دير فيه ناس واحد أخرين، تكون ماكش في نهارك أنت راك راح أنت الولات نفس الشيء، رؤساء الدوائر نفس أستاذ الشيء، رؤساء البلديات نفس الشيء، البرلمان نفس الشيء، نعم والمؤسسات تجي بها، قال تاع الاقتصاد تاع السياحة تاع النقل تاع الصحة، وتخدم. لازم لك 10 15 20 سنة باش انت تنقي هذا النظام هذا، وتجيب نمط واحد اخر، بحيث هو انه يكون مثلا عمل تشاركي. هذا اللي راه مش موجود، عمل نعم جماعي والعمل التشاركي، وين انك انت تشرك الناس الكل.
شاركهم في قرارات، خاصة لما تكون ده قرارات سيادية. تذوق مثلا انت، نعطيك مثال برك، قال نعم الأمازيغية جاء واحد نفحت له في راسه، يلا اعتمدها، لا نقاش لا حوار لا أخذ لا رد لا والو. والآخر يجي يقول لك نو نحيها، لا نقاش لا وسمو لا والو. فيما بعد واش راح تنتظر؟ لازم يكون فيه عمل تاع تشارك، واسمه تاع تشارك، تتشارك الناس. خويا قال هذا القرار، انا راح نتخذ قرار، راح ندير عيد وطني مثلا، نعم. فهمت؟ عيد وطني. أو مثال أستاذ تاع مسح الديون لبلدان خارجية، مسح كل الديون شيء نورمالمون ايه يكون فيها تشاور هذه. بيان سور. أنا كيما راهم درك كما درك احنا يجي في الطريق، يقول له واش رايك انت في مسح الديون نتاع الشباب، قول له انا نمسح لهم، انا نلحق نمسح لهم، كانش مشكله. هذا انت واحد راه عنده بعد النظر، هذا راه يفكر في المصلحه نتاع البلاد، ما هذا راهوش ماهوش يفكر يفكر في مصلحة البلد. الدرهم نتاع باباك، هذا ترك راح تمدهم درهم باباك، ما مش درهم باباك، درهم نتاع شعب. تذكر انسان اللي راه اسمه قال انا نتشاور، تجي نتخذ قرار قال انا نتشاور مع الناس، نتشاور مع الاحزاب، نتشاور مع الجمعيات، نتشاور مع السياسيين، وناخذ القرار الصائب قال اللي راه يليق بالمصلحه تاع البلاد. نشوف انا قال لك مثلا هذا الشباب راه كاين مثلا ديون، قال شحال 400 مليار ولا 500 مليار، قال سي محمد شاور انا جهات مختصين ونشوف القرار اللي انا يخدم البلاد، فهمت؟ لكن باش يجي واحد أستاذ، هكا هكذاك سؤال صغير فقط أستاذ، وش رأيك في الحكم العسكري؟ جوزناه، هذا فهمت؟ جوزناه، باسكو جوزناه. احنا دوك راهم الان رانا في 2019 يا راجل، باسكو كاينين بزاف الحكم راهم يقولوا العسكري لك ممكن لازم كان يحصل، الحكم العسكري. كان ممكن في الخمسينات في الستينات حتى السبعينات. دوك رانا في 2019 صاحبي، شباب راه الان تستخدم في الـ في لي زابليكاسيون، تستخدم في الوسمو، خلاص درك الطفل الصغير تبدا انت تكثر عليه في الاوامر، يقول لك بسلامه بالعافيه في دارك نعم في مع ولادك، نعم ما بالك انت. ثم دوك ممكن أستاذ، الحل دوك كما قولوا أستاذ، الحل وشنو هو الحل الحل في رانا رأيك قلناه هو أنت؟ أن الناس في الوقت الحالي هو تأجيل الانتخابات والتحضير المؤتمر، والمؤتمر هذا الدولة تشارك في هذا الجانب اللوجستي، ولكن بإشراك طاقات سياسية والفكرية والإعلامية، ويكون هذا المؤتمر وفق تشاور، بحيث هو أن الناس ما بعد تدلي بالآراء تاعها داخل هذا المؤتمر، وتشارك فيه الولايات كلها. يا خويا نجيب الزبدة تاع الولايات، نعم الزبدة تاع الولايات، وفي الناس اللي راهم في الخارج، وتتناقش الناس حول خطوط عريضة تاع مشروع مجتمع جديد، وتبدأ الناس تطبق فيه على مراحل، حتى غدوة يجي رئيس قال ها هو اسمه الموديل اللي نمشيو فيه، ما تقصي فيه حتى طرف، وتبدا تمشي انت مرحليا. فيما بعد انت تسمح من خلال هذيك من خلال هذاك الحوار، تسمح للطاقات في الداخل وفي الخارج، ويبدا يرجع الامل، تبدا تشوف في ناس في وسائل الاعلام، تبدا تشوف في ناس جدد في البرلمان في البلديات، ويكون تسيير فيما بعد للكفاءات، ويجيو ناس نزاهة، ومن بعد يبدا يرجع الامل. دوك انت المواطن لما غدوه مثلا قال، مثلا نعطيك مثال برك في السكن، قال مثلا واحد راهو داير طلب تاع سكن ما داش، وراهو يعيط نعم ويصرخ. لماذا يعيط ويصرخ؟ باسكو ما كانش عداله. لكن غدوه لما يكون هو في دوله عادله، ودوله يحكم فيها القانون، وما كانش الرشوه، ما كانش بني عميس واللي يتحرك يتخبط للراس، غدوه يعرف باللي راهو دار مثلا دار ملف نتاع سكن، ويقولوا له باللي نعطيه لك يعطيه له، بالتالي هو يعود له الامل هذاك. والانسان اللي راه مش خدام
تعطي له انت فرصه، قال مثلا يدير تجاره ولا يدير تكوين ولا كذا، نفس الشيء. وهذا المهاجر غدوه لما يرجع لبلاده يلقى روحه الى غير ذلك. من بعد تبدا انت تزرع في الامل، وتبدا انت ترجع في الاحلام هذيك للناس. احلام ضائعه. شارك غدوه انت، قال مثلا رئيس بلديه لما تنتخب عليه يخرج. سامحني استاذ برك نقطع لك كلامك، هذو تما واش راك تهضر، هذو الوعود الكاذبه اللي قبل الانتخابات. تما لو كان يطبقوا الكلام اللي يهضروه قبل الانتخابات رانا لاباس بهنا. بوتفليقه ولا يحيى ولا سلال ولا نامبورت لوكي اللي يحكم، لو كان يطبق واش يهضر قبل الانتخابات رانا عايشين لابال فيه استاذ. تما كاينين وعود اللي وين الحق، الحق المواطن شغل عنده بروبلام في الماكلة، نخليه واحد آخر يطلع أستاذ باسكو خلصوا لي. ربي يبارك الله يسترك أستاذ، وراني معك في اللايف. ربي يعيشك. شكرا للأخ عبد السلام، نشوف الترابق وزوج ولا ثلاثة نكملوهم. أخ محمد بلال هذا أيوة مرة هذه نورمال مو تطلع. مرحبا بك. وعليكم السلام. لا بس الحمد لله. مرحبا بك، الله يبارك فيك اخويا. الحمد لله. من راك تكلم فينا الاخ محمد؟ من تيبازا شرشار. ما شاء الله ما شاء الله، تفضل الاخ محمد. الحقيقه الشيء اللي تهضر فيه يعني اليوم كنت نقصر انا وصحابي على هذه المسيره، نفس الهضره اللي تهضر فيها تاع انه احنا شعبوي رانا خرجنا ودرنا وايه وحاجه الله يبارك والريزولطا يعني بعدها واش كاين يعني نفس الهضره. اول مره يعني اول مره ندخل نشوف اللايف تاعك يعني طحت في السوجي تاعي. نعم. انا عندي سؤال برك استاذ الله يعيشك. نعم. انت في رايك درك بيسكن راك تقول باللي السيستم هذا هو اللي لازم يتغير بالعقل بالعقل. نعم. انت راك هضرت على الداخل دوك، هل ترى الدول الخارجيه كما نقولوا فرنسا ولا امريكا ولا الناس اللي عندها مصالح اسكو راح تقبل انه يتبدل هذا السيستم؟ اسكو يعني ما تعتقدش باللي هي اللي راهي ماشي مخليه التغيير هذا يحصل؟ يعني هي القوه اللي كما نقولوا الخفيه اللي راهي ماشي مخليه البلاد تبدل؟ اسكو غير تاو شوف نقول لك تارك مع ذيوبة خطر لك شغل. أنا في رأيي وش أوصي أنا فاهم نفس الحالة راي صارية في مصر ونفس المشكلة صارية تقريبا. إيه المشكلة نتاع مصر؟ شوف نقول لك أنا نهار اللي نط في مصر راهم التسجيلات راهم مازالهم موجودين ومنشورين في اليوتيوب. تا دركا رايح أنت في مصر خونا مرسي مازال ما حدش رجليه، بدا يتوعد في الناس والجمعة نتاع القدس نفس الأخطاء اللي وقعت فيهم الجبهة الإسلامية في 91 و92 عاودوا وقعوا فيهم بشكل واحد آخر. يا أخي هاك تشوف أنت دركا يعني كمثال برك في تونس الغنوشي إيفيتا المواجهة إيفيتا، احنا نروحوا الأبعد من ذلك ما ندخلوش معهم في مواجهة خلاص. دخل معهم في مواجهة ما تروح انت تلعب في اللعب نتاعهم. يا أخويا أنا راني لاتي بالجزائر بوان، ما ندخل في حتى لعب، راني لاتي بالجزائر حاوش نديرو دولة ديمقراطية فيها حقوق الإنسان، فيها العدالة الاجتماعية، فيها تكافؤ الفرص، فيها الأخوة، فيها التسامح، وفيها احترام الجار، وفيها القيم، وفيها الأخلاق، وفيها كذا. ما ندخلش معهم أنا في مواجهة ونفس الشيء، وما تروحش أنت تدخل في الإقصاء وفي التهميش وتصفية الحسابات. تذكر لما تصير أنت راك تسمع في خطابات يلا وخرجوا وروحوا ديوا معكم الخل وجديوا معكم الساكودو، أنت راك تنتظر أنت في الناس هذو باش يبقاو يستناو فيك
ترك تعطيلهم في تعطيلهم في في الذرائع على جال باش هما راهي فيما بعد في اول دوره يحصدوك. ما ندخلش انا في هذيك الصراع، انا نحوس. هما راهم قالوا داروا مصالحه يا خويا، انا نحوس على مصالحه حقيقيه. صحيح يا استاذ، نسقسيك انت في رايك هذا الحراك اللي صرا هذا تاع المسيرات وكاع، كما راك كما قلت انت دان كوتي حاجه مليحه. كاين واحد المثال يقول لك اذا غاب اصحاب اذا سكت اصحاب الحق توهم اصحاب الباطل انهم على حق. بالضبط. درك حنا المشكل اللي راهو صاري في الجزائر درك، هذا الحراك هذا اللي راهم خرجوا وهضروا كاع، الكفاءات تاعنا والناس النزهاء، انا هذا واش راني نتساءل، وراهم هادو الناس اللي يضلوا اللي كما انتم راكم برا، كما راك تقول عندك الطرق تهضر مع الناس من بعيد وكاع، بصح يا هل ترى اللي راهم هنا في الجزائر الناس النزهاء والناس الكفاءات، وراهم علاه ما مش خايفين على ارواحهم؟ خايفين على ارواحهم، كل واحد راهو خايف على الموقع نتاعو. هيا استاذ شوف نعطيك كم مثال، برك نعطيك كم مثال. في وقت من الاوقات كنا حابين نديروا نشاط في الصيف، كانوا بعض الاخوه هكذا ينشطوا معايا هكذا، غير فقط باش يكريو قاعه، راحوا الواحد كان يحس في روحه مانيش عارف كذا، راحوا ليه برك على جال باش يكري لهم قاعه، قال لهم ما نقدرش، هذا كراء نتاع قاعه. بصح لماذا؟ لأن الناس تخايف على المصالح نتاعها. كاين الناس اللي راهم درك ما عندهم كفاءات، مازال ما لقاوش البيئة اللي يتحركوا فيها، هما درك في البداية. هاد الناس ما تنتظر منهم والو، هادو شوف نقول لك انت لازم يكونوا ناس من يكونوا ناس واعيين ويكونوا مستعدين للتضحية، يخلقوا هما بيئة لناس واحد اخرين يجيو فيما بعد. نهار اللي هي تخلق هذيك البيئة وهذوك الناس تسمى كيما القنفود هذاك، لازم يلقى البيئة اللي يقدر يتحرك فيها باش يخرج راسه. هو راه دوك داير الشوك وحبس، هذو نفس الشيء. نهار اللي يلقاو البيئة هما اللي هي تسمح لهم على جال باش يتحركوا ينشطوا، فيما بعد يبداو يتحركوا. لكن الآن راهم من بعيد ويتبعوا، راهم يشوفوا ويسمعوا، كاين اللي تعليق ما يديروش، راهو يتبع يشوف ويسمع. بصح هكذا رانا نعاود رايحين نطيحوا في نفس الهضره اللي هضرت عليها، انهم رايحين الناس اللي ماشي ملاح يختطفوا المسيرات هذه ويختطفوا اعلى المكاسب تاع هذه المسيره، انا رايحين نطيحوا في نفس المشكل. شوف انا هذه، شوف نقول لك، انا عندي من التسعينات، من التجربة هذيك نتاع الفيس ونتاع الدماء اللي صرات وكذاك، اقتنعت باللي خاصة من يعني إنسان يطالع ويشوف وكذا، هي كاينة حركة صهيونية راها تشتغل. هذا واش حبيت، هذا واش حبيت تأكد لي برك، راها تشتغل. أول شيء هو أنه لابد من هذ الناس اللي عندهم توجه إسلامي يبتعدوا من الصفوف الأمامية. مشكل استاذ ماشي في الناس الاسلام، اصبرني اصبرني، الصف الاول الصف الثاني الصف الاول. لا لا، الاسلام يبقى الاسلام جوهر، ما يروحش. لا لا ما فهمتش، الصف الاول والصف الثاني بعد خلي ناس عندهم توجه وطني اصيل. الكلام تاعي راه مفهوم، توجه وطني اصيل. يعني مثلا واحد كيما مهري ربي يرحمه، توجه كيما ذاك، إنسان يكون واعي، إنسان مثقف، إنسان عنده رؤية مستقبلية، هذوك يجيو في الصفوف الأمامية، الصف الأول والصف الثاني. أنت راك روح لتاب أمور واحدة أخرى، السياسة هذه راه عندها ناس واحد أخرين، روح لتاب أمور واحدة، التاب الدعوة، التاب التربية، التاب الأخلاق، التاب نشر الفضائل، وخلي أمور واحدة أخرى الناس اللي يعرفوا لها المناورات ويعرفوا الاخذ والرد ويعرفوا المراوغات ويعرفوا الوسمو. خلي انت روح بعد ليه، باش ما نطيحوش الغلطه اللي داروها في مصر، لا مصر ولا تونس ولا وسمو، ما عزيش تجبدهم هذوك نهائيا. خدم، شوف لازم يكون عندك بعد النظر، اخدم بشويه، روح امشي بشويه. اما هو انك انت تروح
كيما راها دروك تعتمد انت على الشارع ولا راك راه تدخل في الحيط، فهمت؟ هذا كلشي اللي طب انا انا دركا خايف عندنا خايف التجربة تاع الجبهة الإسلامية، شفنا الإضراب وين وصلنا، شفنا المسيرات وين وصلونا. عندنا هاي المسيرات نفسهم عاودوا كروهم بقالب واحد آخر في مصر، وانا شفنا النتيجة نتاعها يا خويا. حبس، شوف البعيد. للأسف حنا الشعب تاعنا مازال ما توعاش هاد الأمورات، والناس اللي راهي واعية كما قلت راهم خايفين، راهي الشعبوية هي اللي هتمشي فيهم، ولا كما قال الأخ قبيلة العاطفة. ايه، عاطفة للأسف، بارك عاطفة الله انت، فيك. هذا تلقى واحد يهدر لك في امور مش ما با فاهمها. مشكلة. أما والله شوف، يعني أنا تبعت المظاهرات أبيبري هنا، كنت نشوف في شرشال وشفت في فيسبوك، يعني تشوف الناس اللي كما هضرنا على شرشال اللي نعرفهم، يعني الناس اللي كانوا في المظاهرات واللي قايدينها، يعني نقدروا نقول مع احترامنا لكاع الناس، يعني لا بليبار سي دي روبري دو جيستيس، ما عندهم حتى علاقه، تلقاهم يمشوا في المظاهرات، يعني حاجه تاسفوا ليها. على قلت لكم الناس اللي يكونوا فريمون كفاءات والناس مثقفه ويلازم، تلقاهم جاب دير واحد للاسف. يعني وصلنا وقت الرضا، الله يحفظك لازم استاذ، نشوف. ربي يبارك فيك، ربي يحفظك، شكرا. انا سعيد، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، شكرا الأخ محمد. شوفوا طلع هذا الأخ حسام. المهم سهرناكم معانا، معليش. المهم أخ محمد، أخ حسام، مرحبا بك. السلام عليكم شيخ مدرس. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. وش حوالك؟ والله على بس، الحمد لله، الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ حسام؟ يعني من كوتي تاع المسان. ما شاء الله، مرحبا بك. برافو. والله على بس، الحمد لله. والله يا أستاذ، أنا والله يا أستاذ مش هنقول لك، أنا عندي واحد الأسئلة بصح، وشنو كاين سؤال جاوبتني فيه. نعم راك تسمع فيها؟ نعم انا اسمع فيك، تفضل. سؤال تاع شو اسمه المؤامرات هذه اللي راهي تصيروا راك معايا؟ نعم، كما كنت تقول دركا كاينه مؤامره صهيونيه، بس ما حكيتش معاها بالتفصيل. تحاول ندخلوا في التفاصيل باش نكشفوا كل شيء. انا اعطيناك راس الخيط وانت من بعد. لا باينه، بيسك لازم حاجه، لازم الناس هما يشوفوا. نقول لك شوف، اسمح لي بركون فاهم. اراه انا تفضل، انا اسمع فيك، تفضل تفضل. شوف، هما منذ مده مطالع شويه التاريخ ولا ماكش مطالع؟ لا بس شويه، الحمد لله. شوف، هما منذ السقوط نتاع الدولة العثمانية داروا نتاع الوعد نتاع بلفور، أسسوا الدولة نتاعهم، أكيد والأمور راها جاية. لما أنت دوك لما تشوف أنت الآن في 2019 وش راهو يحدث في سوريا، وش راهو يحدث في تركيا، وش راهو يحدث في السعودية، وش راهو يحدث في مصر، كله داخل في هذا الإطار. الآن هما راهم عندهم مدة وما يسعوا من أجل إنشاء دولة جديدة في المنطقة نتاع المغرب العربي على شاكلة كردستان، وراهم هما يهيئوا لها في الأرضية، هيئوا لها في الأرضية. كاين الناس اللي هما درك راهم يمشيوا على نيتهم، يمشيوا على نيتهم، قال مثلا خاوتنا من منطقة القبائل، كاين منهم اللي راهو يمشي على نيته، قال أنا يحوس، راه كاين حقرة، كاين ظلم، قال انا نحوس نهضر بالامازيغيه نتاعي، نحوس انا نحافظ على التقاليد نتاعي. هذو راه مخوتنا، هذو انت غدوه لو كان هو يلقى البيئه اللي اكيد هذا، هذه الهويه نتاعك. إيه، يلقى هو يلقى العداله، ويلقى هو المناخ اللي يتحرك فيه، خلاص تذوب المشاكل. كاين فئه اقليه اللي ربما راها هي نقولوا مثلا عميله، ولا راها عندها وسمو، هذه انت باش تقطع الدبر نتاعها بالوحده الوطنيه. لكن صحيح. هو انك انت تروح في هذا الاطار تاعهم مش على الاستاذ تهدلهم وتلعب في اللعب نتاعهم، هما المستفيدين.
راهم دوك يحركوا في جماعه في المغرب، جماعه في تونس، جماعه في ليبيا، جماعه في الجزائر، جماعه في مالي، يحركوا في افريقيا الوسطى، في افريقيا الوسطى اشعال المنطقه، ومن بعد هما ينستاليو الدوله اللي راهم يحوسوا عليها. يعطيك الله بصح استاذ. بس انا الحاجه اللي حيرتني، انا الحاجه العناوين مختلفه، سانكيام موندا لزقها انت القفار، تمويه لزقها لعلي عبد الله صالح، لزقها انت صدام حسين، لزق هما يختاروا لك، يختاروا لك كما يقولوا الشطحه، يختاروا لك الضربه نتاعك اللي انت تحوس ترقص عليها يجوك عليها. قالوا لك سانكيام موندا اي يجوك منها، سانكيام موندا سانكيام موندا سانكيام موندا، جماعه نوض من هي، طلع من هي، هبط من هي، يلا هاو نكاز راهو ينكز منها ويصوتي من هي ويتمهبل منها ومن هي، شعلها شعلها، ومن بعد روح انت روح انت وحبسها. احنا لازم الواحد يكون ذكي، فهمت؟ بس استاذ المشكل وين؟ لا استاذ انا المشكل في الجزائر، بصفه عامه، انه الفتنه ما عندناش الفتنه، يعني الاقليه هي النخبه اللي ممكن هي اللي عندها شويه فتنه، الناس اللي طالع، الناس اللي تحوس تفهم، الناس اللي عندها اهداف يعني حقيقيه باش تنمي البلاد. راك معايا؟ نقصتنا الفتنه، الشباب الجزائري نتاعنا هذا، مش نحكي على كامل الشباب بصح كاينه نسبه كبيره فتنه، الفتنه الانسان فطنة تجي من خلال المطالعة. أنت هذا الإنسان اللي هو ما قراش كتاب بحياته، منين جي الفطنة؟ صحيح. وحتى هم في المدرسة، أنت مثلا أنت يطرح لك سؤال ويقول لك جاوبني نعم ولا لا، فهمت؟ أو حتى ذوك راهم فارضينها، أنت ذوك أنت يجي واحد مرة يهضر معاك يقول لك أنت مع النظام ولا لا؟ لا يا أخوي، أنا عندي طريق واحد آخر، ما نمشي لا مع النظام، ما نمشي مع الكاز ومع معنا، عندي طريق واحد اخر نمشي فيه. لماذا؟ لانه هما برمجوا العقول عن طريق التلفازه، عن طريق المسلسلات، عن طريق الغناء، عن طريق الرياضه، برمجوا المجتمع، برمجوا انت باش انت. انا نقولها لك، شوف، مره من المرات اعتقد في 2005 2005 دخلت للجامعة هكذا سجلت، وكنت راح ندير واسمو ستاج لمدة 15 يوم مع واحد رئيس واسمو رئيس مجلة علمية، وحبيت نشوف برك هكذا تسمى كيفاش هو يألفوا المجلة العلمية هذه، قدرت معاه ستاج. كي دخلت هو مغربي، دخلت للدار تاعو، وكنت انا في ذاك الوقت مهتم بزاف واش تهضر الجزيره واش صاري في العراق ومننا، لدرجه ما تقدرش تصورها. رحت لعنده، كي دخلت انا هكذا كنت انا ننتظر كي ندخل يشعل لي تلفزيون، لقيت ما عندوش تلفزيون، ما يتبعوش الاعلام. صحيت تبارك الله فيك. قلت له انا ما عندكش تلفزيون؟ صح اللي ما استعملوش. قلت له ما كاينش منها، تشوف التلفزيون؟ قال لي على الاطلاق. قلت له علاه برك؟ حب نفهم برك يعني علاش. قال لي التلفزيون ينشر فيك الغباء، تغريت الاعلام يبان. قال لي ينشر فيك الغباء. صحيت. قلت له كيفاش ينشر فيك الغباء؟ قال لي هو يولي برمجك. قال لي انا راني نقرا في كتاب، نشوف انترنت، نقرا مقالات كذا كذا، مقالات علميه، كتب علميه، روايات كذا، اللي هي تخليني ونخرج من العشيه للعشيه، نهز المراه والولاد والله هذيك، ونمشي نروح نحوس كذا. نفس الشيء قاله لي واحد قاوري، قال لي بلي كاين انا قري واحد صاحبي ايطالياني راه. ومع الوقت تسمى قريتها علميا. يقول لك باللي هذا الانسان اللي تلقاه هو يشوف القنوات الفضائيه، النسبه نتاع الغباء اللي عنده عاليه مقارنه بواحد اللي هو ما يشوفش. لماذا؟ لانه هذاك العقل نتاعو متحرر، مطالع،
بينما الاخر مبرمج يشوف لك هو نفس الخبر، راهو شافه في المغاربيه، شافه في النهار، شافه في ديك، يولي له صح، يولي له خلاص، يولي شغل لي راسه. دائما كي نكون نهضر مع الناس، دائما كي نكون نهضر معاه نقول له قبل انت ما تفكر خدم الراس تاعك، خدم مخك، خمم. ايه خمم. دونك استاذ، والحل الحل 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 درك الحل الحل في المشكل هذا اللي رانا فيه درك، الانسان راه يتغير شويه النفس نتاعو درك، الحل نحوسوا الحل الحل كاينه مسيرات. معليش دونك ما كانش واحد تقدم، اسمع لي دقيقه، ما كانش واحد تقدم هز يده قال انا نقود البلاد بصفه عامه. انا كل واش راني نشوف فيه كل هذه راهو نشوف فيهم شغل شغل يرق، شغل شطيح، راه مانيش تحو برك، مانيش نشوف فيه واحد عنده مكانة سياسية، قادر، قاري، فاهم، متمكن، ما عندوش أطماع، ما عندوش الناس قاعدة أحد بيقول راه يتمشي فيه وتحرك فيه. حوسنا نفهمه على الإنسان اللي قادر. فهمتني أستاذ؟ نعم. يا وشوف نقول لك، هو الحل حل موجود، حل موجود. وأنا شخصيا يعني كنت درت كتاب والآن عاودت له الصياغة نتاعو، وممكن بالك في الأيام القادمة راح يخرج الكتاب. يعني نحوس كشما نلقى دار تاع نشر، ولا ربما ننشر على الحساب تاعي الخاص، وفيه الحلول. القضية هو ذوك لازم الناس تأمن بالعمل الجماعي، فهمت؟ يد الله مع الجماعة، لازم الناس تفكر في العمل الجماعي. أكيد عمل جماعي هذا هو احنا اللي خاصنا الجزائريين، هارلي نتعلموا نخدموا مع بعضنا البعض، فيما بعد نوقفوا بالبلاد. ما دام ما كانش العمل الجماعي ما تنتظر حتى تغيير في البلاد. عمل جماعي ما جبتنيش على سؤالي، اسكت كاين ثم تحبوا التفاصيل. معليش معليش استاذ، انا حوست على ما كانش، كما نقولوا احنا ما كانش الجماعه، الجماعه حسب بالضبط. لا مانيش حاب التفاصيل، انا سؤالي لا ما كاينش الجماعه، نتايا لا يكون انت واحد من الجماعه، والاخ هذا اللي كان يتكلم معنا من تيبازان واحد من الجماعه، واللي كان يتكلم فينا قبيل واحد من عنابه واحد من الجماعه، واللي كان يكلم فينا من بومرداس واحد من الجماعه، وهكذا. هذه امور رانا نتشاوروا، رانا نطرحوا في افكار، ايه نتناقشوا مع بعضنا، من بعد حنا كي نكونوا احنا مؤمنين عندنا نفس الفكره، نفس الفكره اللي مؤمنين بها، من بعد تجي المساله تاع التنظيم. في البدايه هو انك انت تصنع ذاك الوعي، تصنعه صحيح. قال بس رانا في الوقت درك، الوقت اللي رانا فيه ما عندناش، ماناش في الوقت اللي نصنعه، وماناش في الوقت باش نديروا جماعه. الوقت لازم نضرب واحد كما كنت تحكي انت، قلت يضحي هما اللي راهم في القرار، اللي راه عندهم القرار. اذا كان راهم فيه ناس راهم يسمعوا فينا من اصحاب القرار او الناس اللي راهم قراب لهم، احنا رانا هاو الطريق اللي مؤمنين به. قال لابد من تاجيل الانتخابات والذهاب الى مؤتمر من اجل حمايه البلاد، من اجل الحفاظ على الوحده الوطنيه، نهاري هضر من اجل نظر الاجيال القادمه، تهيئه الارضيه نتاع الاجيال القادمه باش تجي فيما بعد، توضع الناس المصلحه العامه فوق كل اعتبار، وتمشي الناس واحده واحده، فهمت؟ اما الذهاب نتاع النشيط هذا هذا ممكن كيس كيما راهي نكس، راه تدخل الجزائر تدخل الحيط. سي بريسا دكوسا، استاذ شكرا جزيلا على التوضيحات، وبارك الله فيك، وربي ربي يبارك فيك، ربي يعيشك الاخ حسام، شكرا. شوفوا ترى الأخ هذا الشيكو، حسام خياطي خيتاتي، ربي يبارك فيك أخويا حسام. منين أخويا حسام؟ من طنجة، من الزمالة، من الماجن، وش من الحي خيداتي.
اخ نسيم اصبر شويه، راهو كاين واحد الاخ خاني نطلعو هاو بالك الخط تاعو راه شويه يبدو هو ان الاخ هذاك راني طلعتك، يبدو الخط تاعك ماهوش ايوا شوفو نسيم. والله وش اسمك؟ عندك بلوكاج في الخط تاعك نسيم بويجي، راه عندك بلوكاج، حل الخط تاعك ومن بعد يدير الهربي طريق. شوفوا ترى هذا فيصل ضربنا البرد واحد الضربة تاع صح. أخ فيصل راني طلعتك، يبدو هو أن الخط تاعك ضعيف. شوف ترى هذا عماد، عماد عندك بلوكاج، فهمت الأخ عماد؟ شوف بالكش ما راهو عندك خط راهو مغلوق. أخ نسيم، نسيم بويكي فيصل، شوفوا ذرة تيجا عماد سهير. وعليكم السلام، واش راك؟ خيمات مرحبا بك. اهلا بك يا خويا، واش راكم لاباس؟ الحمد لله. اخوك مزيك سهران يو؟ اه سهران بيان سور. والله يا استاذ انا صافي وعندي واحد 4 سنين هكذاك 5 سنين وانا راني نتبع في ال فوالا نتبع الفيديوهات تاعك في اليوتيوب ومن على العشرية السوداء. الله يبارك يا خويا. فوالا وال فريمون يعني في الآونة الأخيرة هذه ومع الأحداث هذوما اللي عم يصراو الأخرين، سمعت التدخلات تاع الإخوة اللي كانوا من قبل اللي قلت نحوسوا على الحلول وهذه وهذه، ما يعني في الآونة الأخيرة الحالة مخلطة بزاف يعني حقيقة. نقدر نقول لك الأحزاب السياسية ولا ما تقدرش تدير تغيير وما تقدرش تعطي حلول. أنا صراحة يعني كنت نستنى فيك تعطينا أنت بالك يعني وجهة النظر تاعك، باش بالك حنا يعني نقدروا نتبناوها ويتبناها بالك ناس تمشي لها، تمشي فيها، تمشي في النظر، تمشي في الآخر. كاين أساتذة، كاين كيما أنت، كاين مفكرين، كاين ناس اللي عندهم يعني أفكار كما قلت أنت، كاين يعني هالطاقات الشبانية هذوما. شكون يتبعوا؟ يتبعوا لي زيليت، لي زيليت هما الناس اللي عندهم خبرة خير منا في هذا المجال السياسي ولا في ال... ايوه لكن الاخ عماد احنا مدينا الوسمو هذه القضية. دوك مثلا دوك اللي الآن أنا راني نتكلم عليها الآن، ما بديتهاش اليوم، يعني راها منذ سنوات وحنا نحكيو على القضية نتاع المؤتمر. دوك المشكلة هو أنه الناس هي ما تبناتش هذه القضية. دوك عام الناس غير بداو يهضروا، قال باللي جماعة نتاع النظام بداو يهضروا على القضية نتاع الندوة الوطنية، بدات الناس تهضر. لكن احنا هذا الموضوع عندنا سنوات وحنا طارحينه، نتاع قضيه نتاع مؤتمر الجزائر، هو انه يكون فيه مؤتمر من اجل النهضه نتاع البلاد، نهضه. نعم كاين فيه خطوط عريضه وموجود، تحب من بعد بعث لك نسخه منه.
فهمت، نعطيك فيه خطوط عريضة كيفاش نديرو على جال باش نمشيو انتخابات رئاسية، فهمت؟ قال خطوط عريضة اللي توافق حولها الناس كلها، كل الانسان اللي عنده توجه علماني، كل الانسان اللي عنده توجه اسلامي، خطوط مفتوحة تسمى كيما نقولوا يونيفرسال، فهمت؟ نعم تلتقي حولها الناس كامل. ولكن ما عنديش القوة انايا، يعني واش راح ندير انا؟ ما عنديش لا القوة. لا ما عندناش، صح لو صح كان يعني راهو هذا درك، لو كان دوك راهو انا الشعب هذا اللي راهو موجود برا في الشارع راهو معايا، من بعد ثم نفرض روحي بالاسبوع. لكن ما كانش، شوف مع من راهم يتبعوا، شوف مع من راهم يمشيوا، تروح تلقى انت واحد راهو يبيع لهم في الريح، يبيع لهم في الاوهام، وهم قاعدين يتبعوا فيه. صح وهذه صح انت باش توصل لها وعي ما كانش، وعي نقص للاسف الشديد. الناس تمشي بالعواطف، والناس تبيع لهم في الاوهام ويتبعوا فيهم، ويجي يسبك انت، يزيد يشبك يقول لك انت راك ضرب في الشتاء، وانت راك تاكل في الكاشير. ايه جوستومون، وصل كاين بعض وصل نقرا في لي كومونتير واش راح تهضر معاهم انت، ناس كيماك؟ جوستومون نقرا في لي كومونتير، يعني كاين واحد لي كومونتير يعني فيهم وعليهم انا ما فهمتش هذا الانسان ومنا يا صح، كما يقول لك اللي ما يعرفكش يجهلك، اللي ما يعرفكش يظلمك، اللي ما يعرفكش يحقرك، فهمتني؟ احنا هذا المشكل تاعنا، نحقروا بعضنا لانه هذا الحكم وهذا السلطه وهذا يعني ماشي يعني السيستم هذا اللي خلى نحى الامل ودار الي بون جو سي با اسكو شوف الاخ عماد، شوف نعطيك نقاط باسكو انا نتبع فيها الامور. واسمو، شوف كاين الناس اللي يقول لك انا مانيش فاهمك. على واش ماكش فاهمني يا خويا؟ على واش ماكش فاهمني؟ يقول لك انا مانيش فاهمك، انت راك مع النظام ولا ضد النظام؟ دوك لا هذه المشكلة راه عندك، المشكلة راه عندك انت مش عندي انا. او مثلا يقول لك انا، انت راك تتكلم على التغيير، تتكلم رانا معاك رانا معاك رانا معاك رانا معاك، من بعد هو يلحق انت التغيير وانت تجبد الفرمه. يا اخويا ما فهمناكش، والله ما فهمناك. صحيح صحيح، ولكن المشكله راه عندك انت. لماذا؟ دوك انت راك في معركه، عندك استراتيجيه راك دايرها، راك انت هز السلاح نتاعك وتضرب تيري طاك طاك. من بعد كاين واحد المرات وين انك انت لازمك تتخبى، باسكو علاش؟ راهو العدو راهو رايح يحكمك، يحكمك ثم شايفيني عليك، راك انت في معركة معاهم. نعطيك نعم كأمثلة يعني بشكل أوضح، كنا نحكيو على التغيير، كنا نحكيو على التغيير، من بعد طف طرد قدس في تونس. أنا قاعد نتبع جماعة كانوا يمشيو معايا، ما لقيت حتى واحد، لقيت روحي وحدي قاعد نشوف. انا جوش دروات، سعيد سعدي خرج، عبد الرزاق مقري معاه، الاخر منا الاخر منا، وجماعة انت وش كيفاش انت ما فهمناش الموقف نتاعك. انا حبس اخويا، صبر صبر، تشوف نشوف ترنا الامور كيف راه تمشي. شفت بنت لي باللي قضية نتاع اختراق واضحة، ما حبيتش نمشي، امور مخترقة. بل الامر هذا المره هذه نفس الشيء، كاين عمليه اختراق. درك الانسان اللي راهو درك يشوف فيها باللي انا راني نثبط ولا راني نسمو، يا خويا مشكلتك، راهو الوقت بيناتنا، الوقت بيناتنا هو اللي راهو راح يفصل. بعد ما الشيء اللي صار في مصر، وبعد الشيء اللي صار في ليبيا، بعد الشيء اللي صار في سوريا، كاين بعض الناس اللي انا عاودوا اتصلوا بيا قالوا لي سامحنا، احنا رانا غلطنا في حقك، ورانا سبيناك، ورانا قطعنا فيك، وهضرنا فيك، وهضرنا فيك، ولكن راه مع الوقت اكتشفنا باللي راه عندك بعد النظر، وحنا رانا ما كنا فاهمين فيه حتى حبة. ابا المرة دي نفس الشيء، حتى النهار اللي تصرى بعض الامور من بعد الناس تفهم واش راك انت تخمم، باسكو كاينه اشياء اللي ماهيش نتاع قضية نتاع تحليل ولا نتاع رؤية، والله تحتاج انه واحد يدخل راسه في الحيط، حتى يدخل راسه في الحيط باش يفيق، ما يفهمش كنت تهضر معاه، ما يفهمهاش. ايه انت كنت تقول له هنفاس بلي راح تدخل في راسك في الحيط، يقول لك يا ودي ارحم بالك، خليني ارحم بالك، يا ودي راح تدخل في الحيط،
عاودي يقول لك ما كاينش منها، عاودي انت برك راك تبان لك هكذاك، انت هكذاك منها طا 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 طا، واحد يقول لك انت حاب تلعب ذكي بزاف، واحد هو كي يدخل راسه في الحيط يقول لك والله صح. هاي العشيه ديجا هاي بدات، العشيه هاي بدات في القضيه هذه نتاع المسيرات في العاصمه، هم حرقوا مركز كذا، مركز تجاري، هم حرقوا ذيك، هذه هي بدايه برك، هذه نتاع كيما يقولوا واسمو تاع كوكا ولا كيما شغل متبيلات، هذيك هذه هي بدايه برك. هذا الناس الناس اللي قتلوا قصدي مرباح، وقتلوا واسمو معطوب الناس، وقتلوا بوضياف، وقتلوا حشاني، هذو انت يا راحين يخافوا منك، قتلوا اكثر من 200,000، هذو راحين يخافوا منك ما أعتقدش. والله لا على بالهم بيك، راك تشوف فيهم راه كاينه فيديوهات بالصوت وبالصوره، جماعه في اطار سلمي هو يجي ليه يديروا يرحم باب يرحم الاستاذ. انا في هذا انا كنت العشيه في المظاهرات، رحت وشفت المظاهرات، وطونك تما انا جيتي ميليتون ديجا في واحد الحزب هكا، ما نذكرش اسمه، بون نقدر نقول لك سفيان ديلالي، نتبعو وحبيته والاخر هكا يعني، حبيت الحزب باسكو يعني كانوا اصدقاء مني وكذا، وشكروا لي فيه، وكانوا في كما نقولوا في من الاوائل اللي مشاو معاه. اليوم مالوريزمون ما لقيتوش، ما عليناش. كي دخلت وشفت واش هو صاري، واش هي المظاهره، وشكون هما الناس اللي دخلوا في المظاهره، وش هما الاسباب اللي خلاو المظاهرات تخرج عن السلميه، وانا قلتها للاصدقاء تاعي هكذا، قلت لهم هذه المظاهرات ما حاش تقعد سلميه، من المحال ومن المستحيل انها تقعد سلميه، لان هاد الاكسسوار لي فورس دو لوردر توجور يستفزوا الشعب كما قلت بالغاز، اون فوا دو فوا تروا فوا كات فوا لي جون يخرجوا عن يعني يتنرفا ويعاودوا يوليو وشنو يوليو يضربوا لا بوليس اكسيتيرا اكسيتيرا، لا بوليس يرجعوا لهم اي سا ديجينيري كما اليوم كما صارت اليوم في الاخر. وكاين بزاف يقولوا إيه كانت سلميه، صح كاين في بعض المناطق بزاف كانت سلميه، مي ما راحش تقعد سلميه. الحل انا بالنسبه ليا ما راهيش غير في المظاهرات، باسكو المظاهرات هذه صح راح تخرج الشعب، مي راح يصرى موراها بزاف كما نقولوا راح تخرج عن النطاق تاعها رسمي في منظوري، يعني تخرج عن نطاق اخر وتروح لاخر. انا قلت انت مقبل استاذ نروح المسيرة تاع اليوم، شوف المسيرة تاع اليوم فكروني في المسيرة تاع الفيس اكزاكتومون، والله غير نفس المسيرات عشناهم، المسيرات تاع اليوم فكروني في المسيرات تاع الفيس على مستوى 48 ولاية، ولكن شوف النتيجة، النتيجة ورانا 90 2000 2010 تقريبا 30 سنة ما زلنا نحوسوا على الحل، 30 سنة راحت من عمر الجزائر، والناس رايحة تعاود رجعت 30 سنة لورا، تعاود تجرب تجربة اللي أثبت الواقع الفشل تاعها، راح يعاودوا يجربوا بها. وحنا هو فعلا تجارب ايه، لماذا؟ لأنه شباب واحد اخر، دوك الاخ اللي قبيل كان يتحدث معايا نتاع تيبازا هذاك، قال لك باللي راهم كاينين الناس اللي راهم دركهم ما حبوش يخرجوا، ممكن هذوك الناس راهم تلسعوا ذاقوا، وبالتالي هما ما راهمش راحين يعاودوا نفس التجربه، لانه خلاص تكواو. دوكا كاين شباب واحد اخر، شباب متحمس، شباب عاطفي، وربما اكثر من اللي كان في 90، لانه في الوقت هذا كانت الناس جوها على الاسلام، تاع الاسلام يجي يقول لك اخويا انا اسلام والرسول ومحمد وكذا، الناس تمشي. لكن الان هذا اللي راهو دركا راهو يمشي مع نكاز،
ما هو يمشي لا الاسلام ولا والو، لعبوا له على العاطفه نتاعو، قال السيد هذا راهو يدافع عن الاسلام وهذا راهو سلك المنقبات وراهو مليونير وهو خلى التجاره نتاعو وهو خلى كذا وهو جاي يمشي بالاحفاء وهو جاي ياكل في الفول وهو كذا بطرق واحده اخرى والناس تمشي. شوف استاذ، انا نكاز ما نقدروش ننكره باللي هو اللي يعني كان الى جوي سور لانفلونس، الى انفلونسي يعني الراي العام في هذه الاونه الاخيره هذه، يعني نقولوا 3 سنين ولا 4 سنين الاخرانيين، سورتو في الوقت اللي كان يجمع فيه الاستمارات يعني بالخرجه تاعو لي ديريكت اكسيتيرا. ما نقدروش ننكروا انه قدر في غياب المعارضة، في غياب الجمعيات، لأن شكون يحرك الشعب؟ مقبل قلت لي، مقبل حضرت قلت شكون هو يا شوف نقول لك، نعطيك مثال. أنا لو كان لقيت أنا مثلا هذه الأفكار اللي احنا رانا نهضروا فيها، هذا الحوار هذا اللي احنا درناه الآن درك، راه كاين الناس اللي ربما راهم يسمعوا فينا من منذ البداية، هذا الحوار لو كان راهو على قنوات فضائية يكون عنده رد فعل ايجابي في المجتمع. هما محاصرينك ويخدموا في نكاز في النهار في الشروق في البلاد في ديك، تروح انت كل القنوات وراه منهم كاين صحفيين اللي تبعوا فينا ومحاصرينك، افكار عليك ما لازمش تمشي، حللهم ببال ومن بعد تقول لي انت يا انا شغل واحد مخلينه يلعب في الانتر كارتي وواحد مطلعينه ليكيب ناسيونال وراه قال هذا هو الميور هذا راهو كذا وهذا راه كذا، ومن بعد روح شارك في المقابله المهم المشاركه، شارك في المقابله المهم المشاركه وقعد تبع في الريح. احنا لو كان راها اعطيت لنا الفرص في القنوات الفضائيه من اجل انت على جل مثلا باش انت تنشط وباش انت تتقدم وتشرح انت الافكار تاعك، لو كان راهم دوك هاك تشوفيه انت دوك يجي لك واحد انت قلت لي بلي هاك عندك سنوات وانت تتبع، كاين اللي راه دوك قال واحد شاف صاحبه دار جام والله بالصدفه يعقب ليك يسمع، ومن بعد من بعد يبدا يتحلوا عينيه يقول لك والله خويا والله انا سمعت كلام وش اللي ما نسمع فيه، هذا راه خطاب موضوعي خطاب منطقي خطاب كذا، يبدا يكتشف ولازم له وقت. لكن لو كان دوك راهو هذا الخطاب هذا راهو قال مثلا في مؤتمرات كما راه تتح لهم هما الفرص في قنوات فضائية وفي إذاعات وفي كذا وفي جلسات وفي كذا، لو كان وما على بالهم باسكو الخطاب هذا ما يخدمهمش، خاطر هما تخدمهم الفوضى، يخدمهم العنف، يخدمهم تخدمهم هذيك العاطفة، شكون راهم يجيبوا؟ هاي انت دوك مثلا هذاك النووي هذاك اللي راهم يجيبوا فيه في قناتنا، لو كان تروح تجي وتشوف انسان اللي راهو قاري يقول لك السيد هذا هو مضروب في دماغه، هذا هو مريض عقليا، هذا يقول لك السيد هذا فهمت، ولكن متاحت له الفرص عاطي له منبر ويتكلم ويظلل في الشعب، ويلا بمجرد هو انه دار تسجيل ضد بوتفليقه الناس معاه ما شاء الله، موقف يحسب له التاريخ ومكتب. هو طبعا الهز اللي هذاك هو اللي زاد يزيد في هذا هو دوك الناس ماهيش سي موان دو كوميونيكاسيون، نقدروا نقولوا سي موان دو كوميونيكاسيون اي دي تكنيك دو كوميونيكاسيون، الناس راه تستخدم في العقل نتاعها وراها قال لك مثلا هذا الخطاب اللي راه يمشي خطاب العقلي خطاب التنويري الخطاب الفكري اللي راه يمشي في القنوات الفضائيه، غدوه لما انت تروح للمواطن تجي تعقب عليه حاجه يقول لك يا راه تلبى على راك، ايا امشي ايا ما تقدر تعقب عليه والو، ما دام راه هذيك الامور هذيك اللي راه يمشيو فيها ما راح تنتظر حتى حاجه في البلاد داول بلادي فهمت. اي دوك سي لا سي لا كيما نقولوا وقت لا نيرو ماركتينغ، لحقت لا نيرو ماركتينغ راهي مستحوذه، ولا كيما قلت انت القنوات ماهيش ما متاحه. انا نشفى لك استاذ، من نهار كنت في سكايب، نهار كان سكايب الفاك كنت في المقابلات مع الاخرى في وقت الفيس ومنا، يعني لحد اليوم ما شفت حتى تناقض منا. يبقى واحد الموضوع ثاني هضرت عليه من قبل باش نخلي الناس يطلعوا الا كان كاين واحد اخرين، تاع المخططات تاع الصهيون والاخر الصهيونيه وكذا. والله يا استاذ انا ما صراحه
بون امن بها وما نامنش بها، مي اغلب الظن اغلب الظن نشوف باللي يعني هذه ولينا كيف كيف حنايا، رانا راح تقول لي نفهموا باللي تاع رايحين ولينا نفهموا تاع القياده الخارجيه. لا 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 مي لا لا لا، القضيه نتاع وشوف نقول لك اسمع، روح ادخل الانترنت اكتب بروتوكولات تاع واسمو تاع الصهيونيه واقراها، وروح راهو كاين فيلم موجود وكاين كتاب، الكتاب اسمه أعمدة الحكمة السبعة، فهمت؟ اقرأ اقرأ الكتاب هذا انت أعمدة الحكمة السبعة، او ادخل لليوتيوب تلقى فيلم اسمه لورانس العرب، شوفوا. وكاين كتاب اسمه خط في الرمال تاع واحد صحفي بريطاني، اقراهم اقرا هادو برك، وتشوف روحك كيفاش راك كنت وش كنت وكيف راك راح تولي. اقرا هادو برك، اقرا هادو زوج كتب تاع أعمدة الحكمة السبعة وخط في الرمال، وشوف الفيلم هذا تاع لورانس العرب، ومن بعد روح هضر معايا. من بعد تشوف اشياء تولي تشوف فيها قدامك راها تنفذ امام عينيك، من بينهم هذا رشيد نكاز راهو ينفذ فيها، تشوفها تولي تشوف فيها قدام عينيك. يعني يحب يقول هادو تسمى سياسات ماشي حاجة سياسات جديدة، جديدة اللي راهم يمشيوا سي عليها باش نورمال ينفذوا. سي نورمال. انت لوك راني انا ضد النظام، ولكن ما يجيش انا واحد يلعب عليا، نعارض عرض النظام، نعرضه في الوقت اللي نحب انا، ونتوقف في الوقت اللي نحب انا، فهمت؟ لما انا نشوف باللي ناس راح تستخدمني حبس، كما يقولوا في البلاد خوك اللي يغرك صاحبك، نعرفوا كتاش انا نعرض، وكما يقولوا في البلاد زيتنا في دقيقنا. هو راهو جزائري تاني أستاذ، ما شكون نقدروش نكاس ننتقدوا؟ ولا كل معارضين يعني. ننتقدوا بس ما نقصيش، لا اؤمن بالاقصاء. هذا دوك غدوه، انت اللي راهو دوك هو يلعب وحده، راهو يلعب هو الناف هو السيس هو الجول هو الاربيتر هو كلش، راهو وحده. غدوه لما انت يكون فيه لعبه وراه كاين فيه قوانين، لما يدخل الاستاد في كل تشوفوا البالون ما يعرفش يتيريه، من بعد غدوة من بعد قال روح جي لي في النهار تتعلم تونطريني مليح وتتعلم وسمو تيري مليح، من بعد روح. لكن دوك راه وحده، يروحوا يجيبوا له على الزاوي ويجيبوا له ناس اللي الروس تاعهم وعارف مشاكره، ناس اللي هما حابسين وناس اللي مشوهين وناس كذا يجيبوهم له يخدموه، شباب يحوس على وجوه جديده، يحوس على اطارات ويحوس على كذا، يجوا هما بالضرب هذيك. وحتى هذ الناس اللي راهم هما في النظام مرات يخدموا باشياء وتنفلت تخرج على السيطره تاعهم، كي شغل هذاك اللي يروح يشعل النار باش يخوف الناس ومن بعد تحرقوا. ايه ماله، بصح شكون هو اللي واحد اللي يعني درك راك تشوف فيه انت ولا نشوف ويشوف فيه الشعب كامل، راهو تالمو ما لقاش بديل اللي اباه ورايح معاه. لو كان بار اكزومبل عندك مرشح يعني عنده تاريخ وعنده في انا لا السياسة اؤمن الان بالاشخاص، خلاص اشخاص انا ويبرز لا اؤمن بالاشخاص الان انا اؤمن بالعمل الجماعي ونؤمن بالمشروع، هذا هو الشيء اللي مأمن به انا، فهمت؟ هذه نتاع انه نمشي مع شخص مهما كان هذا الشخص، ما نمشيش معه، نمشي مع المشروع والعمل الجماعي. لا يعني الشخص اللي يقدموه باغ اكزومبل كيما نقولوا هي ماهوش حزب ولا اخر، باغ اكزومبل هو وطنه ولا امثله من هذا الشيء من هذا القبيل، ينضموا دي ميليتون دي سياسيين ولا اقتصاديين ولا ناس خبراء في اقتصاد ولا، ويخرجوا واحد هو الانسان هذاك اللي يعني يطرحوه للشعب، والشعب هو اللي ديسيدي. كما دركا علاش هما يعني هذا السيستم هذا
باسكو عنده الجيش في يده، عنده المؤسسة الدستورية في يده. اخ عماد راه ما بقاليش الوقت بزاف، خلصت لي الباتري. ما كش ما دير مداخله صغيره برك باش نختم البرنامج، ما داكور بقاتليش الباتري بزاف للاسف الشديد. معليش استاذ، راه جاني السينيال. داكور الشيخ، مالا نقول لكم ان شاء الله في فرصه اخرى، وغادي دوك نبعث لك الاخر باش تبعث لي كما تبعت لي هذوك الاخر الكتب هذوك. اه ما فيش مشكله، الى من الاخر. شكرا، وان شاء الله نتمنوا خير وخير البلاد، وان شاء الله نتلاقى في ساعه الخير ان شاء الله. ربي يبارك فيك. شكرا للاخ عماد، شكرا. المهم الاخوه الاخرين اعذروني، راه ما بقاليش بزاف الباتري، ورانا في وقت جد جد متاخر. راه الان الربع و12 دقيقه صباحا، الناس راه رقدت وناضت. شفت راه الاخ هذا عماد، شفت راه معاه يقول كلمه برك، وان شاء الله نختموا البرنامج هذا، بالك العود يقدر يفوت ونختموا هذا اللقاء ان شاء الله. اخ عماد راني دخلتك، الله يبارك فيك. الاخ عبد الخالق للاسف الشديد، اخ محمد بلال بعث لي ميساج برك، بعث لي ميساج في بريفي في الاسم نتاعي نور الدين خبابة، او اكتب في الجوجل برك، اكتب كتاب المصالحة. هانت زيد ترى نعاود نشوف ترى مع الاخ هذا كلمة اخيرة ونختم البرنامج. ربي يبارك فيك الاخ شعيب. اي ما داني دخلتو ما عنده مشكلة بالك. المهم الإخوة، خلصت لي الباتري تاع التليفون، نلتقي إن شاء الله في فرص واحدة أخرى إن شاء الله. رانا أفدناكم ببعض المعلومات، ومعذرة إذا كان ربما مرة على مرة عند الواحد يتجاوز، وربما يقول بعض الكلمات اللي ربما يفهموها الناس غلط. المهم عندك مشكلة، فهمت أخي عماد، اللي ترمز الاسم تاعك بعماد دي مانيش عارف تاع الدشرة. المهم نلتقي إن شاء الله. زيدو نعاودو ترى المرة هذي، وإلا ما دخلتش المرة هذي. هاي السلام عليكم. هاك دخلت سيدي العماد هذا. وعليكم السلام، مرحبا بك. واش راك أستاذ؟ هاك دخلت عماد، الحمد لله. من راك تعيط لنا من ماجد من الزمالة مصطفى منين؟ هذا كاني في الفيتزا في العاصمة، بصح أصلي من برج الغدير. شفت كيفاه، واش من جهة؟ أنا نسكن في الكاسانسيس، أصلي من تحناش. إيه وكش ما بلوط، كش ما رمان، كش ما والله جيت واحد البرك. كان شو كان والو مش وقتها. هاي واش تحكي لنا الأخ عماد؟ بصح ما تطول شهر وخلصت لي الباتري. ما كاش مشكل، ما الوقت ثاني راح. زعما نقول لك بلي رانا فرحانين، يعني الشعب تحرك، حاجه مليحه، وان شاء الله تكون فيها تغيير ان شاء الله، وان شاء الله يعني الافضل. وانه الجزائر يعني ما بقاتش كما بكري، مش كما التسعينات، يعني دوك الشعب يعني راه مثقف، يعني خير، والاعلام دوك راه افضل ان شاء الله. ان شاء الله يعني ما تكونش كيما بكري، وما يكونش فيها فوضى، وما تكونش فيها مشاكل ان شاء الله. وان شاء الله نحسنوا بلادنا تحسن، وان شاء الله خلاص ان شاء الله. ماذا بينا الاخ عماد قال له اسمع ان شاء الله، هذه هي. قال له الاعمى على واش تحوس؟ قال نحوس على الضوء. هذيك هي. ماذا بينا احنا، المهم رانا نحذروا في الشباب على جال باش ما يزيدش يعاود يجرب تجارب فاشله. هذا الشيء اللي رانا نقولوا فيه.
بالطبع تسمى بالطبع يمشي أكيد معك الواحد صح بحذر، خدم راسك صح خدم مخك، ما لازمش يجي واحد يلعب لك على العاطفة قبل ما تتخذ قرار. فكر، وحتى الدين نتاعنا يأمرنا بالتثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهمت؟ يأمرنا بالتثبت بالحذر، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وإنسان يمشي بعقله ويمشي بشوية وما يزيش يعاود نفس الأخطاء. هذا راهو نظام، راهم الناس ما يخافوش ربي، كاين فيهم ناس ولات فاهمين الإنسان ما يجمعش، ولكن في المقابل كاين الناس اللي راهم درك هما، شوف كيما التاتا، تحط له ورقة حمراء يحمر، تحط له ورقة خضراء يخضر، صح. وقادرين هما مثل ما خدعوا شخصيات وقتلوهم، مثل ما زوروا شهادات وزوروا إرادات، قادرين هما في كل لحظة يستمروا. لذلك احنا ما نعطيهمش الفرصة، هذا وش اللي احنا رانا نديرو فيه. احنا رانا نعرفو هذا النظام من خلال تجارب، وهذه هي. تفضل الأخ عماد، تقول كلمة ونختم إن شاء الله. ما واش غنقول، ان شاء الله ربي يجيب الخير وخلاص. كيما قلت يا نتوخاو الحذر ونكونوا دايما مثبتين، ان شاء الله هذه هي دوكا، ان شاء الله دو الدور تاع الجي باج، دور تاع الناس درتوا المثبتين مسيرة ومع اليوم؟ الدين. درنا انا وش كلي نظم المسيرة؟ ما كانش منظم بين الشعب وكذا. هذا هامر في الله الغدير، في الغدير برج الغدير، راكم لا تعرفوا هذه بعضكم. يعني في العاصمة، انا دوكا لا انا في العاصمة راك في في الغرب الجزائر. مانيش. انا قلت بالله في العود، راك في برج الغدير، باسكو برج الغدير يعرفوا الناس بعضهم. تسمى العدو في برج بصح الغدير وما على درا بالكش في كلي البرج، نظمها، ما لا خلات. ما كانش الغدير، كان في البرج، في البرج اسمه كاين. في البرج شوية، في البرج تقدر او نقول مثلا كان غاشي في برج بزاف، قال لك الغدير الناس لحد تعرف 600 الف بعضها. في البرج. ايه ما شاء صح الله، شفت بعض الفيديوهات هكذا، بعض المقاطع ما شاء الله خرجت الناس ما شاء الله. نتمنوا على جال بركي هو خرجوا بزاف. ما المهم يستعملوهمش هنا في برك. العاصمة يعني الكوبتير من نهار كامل، نهار كامل يتضرب. هسه نورمال، راه حالة الطوارئ. ايه هو اتقلبت يعني، ماهيش حاجة سهلة يعني. خرجوا الشعب، خرجوا تاع الصح. رحت شاركت تايا مشيت في الأول، لا بعد الجمعة كذا، ومن بعدها روحت راك تقرا ثم في العاصمة. نقرا في العاصمة، نقرا في الطب مع أسير ربي يرحمه، مش ربي تقريبا يرحمه مسكين. ربي يرحمه. أنا المهم ذكرته في الكتاب، راني عاودت درت الصياغة نتاعو وذكرته، ذكرت الحادثة هذيك، يعني ربي يرحمه إن شاء الله، دونوها تاريخيا. يعطيك تسمى الصحة ربي يرحمه ما جميعا. حبيتش ان نوسمو، تسمى الواحد يحير العائلة نتاعو، وكاينه امور تسمى ما حبيتش ندخل في روحي فيها، فهمت؟ كاينه امور صح هكذا. صح المهم يا دوكا ولا غير يعني صحابه كذا، راهم كاين لي كاين بزاف يعني هضرات قلت يهضروا فيها باللي الدولة هي اللي قلت لازم شغل، هو انسان خاطي خلاص يعني، واحد ما صدقها يعني، لا يقبلك لا يخوفه ولا كش معاوسه. لا 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 أعتقد باللي ممكن قضية نتاع إهمال، والله ممكن، فهمت؟ قضية نتاع إهمال، هو أنه ما راه مشيتش الاهمال ليه فيها هي اهمال كاين إهمال. اهمال كبير يعني معروفه هذه. عندي بعض الأمور هكذا حكاوها لي ناس، يعني اللي عندهم هكذا معلومات وهذيك، ومن بعد ما حبيتش ندخل روحي باسكو فهمت، ما دبروشهم، راهم صح مواليه، صح فهمت؟ مواليه راهم على بالهم واش راهم يديروا، يدبر راسهم. صح هذا مكان راهو درك يا هما رب راهم يجيب الخير. حكموا الشخص هذا، كان حكموه راهو عندهم في السجن، وراهو عنده اهل تاعو، راهو عمه ما شاء الله عليه حمد، ربي ان شاء الله ينتقم منه هذا الشخص هذا اللي قتله، وعائلة إن شاء تاعو الله ربي ان شاء الله يكون معاهم، ربي ان شاء الله يحفظهم، وربي ان شاء الله ما يزيدش يوريهم حتى مكروه. وهي راه هذيك عملية ما راهيش راح تنسى ثم ثم،
حاجة باينة صح. هذه هي الأخ عماد. المهم نزيدو إن شاء الله نشوفوك نحكيو إن شاء معك الله ربما إن يعطيك شاء الله الصحة، لفرصة واحدة أخرى، يعطيك الصحة أستاذ، بارك الله وجيب فيك، لنا معك شوية زعرورة برك. نجيبه لك يا سيدي، ما كاش مشكل. ربي يبارك فيك الأخ عماد، شكرا. ربي يعوضك، يا صح، الله ليلة يبارك سعيدة. فيك، شكرا. المهم الإخوة معذرة، راه خلص لي الباتري، إن شاء الله نلتقيو في فرصة واحدة أخرى. ربي يحفظكم إن شاء الله جميعا، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.